مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان وكل من يشاهد قناه النادي الاهلي. اهلا بحضراتكم، يوم جديد من ايامنا في البيت الكبير. النهارده ان شاء الله حلقه يوم الثلاث هنتكلم فيها على ملفات كتيره جدا جدا، موضوعات اكيد تهمكم، وطبعا ابرزها طبعا استعداد فرقتنا النادي الاهلي لان شاء الله يوم الجمعه يعني اللقاء التاريخي ان شاء الله امام نادي الزمالك. النهارده حلقه ان شاء الله مميزه، عندنا ضيوف على مستوى عالي جدا، ان شاء الله يبقى حلقه على المستوى يوم الثلاث دايما المميز. هيكون معانا طبعا ضيوف كتير جدا جدا، بس قبل ما نتكلم في تفاصيل حلقتنا طبعا اكيد برحب بسهام. مساء الخير يا سهام. مساء الخير يا كابتن. اخبارك ايه؟ مساء الخير يا كابتن هاني، جمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان، مساء الخير. مساء الخير وكل عشاق الكيان الكبير بألف خير. فخلاص بدأ العد التنازلي، مفيش حديث غير الحديث عن النهائي الأفريقي، الأفريقي المصري. إن شاء الله تكون حلقة مميزة زي ما كابتن هاني بيقول في البيت الكبير. النهاردة بيتنا مشرفنا فيه ضيفين مهمين جدا، طبعا كالعادة كل يوم ثلاث بيكون لقائنا مع ناقد الرياضي عمر البنوبي، وحديث شيق النهاردة مع عمر عن مرحلة ما بعد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي سابقا. كيف يدار الكاف بعد هذه الفترة أو في هذه الفترة؟ موازين القوة في انتخابات رئاسة كاف القادمة شكلها عامل إزاي؟ ده هنتكلم فيه مع عمر وكابتن هاني. في الفقرة الثانية إن شاء الله هيكون ضيفنا الكابتن الكبير والخبير كابتن فتحي مبروك، كابتن فتحي مدير إدارة اكتشاف المواهب النهاردة في النادي الأهلي، علشان نتكلم معاه حوالين النادي الأهلي وآخر أخبار الفريق واستعداداتنا لمباراة القمة المرتقبة يوم الجمعة اللي جاي مع نادي الزمالك. وفي الفقرة الأخيرة مشرفنا كالعادة برضو زي كل يوم ثلاث أحمد ومحمد، أحمد فارس ومحمد أسامة، فقرة خط أحمر البيت الكبير إن شاء الله من 12 لواحدة ان شاء الله تكون حلقه مميزه. يعني خلينا نبدا النهارده طبعا الحدث الاهم، كل جماهير النادي الاهلي والجماهير المصريه بصفه عامه مستنيه مباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك في النهائي الافريقي يوم الجمعه ان شاء الله. طبعا احنا اتكلمنا عن الملف ده بشكل مفصل على الجزء الفني، احنا شايفين ان كل فريق ان شاء الله وخاصه يا رب النادي الاهلي يكون موفق ويحصل على هذه البطوله، لكن خلينا اتكلمنا من على المستويات الاهم، نتكلم على التنظيم، نتكلم على الصوره اللي لازم تخرج ان شاء الله تليق باسم مصر اولا، لان هذا النهائي التاريخي. التاريخي ليه؟ واتكلمنا ان اول مره في تاريخ الشامبيونز ليج الافريقي نهائي بيلعب على ارض مصر وما بين فرقتين من بلد واحد، نهائي تاريخي، نهائي ان شاء الله نتمناه على المستوى الفني يكون على مستوى عالي جدا، يعكس صورة النادي الأهلي ونادي الزمالك، يعكس صورة مصر اللي في السنوات الأخيرة وخاصة السنة دي يعني بتعمل إنجاز على مستوى عالمي. خلينا نتكلم إن كمان النهاردة كان في تقرير من الفيفا، تقرير من الفيفا بيشيد بالكرة المصرية، بيشيد بالكرة المصرية خاصة السنة اللي فاتت رغم الصعوبات ورغم كورونا، لكن بيظهر المستوى الفني العالي جدا على مستوى الأندية، على مستوى النادي الأهلي، نادي الزمالك، بنتكلم على كمان بيراميدز، على مستوى المنتخبات، منتخبنا الأولمبي المنتخب الأول. والنهاردة يعني الفيفا بيصف النهائي التاريخي دوت أنه نهائي لن ينسى، نهائي تاريخي في البطولة الأفريقية، لأنه زي ما قلت لحضراتكم ما بين فريقين من دولة واحدة، ودي أول مرة يحصل في التاريخ. إنها إن شاء الله هتبقى مباراة تاريخية، مباراة تليق إن شاء الله باسم مصر، مباراة تليق باسم كيان كبير زي النادي الأهلي وأيضا كيان كبير زي نادي الزمالك. نتمنى المباراة إن شاء الله تخرج في هذا الإطار، أكيد كل أهلاوي يتمنى وكلنا نتمنى، الأهلوية نتمنى إن شاء الله النادي الأهلي يحصل على هذه البطولة، كمان كل زملكاوي يتمنى النادي الزمالك يحصل على هذه البطولة. الفائز من هذه المباراة هو مصر، البطولة موجودة في مصر، إن شاء الله تكون موجودة في مصر لكن في الجزيرة إن شاء الله. إن شاء الله لازم كلنا كمصريين، إحنا هنا بنوجه كلامنا للمصريين كلهم يا كابتن هاني، أكيد أكيد هم أهلاوية وزملكاوية، فإحنا النهاردة لازم نكون على قدر هذا الحدث التاريخي، الحدث اللي ما بيحصلش كتير يمكن في تاريخنا، والنهاردة أنت بتكتب التاريخ ده وبتسطر يعني تاريخك الكروي كالعادة، وأنت أكبر قامتين في مصر النهاردة. فزي ما أنت اتكلمت النهاردة تقرير الفيفا ده كان تقرير مهم جدا، يمكن اتكلم بشكل فني أكتر عن الفريقين وعن
ايه هي نقاط القوه والضعف في الاهلي او في الزمالك؟ يمكن كان بيتكلم عن خط الهجوم بشكل تحديدي يعني، وقال انه تقريبا في تكافؤ، في توازن كبير على الصعيد الهجومي، لكن الجميل في التقرير ده انه كانت الاشاده الكبيره اللي فيه بحارس مرمى الاهلي محمد الشناوي. محمد الشناوي اللي النهارده تقرير فيفا بيصفه انه سر قوه الاهلي الاول. فعايزه اروح من الشناوي لان النقطه دي مهمه جدا جدا، ودي النقطه الثانيه اللي عايزه اتكلم فيها مع حضراتكم قبل ما نخش على اخبارنا، وهي خاصه بالكلام الكتير قوي قوي اللي اتقال في الساعات اللي فاتت عن إصابة عدد من اللعيبة وأولهم الشناوي بفيروس كورونا. ويمكن برضو الكلام كان عبارة عن إيه بقى؟ مش إن أنت بس يعني لا قدر الله جات لك إصابات كورونا في فريقك، لا، الكلام النهاردة عن التكتيم أو التعتيم جوه الأهلي على الموضوع ده. وحقيقة أنه هو كلام كله عاري تماما من الصحة، كلام فاضي، كلام لا يقبله عقل، لا يمت للواقع بالصلاة، لأن ده فيروس، يعني فيروس ومش هيستخبى. وفي لجنة طبية من الاتحاد الأفريقي بكرة إن شاء الله لكرة القدم هي اللي بتكشف على اللعيبة وبتعلن المصابين وبتستبعد أي حد لا قدر الله قبل المباراة. ولا يمكن ولا يمكن لنادي إنه يخبي ولا يداري زي ما قرينا كلام فاضي كتير جدا في الساعات اللي فاتت ومعظمها الحقيقة فيك. يعني يمكن كانت أخطرهم على محمد الشناوي كل النهاردة الرسائل اللي جايالي، محمد الشناوي عامل إيه؟ محمد الشناوي هيشارك ولا لأ؟ محمد الشناوي لحد دلوقتي الحمد لله يا رب كويس. محمد الشناوي النهاردة لعيبة النادي الأهلي يمكن بتجري المسحة الطبية ليها كلهم في المعسكر الحالي اللي بيقام النهاردة في أحد الفنادق. المسحة الحمد لله سلبية لكل لاعبتنا باستثناء المجموعة اللي خارج المعسكر اللي هم مصابين بالفعل، لسه ما تحددش موقف المجموعة المقيدة إفريقيا فيهم من اللحاق بالمباراة من عدمه. وكده كده في كل اللعيبة من الفريقين هيخضعوا بكرة لمسحة طبية جديدة تحت إشراف الاتحاد الأفريقي كاف. المسحة دي هتكون الساعة 10 الصبح إن شاء الله، النتيجة هتظهر خلال 6 ساعات. وكده كده برضو لازم اللعيبه تكون عملت 3 مسحات على الاقل قبل مسحه كاف ده، هم قبل عملوا المسحه يعني فهم مطالبين. هو يعني خلينا نتكلم بس بواقعيه شويه، يمكن هي المسحه اتعملت تمام في معسكر النادي الاهلي والحمد لله كل اللعيبه الموجوده في معسكر النادي الاهلي المسحه سلبيه 100%. الحمد لله. بيصادف كمان ان في الوقت اللي بيتكتب فيه ان الشناوي او الاستاذ او الاخ او الموقع ايا كان مين اللي كتب ان الشناوي عنده فيروس والنادي الاهلي كاتم على الموضوع، الشناوي كان في الملعب. يعني الشناوي ساعتها كان في التدريب. كان في التدريب. التدريب. يعني من المستحيلات، واحنا عارفين النادي الاهلي عنده شفافيه والمواضيع دي ما بتستخباش. يعني احنا قلنا كان في اصابات، قلنا كان في كهربا، وليد سليمان، اتكلمنا على احمد ياسر ريان، محمد شريف، كل الامور واضحه بشكل كبير جدا ومش محتاجه ان حد يجود على الموضوع. وزي ما اتكلمنا ده تاني بيرجعنا لهذا الاسلوب غير الحضاري في التنسيق ويعني الاستعداد لمباراه كبيره ومباراه تاريخيه. خلينا نتكلم كمان، يعني قلنا كهربا، صالح جمعه، وليد سليمان، كل دوت كان عندهم مسحه والمسحه جت ايجابيه ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه تكون سليمه. لكن كمان تاني كل يوم هنتكلم في نفس الكلام تاني، ارجوكم يا جماعه تعاملوا مع هذه المباراه منها مباراه تاريخيه لصالح مصر. ايا مين اللي هيكسب ان شاء الله، نتمنى النادي الاهلي هو اللي يكسب هذه البطوله، لكن نستعد بشكل افضل للمواقع والناس اللي بتكتب. يعني خلونا نتكلم بشكل احترافي شويه، النادي الاهلي لما بيكون في اصابه بيعلن عليها والكلام ده كتب على يعني بنقولها هنا في قناه النادي الاهلي وبتنزل على المواقع، لكن الاجتهاد في هذا الموضوع اعتقد بقى دمه تقيل قوي. ويعني خلينا مش هنبص له تاني، خلاص لعيبتنا الحمد لله سلام 100%، كل اللعيبه اللي موجوده في المعسكر المسحه سلبيه، ان شاء الله في مسحه بكره الاتحاد الافريقي بيعملها، لا قدر الله لو حصل جت مسحه ايجابيه بيتعلن في ساعتها، لان ده كمان مسؤوليه الاتحاد الافريقي ان يعلن عن هذا اللاعب وبيخش بعزل. نتمنى ان شاء الله زي ما المسحه كانت سلبيه اول النهارده ان شاء الله كمان على المستوى الاتحاد الافريقي اللي هيعمل مسحه بكره ان شاء الله الساعه 10 الصبح ان شاء الله كل لعيبتنا سليمه. وتاني بنقول وحتى من الفرق الاخرى كمان وحتى من الزمالك، يعني احنا ما نتمناش اي ضرر يعني لاي حد على مستوى الفرقتين. يا رب كل لعيبه نادي الاهلي تكون سليمه، يا رب كل لعيبه نادي الزمالك تكون سليمه، واللي عنده مسحه ايجابيه ان شاء الله ربنا يسهل كده ويكون زي ما قلت امبارح، نتمنى ان النادي الاهلي الزمالك يكون مكتمل الصفوف، نتمنى النادي الاهلي مكتمل الصفوف
عشان في الآخر دي مباراة تاريخية لصالح تاريخ وسمعة الكرة المصرية. بس كده نروح بقى لأخبارنا في البيت الكبير النادي الأهلي، ونبدأ دايما من يعني خبر عندنا خاص يخص الجمعية العمومية اللي النهاردة فوضت مجلس الإدارة لاعتماد جدول الأعمال المعلن عن الفترة من 1 يوليو 2019 ل 30 يونيو 2020. ده كان خلال الاجتماع الثاني للجمعية العمومية اللي عقد النهاردة. اللجنة اعتمدت، أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على اجتماع الجمعية العمومية، ده كان برئاسة المستشار محمد الدمرداش مقرر لجنة الأندية والهيئات في اللجنة الأولمبية المصرية، والمستشار طارق ربيع عضو اللجنة، الوكيل العام الأول هيئة النيابة الإدارية، وأيضا كان المستشار محمد صلاح الدين عضو اللجنة موجود. أعلنوا أنه عدد الأعضاء اللي قاموا بالتسجيل في الكشوف 2994 عضو، ولم يكتمل النصاب القانوني المطلوب للمناقشة بحضور 5000 عضو أو 10% من إجمالي الأعضاء البالغ عددهم 175408 عضو. ده في النادي الأهلي. هنروح لجهة تانية وخاص برضو بالنادي الأهلي. النهاردة في لفتة أعتقد جميلة جدا من النادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي بيستقبل الموسيقار والفنان الكبير عمر خيرت، استقبله في مقر النادي الأهلي بالجزيرة في حضور مجلس إدارة النادي الأهلي والمدير التنفيذي، وقام بإهداء درع النادي تقديرا له. كان طبعا الحقيقة الموسيقار العالمي الكبير عمر خيرت بيزور النادي الأهلي عشان بيهني الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة بعد الفوز طبعا بلقب الدوري رقم 42 في تاريخه. عمر خيرت طبعا فنان كبير جدا جدا، بيعرب عن تقديره للنادي الأهلي وللكابتن محمود الخطيب وجماهير النادي الأهلي، وبيأكد أنه أحد المنتمين بشدة وأحد المشجعين للنادي الأهلي. طبعا بيتمنى التوفيق لنادينا إن شاء الله نادي القرن في النهاية الأفريقي الجمعة اللي جاية. كمان عمر خيرت بيشيد بالجهود اللي بيبذلها طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي على كافة المستويات، خاصة احنا عارفين على مستوى خدمة الجمعية العمومية للارتقاء بمنشآت النادي زي ما كان عندنا هذه الملفات هنا موجودة في البيت الكبير. طبعا على الجانب الآخر كابتن محمود الخطيب رحب جدا بالموسيقار الكبير عمر خيرت، وأكد له أنه قيمة كبيرة جدا، قيمة فنية كبيرة جدا جدا بتسعد الملايين زي لاعبتنا ما بتسعد ملايين الشعب المصري. كمان عمر خيرت من الفنانين الكبار، ودايما النادي الاهلي يعني بيشجعوه دايما القامه الكبيره والفنانين الكبار على المستوى التمثيل المزيكا الغنى. يعني خلينا نتكلم ان قاعده كبيره جدا جدا من حتى الفنانين على المستوى العالي جدا بيشجعوا النادي الاهلي، وكل يعني احنا بنتكلم في قاعده كبيره جدا يا سهام. النهارده وجود عمر خيرت في النادي الاهلي يعني كمان يعني فنان عالمي، ما نتكلمش بس على فنان مصري، بتقول بتسعد الملايين المصريين. كنت عايز ادخل عليك واقول لك وبيسعد الوطن العربي طبعاً والملايين في العالم طبعا على المستوى العالمي طبعا. فكانت لفته طيبه كمان من النادي الاهلي، ولفته طيبه جدا من عمر خيرت. ده هو ده الذوق او الفن الراقي. وحاجه جميله جدا يا جماعه انه الاهلي يمكن على يعني يمكن بيقدر القامات دي، وعلى مدار تاريخه يمكن النادي الاهلي هو قلعه الفنانين، قلعه المثقفين، القامات الكبيره في كل المجالات. والحقيقه يعني يمكن موسيقار عمر خيرت، كنت هقول الكابتن الموسيقار عمر خيرت الحقيقه فنان كبير، وبيقدر كمان مش بس الفن، بيقدر كمان الكوره، بيقدر النادي الاهلي. وكان النهارده اكيد تواجده مهم في النادي علشان يعني يدعم فريقنا، فريق النادي الاهلي. الحقيقه كمان في قلب انشغال النادي الاهلي بمباراه الزمالك المهمه، النادي ما بينساش اعضائه. النهارده الاهلي خصص حافله جديده جميله لونها احمر اهي، اتوبيس لخدمه اعضاء الجمعيه العموميه علشان يستخدموها في رحلاتهم. انتوا عارفين دايما النادي باستمرار بيعمل رحلات، الاعضاء طبعا بيحبوا يتجمعوا ويسافروا مع بعض. النهارده اداره النادي قامت بتسليم الاتوبيس ده بعد ما انتهت كل الاجراءات الخاصه فيه. كمان مجلس الاداره طبعا هنا بيتعاون مع الاداره التنفيذيه والتنسيق مع اداره الخدمات وقسم الرحلات والحجوزات، السيارة دي أو الباس ده خاص لرحلات أعضاء الجمعية العمومية زي ما قلنا، دي موديل 2020
لنا كده برجاوي تاني، دي موديل 2020، افتكر انها تليق بالنادي القرن واعضاء جمعيه عموميه القرن، وطبعا ده هدفه انه يوفر سبل الراحه ليهم. كمان الخطوه دي اكيد هتسهم في توفير خدمه افضل او مميزه لاعضاء الجمعيه العموميه. أكيد. في حته التنقلات مهم جدا يعني. تكون حتى صوره اعضاء الجمعيه العموميه في الحالات الخاصه بيقومها النادي خلال الموسم تكون على مستوى الكيان ومستوى النادي الاهلي، ودي أكيد. صوره طيبه جدا. اتوبيس بيشبه كتير جدا اتوبيس اللعيبه بالظبط، لكن على المستوى الراحه، على مستوى يعني طبعا اتوبيس مجهز بجميع التجهيزات العاليه، وده خدمه للجمعيه العموميه زي ما بنقول. مجلس الاداره كمان بيشتغل في الجزئيه دي بشكل اكتر من رائع. ملف كره القدم هو التورتايه الكبيره، لكن كمان خدمه الجمعيه العموميه هي كمان في ملف هام جدا من ملفات مجلس ادارتنا. نروح بقى لاخبارنا العالميه. النهارده هنبدا من ايطاليا. طبعا الصحف الايطاليه النهارده يعني بتكشف عن خناقه كبيره ما بين كاتوزو. طبعا كاتوزو احنا عارفين المدرب بتاع نابولي دلوقتي، كان كاتوزو طبعا يعني لعيب كبير جدا وقضى سنوات كبيره جدا جدا في الميلان، وكان مدرب الميلان بعد يمكن اعتزاله. كان في مباراه مع نابولي طبعا الميلان فاز بيها، واعلنت الصحافه في بيان رسمي يعني اداء يعني بعض الصحف قالت ان كان في خناقه، ان كاتوزو احنا عارفين كاتوزو حتى وهو بيلعب في الملعب كان عصبي شويه وحماسي بدرجه كبيره، وحتى هو مدير فني بعض الاشاعات طلعت ان كاتوزو بعد مباراه نابولي وخسارته من الميلان كان في خناقه وكان في مشاده في غرف خلع الملابس ما بينه وبين اللعيبه. لكن طبعا في الموقع الرسمي لنابولي قال هذه الاخبار لا اساس لها من الصحه. كاتوزو طبعا يعني متزن جدا بعد المباراه، كان زعلان كان في عصبيه شويه لكن لم يتطرق، وقال يعني نابولي قالت ان الكلام اللي تطرقت للصحف الايطاليه ان كان في خناقه وفي شد وفي ضرب، الكلام ده لا وجود له من الصحه. لكن طبعا كاتوزو كمان بيعاني شويه مع النابولي، يعني دايما انتوا عارفين كان لاعب في الميلان وبعدين مدرب الميلان وتم اقالته، وكانت مباراه حساسه جدا، لكن اعتقد الميلان بيأدي موسم اكتر من رائع، فيعني كان في مشده كده وعدت على خير يعني، وزي عدت على خير بس يعني الاشاعات ما بتعديش على خير في كل العالم يعني. الاشاعات مش ما بتسيبناش لا في مصر ولا في اي حته، وفي كل حته الحقيقه منتشره الاشاعات على النجوم والفرق الرياضيه باستمرار. محمد صلاح تخلص الحمد لله بصفه رسميه من كورونا فيروس، هيقود ليفربول ضد اتلانتا في دوري ابطال اوروبا. عمل لحد الاسبوع اللي فات ده كله 3 مساحات، يعني كلهم الحمد لله جم سلبي. كلوب النهارده قال في تصريحات ليه نقلتها الديلي ميل البريطانيه، قال انه النهارده اتدرب صلاح مع الفريق بشكل كويس جدا، مساحات كورونا اللي اجراها مؤخرا زي ما قلنا جاءت سلبيه، واذا لم يتغير شيء سيشارك امام اتلانتا. طبعا ليفربول هيلعب ضد اتلانتا بكره ان شاء الله في ملعب انفيلد في انجلترا باذن الله. كل التوفيق لليفربول. نروح على الجزء الاخر ونروح على اسبانيا. كلنا تابعنا تصريحات عم اللاعب الفرنسي جريزمان. خلينا نتكلم ان عم جريزمان ده كان هو وكيله من 3-4 سنين، وانتم عارفين طبعا انتقال جريزمان لبرشلونه كان عنده بعض الاصداء وبعض الاخبار ان ممكن جدا يصطدم بنجوميه ميسي، وان كمان ميسي هو المهيمن الكبير على برشلونه. احنا عارفين ان عم يعني هذا اللاعب قال وهاجم ميسي وقال ان ميسي هو الحاكم بامره في برشلونه، وده طبعا يمكن نوع من انواع الغضب لميسي. وقال ميسي طلع في التصريح وقال انا زهقت ان انا دايما سبب كل المشاكل في برشلونه. طبعا جريزمان طبعا لعيب كبير وعرف يلم الموضوع بشكل اكتر من رائع، رد طبعا وقال يعني خلال وجوده على قناه موفي ستار دي القناه الاسبانيه الرياضيه، يعني قال انا علاقتي بميسي اكتر من رائعه، وقال لميسي في نفس الوقت انا علاقتي اتقطعت بمدير اعمالي او بعمي من حوالي 3 سنين، وان حتى معيش رقم تليفونه، في نوع من انواع يعني بيبعدوا عن الشبهات من عمه. يعني بيبعدوا عن الشبهات من عمه. لا مش يعني هو بيتكلم، هو انا ماليش تليفوني يعني مش معاه بقالي 3 سنين، ما اعرفش عنه حاجه، مرفوع مؤقتا من الخدمه وكده يعني. يعني هو الموضوع كان فيه طبعا في مشاكل شويه بعد انتقال جريزمان لبرشلونه، وان جريزمان ممكن ما يكونش النجم وبرشلونه هو الحاكم بامره في المشاكل ديت. وكمان ميسي في الفترات الاخيره كمان خلينا نتكلم بكل امانه ان كل مشكله بتحصل في برشلونه بترجع لميسي سبب المشاكل. خلينا يعني انا بشجع يعني برشلونه بشجع ميسي، لكن ميسي تخطى حاجز او
تخطى حدود ان هو لاعب فقط، ولكن بقى تاثيره على اداره النادي، تاثيره على اللاعبين، اختياره للمدربين، اعتقد برضه بيتاخد راي ميسي في هذا الموضوع. فخلينا نتكلم ان هذه يعني العم جريزمان قال ان هو ميسي هو فعلا الحاكم بامره، كان بيتكلم حتى لما جريزمان راح برشلونه قال له خلي بالك يعني في لعيبه معناها في لعيبه ما بتتمرنش كتير لكن هي نجمه الفريق، فعليك انك تشتغل اكتر عشان تثبت وجودك. يعني هو اللي بيحط ده في التدريب، هو ده اللي بيحط ده في المباراه، هو يعني هو يمكن قال التصريح دوت عشان زي ما بتقولي يبعد الشبهات شويه، او علاقته كويسه بميسي، فقال له انا حتى علاقتي بعم انتهت من 3 سنين وحتى معيش تليفونه وما تكلمنيش عنه تاني. يعني بالظبط ميسي اولى. مانشستر سيتي اختتم استعداداته النهارده، هيلاقي اولمبياكوس اليوناني ضمن الجوله الرابعه من مرحله المجموعات لدوري ابطال اوروبا يوم الاربعاء اللي جاي. طبعا احمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر هيغيب بسبب كورونا فيروس، بنتمنى انه يرجع بسرعه، بنتمنى له شفاء يا رب، يعني شفاء عاجل. الفريق الانجليزي بيتصدر النهارده المجموعه الثالثه بالعلامه الكامله بعد 3 جولات، ويلي بورتور البرتغالي ب6 نقاط امام او بعد كده اولمبياكوس اليوناني حصيلة 3 نقاط أيضا، وبيتزايل مارسيليا الفرنسي المجموعة بدون أي نقاط. صحيح، نروح لألمانيا ونروح لفريق البايرن. بايرن ميونخ طبعا بيواجه ظروف صعبة في الفترة ديت على صعيد الإصابات، يعني عنده مباراة مهمة جدا جدا ومرتقبة في الشامبيونز ليج أمام فريق طبعا سالزبورج النمساوي، إن شاء الله المباراة ستقام بكرة. طبعا هانز فيليك طبعا ده المدير الفني للبايرن بيقول إحنا يعني يعتبر في ورطه كبيره بسبب الغيابات، على كيميتش طبعا على راس هذه الاصابات، لكن طبعا بطل اوروبا ومدربه هيعمل ايه في الغيابات دي. كيميتش عنده مشاكل في خط النص، عنده مباراه مهمه جدا جدا بكره، فخلينا نشوف تقرير عن كيف يتعامل البايرن مع مباراه سالزبورج بكره، وبعد هذا التقرير عندنا فاصل ونستقبل ضيفنا المميز عمر البنوبي. لن يتمكن بايرن ميونخ من مواجهة ريد بول سالزبورغ النمساوي بصفوف مكتملة غدا الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. وخاض الفريق البافاري ميرانه الأخير اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراة الغد التي قد تضمن تأهله مبكرا للأدوار الإقصائية حال نجاحه في تحقيق الفوز. وبحسب صحيفة بيلد فإن الميران الأخير للبايرن شهد غياب الثلاثي لوكاس هرنانديز وبوناسار وكورنتين توليسو، وبذلك فإن هذا الثلاثي سينضم إلى الثنائي المصاب ألفونسو ديفيز وجوشوا كيميتش في قائمة غيابات بايرن. أما الأنباء السارة لمدرب الفريق البافاري هانز فليك فقد تمثلت في عودة ديفيز إلى ملعب التدريبات، لكنه خضع لتدريبات منفردة. وواصل الكندي ديفيز اليوم الثلاثاء برنامج إعادة التأهيل، وذلك بعد جلسة ركض خفيف أمس الاثنين. كان ديفيز تعرض لإصابة في الكاحل خلال المباراة التي فاز فيها بايرن ميونخ على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-0، وتوقع فليك حينذاك أنه سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع، ولم يجري حتى الآن تحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية. رجعنا مع حضراتكم وأول فقراتنا في الثلاث المميز مع نجم مميز. دايما بنستني هذه الفقرة من ثلاث للثلاث من أسبوع لأسبوع، فقرة مميزة جدا مع المميز عمر البنوبي. مساء الخير يا عمر. مساء الخير يا كابتن. أخبارك إيه؟ الحمد لله كله كله بخير. كله بخير إن شاء الله. يكون عندنا النهاردة ملفين ثلاثة كده نتكلم عليهم باستفاضة. خليني أبدأ معاك مع الأحداث يمكن السريعة جدا والساخنة جدا على المستوى الاتحاد الأفريقي الكاف بعد إيقاف طبعا أحمد 4 سنين لأسباب طبعا أخلاقية وفساد مالي. إيه بقى اللي بيحصل دلوقتي؟ يعني إيه دلوقتي من بعد هذا الإيقاف؟ إيه اللي بيدور في الاتحاد الأفريقي من دلوقتي لغاية يوم 12 مارس أعتقد هو ميعاد الجمعية العمومية لانتخاب رئيس الكاف؟ يعني في البدايه هو بالفعل قرار الايقاف كان متوقع، يعني برضو الحكايه ما كانتش مفاجأة يعني. وكان لها مقدمات، وهو نفسه بعد ما خرج من احمد بعد ما شفي تماما من فيروس كورونا ساب سلطاته وفقا للائحه للنائب الاول بتاعه هو الكونغولي كونستانتين عماري،
هو اللي يدير الكاف ليوم 30 نوفمبر. ده اول كانت اول خطوه. بعد كده صدر قرار الايقاف من لجنه الاخلاق في الفيفا علشان يتقال ان هو عنده 3 تهم رئيسيه، منها الفساد المالي، منها استغلال منصبه سوء استغلال المنصب، منها قبول الهدايا. او ادرى بقى لان يعني كمان يا عمر من الناس، من اوائل الناس فعلا اللي يمكن في اخبار اليوم كان نزلت بعض المستندات وبعض الاوراق اللي بتقول ان في مخالفات ماليه بشكل مبالغ فيه في الكاف. يعني ده انت نزلته من فتره طويله بالظبط، ده كان من سنتين تقريبا. يمكن هو كان مستند عليه علامات استفهام كتيره فعلا، ان هو كان المستند ده يخص تحويلات من الكاف بامر احمد احمد لبنك وسيط في بولندا، ثم لشركه مالهاش علاقه بكره القدم اساسا. والحقيقه من يوم نشر المستند ده وهو لم ينفي هذا المستند، يعني لو كان المستند ده غير صحيح كانت نفى تماما في وقتها، كان نفوك انت كمان، واكيد انا كان هيبقى طبعا هتحاسب، لانه ما فيش حد يقدر ينشر حاجه غير حقيقيه، بالذات لما تكون حاجه تخص الذمه الماليه. مظبوط. يمكن من وقت نشر المستند ده، المستند ده من المستندات الاساسيه اللي بسببها صدر قرار ايقاف احمد احمد الخمس سنوات كامله عن ممارسه اي نشاط له علاقه بكره القدم سواء على المستوى المحلي او على المستوى الدولي. ده اللي الناس كلها عرفته امبارح. هو النهارده ايه اللي حصل جديد؟ النهارده احمد احمد قعد مع المحامي بتاعه جلسه، ودي كانت اول حاجه يعملها. انا على فكره كلمته امبارح وكلمت احمد احمد امبارح دايركت وسالته، قلت له ايه تعليقك على اللي حصل؟ هل عندك رد؟ هل هتستأنف؟ هل هتروح للكاس؟ رد قال لي نو كومنت، مفيش اي تعليق خالص. نفس التعليق اللي بيحصل مع كل واحد بيجي له قرار الايقاف ده يا كابتن هاني. اول هيقول لك تعليق لحد ما يروح للمحامي بتاعه عشان اي كلمه محسوبه عليه. بالظبط، لازم يرجع للمحامي بتاعه ويبتدي يشوف هو هيعمل ايه. فهو النهارده فعلا عقد جلسه مع المحامي بتاعه، هيستأنف في الفتره القانونيه ال 60 يوم اللي الفيفا اعلنهم. لكن خلاص احمد احمد خارج المشهد الكروي في افريقيا وعلى مستوى العالم 5 سنين، وبعد ال5 سنين كمان. فاعتقد ان الموضوع ده، لانه كمان بالمناسبة لسه في ملفات تانية مفتوحة تخص أحمد أحمد الفترة اللي جاية. فده اللي حصل الفترة. طيب ما هو ده هياخدنا يمكن اتكلمنا معاك وتفكر برضو السادة المشاهدين بالترشيحات على كرسي الرئاسة في الكاف، كان مين المرشحين؟ وبعد خروج أحمد أحمد يعني أنت شايف من وجهة نظرك من خلال وجودك وعلاقاتك في الاتحاد الأفريقي ومعظم رؤساء يعني رؤساء الاتحادات، انت عندك علاقات كويسه بيهم، شايف الموضوع رايح في لمين؟ يعني تفكرنا الاول بالمرشحين ونقول فرصهم ايه يوم 12 مارس ان شاء الله. هو طبعا الموضوع يطول شرحه شويه يا كابتن، فاحنا هناخده بقى بالتدريج، لان التدريج بتاعه هو اللي فيه الحل بتاع الموضوع كله. قول. الاول واحد اعلن ترشحه كان احمد احمد، ووقتها انا ساعتها علقت قلت هو اعلن ترشحه لكن هيتم اقصائه ومش مش هيكمل. ثم كان في طارق بوشماوي من تونس، ولم يحصل على تفويض اتحاد بلده فخرج بره الموضوع وما قدمش اصلا الملف بتاعه. ثم اعلن ترشح باتريس موتسيبا رئيس او مالك نادي سان داونز الجنوب افريقي، وخد دعم اتحاد بلده وخد دعم وزاره الرياضه في جنوب افريقيا. ثم بالتدريج برضه بعديه كده على طول بتسلسل ترشح احمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني في اللحظه، وجاك انوما كان قبلهم، جاك انوما اللي هو الايفواري، لان جاك انوما من الحرس القديم قوي، يعني هو وقف قدام عيسى حياته في انتخابات الكاف وبعد كده اقصاه تماما، فحقه انه يترشح ويقول ان انا كنت على حق في الفتره بتاعت عيسى حياته دي، وكان الراجل كان عضو مكتب تنفيذي او لجنه تنفيذيه في الفيفا، فهو برضو من الشخصيات اللي لها باع في مجال كره القدم. اخر واحد ترشح قبل قفل باب الترشيح بحاجه بسيطه جدا كان السنغالي اوجستين سينجور. ده الترتيب بتاع المرشحين، فاعتقد ان ترتيب المرشحين ده اخر من اخر واحد تقدم بالظبط هو اوجستين سينجور. اوجستين سينجور من الناس القديمه برضو في اللجنه التنفيذيه للكاف، وراجل برضو له قوه وعنده شعبيه. لكن تعال نبص على موازين القوى بقى بعد خروج احمد احمد من المشهد، هنلاقي انه باتريس موتسيبا يملك دعم بلده ودعم القياده السياسيه في بلده، لانه رئيس دوله جنوب افريقيا وزوج اخته الكبرى، وده بان في دعم وزير الرياضه في جنوب افريقيا ورئيس الاتحاد داني جوردن، مع الملاءه الماليه راجل رقم 10 في قائمه اغنى اغنياء افريقيا. لكن هي النقطه كلها انه التجربه بتاعته جديده تماما
على انتخابات رئاسة الكاف. بمعنى لم يسبق لرئيس نادي ان ترشح لرئاسة الكاف. اول مره رئيس نادي يترشح لرئاسة الكاف وهو ما كانش له اي حاجه جوه المكتب. اول مره يشتغل يعني اول مره يدخل معترك انتخابي جوه الكاف، لان كمان انتخابات الكاف بيبقى لها تربيطات كبيره جدا بتعتمد بشكل اقوى على الرئاسة. تقدم الخطوه دي برضو يعني انا لما اول رئيس نادي في تاريخ الانتخابات يتقدم بهذه الخطوه، اكيد انا بيبقى ليا شغل قبليها، بيبقى ليا علاقات، بيبقى ليا اتصالات، السبورت هيكون ايه، لان انا مش هخش كده وخلاص. لكن اكيد في ناس بتسنده بشكل كويس. انت بتتكلم على النواحي الماليه، اعتقد ده جزء مهم لكن ليس الاهم. بالظبط. لكن ايه السبورت، او انت شايف هو اتقدم للخطوه دي، مين اللي وراه، مين اللي سنده، مين اللي قال له ممكن يبقى ليك دور او ممكن تبقى ليك فرصه؟ انا شايف انه تنازل داني جوردن رئيس الاتحاد جنوب افريقيا عن حلمه في انه يبقى عضو مجلس الاعلى للفيفا مقابل انه موتيبا يترشح لرئاسه الكاف، ده بيقول ان هم حاطين امال كبيره على موتيبا وبيدعمه. فده كلام اعتقد زي ما حضرتك قلت ما فيهوش فصال، هو واخد دعم كبير جدا من بلده. النقطه الاهم كمان انه خد دعم من اتحادات كتير بمجرد ما اعلن ترشحه، منهم حتى بينك اماجو رئيس اتحاد نيجيريا كان عايز يترشح لرئاسه الكاف وتنازل علشان باتريس موتيبا. النقطة الأهم من ده كله إنه عنده اتحادات سكافة وعنده سيراليون، لأنه كمان إيشا يوهانسن من الناس اللي لها كلمة مسموعة شايف الفيفا وفي الكاف، برضو مشرف على ملف الكرة النسائية أعلن دعمها برضو المتصبة. لكن هندخل على الثلاث أسامي التانيين. جاك أنوما أعتقد إنه فرصه قليلة قوي، يعني جاك أنوما فرصه قليلة قوي. الصراع هيبقى صراع ثلاثي، ده اللي أنا شايفه دلوقتي، ثلاثي ما بين متصبة أحمد ولد يحيى وأوجستين سنجور. ليه بقى؟ لانه احمد ولد يحيى هو من الكوادر اللي انفانتينو بيحاول يعدها انها تكون موجوده الفتره اللي جايه في مناصب اكبر من عضويه المكتب التنفيذي وانه يكون موجود في الفيفا. لا، هو شايف انه يتوسم فيه ان هو كادر اداري شاب يقدر يقود الكره الافريقيه الفتره اللي جايه. احمد ولد يحيى اعلن ترشحه يعني في ليله ترشح برضه باتريس موتيبا، تاني يوم على طول او في نفس اليوم بالليل فوجئنا انه احمد ولد يحيى بيبدا حملته للترشح لرئاسة الكاف. ثم أوجستين سنجور دخوله في نهاية الفترة قبل إطلاق وقت الترشيح بساعات قليلة جدا، ده معناه أنه برضو مفيش رضا قوي عن ترشح أحمد ولد يحيى، يعني جوه المكتب التنفيذي في الكاف أقصد، اللي هي بقى ما وراء ممكن حد من مكتب التنفيذي في الكاف يقول يزق يعني بالظبط يقول له لا انت خش دلوقتي أوجستين سنجور انت فترتك دلوقتي بيكسر أصوات يعني بالظبط. فالصراع مش هيبقى سهل، موتيبا ما ينفعش نستهين بيه. لكن كمان انا شايف انه الكتلتين احمد ولد يحيى مع أوجستين سنجور هتبقى صراع شرس قوي يا كابتن هاني. نقطه كمان المهمه انه المقاعد، بقيه المقاعد بقى يعني شفنا وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي حسم مقعد بالتزكيه، خلاص ما حدش رشح قدامه، اتبقى المقعدين بتوع الدول الناطقه بالعربيه والبرتغاليه. عندنا اربع مرشحين منهم ثلاثه عرب، مهندس هاني بوريدا له كل الدعم طبعا، و بنتكلم في فوزي لقشع النائب الثاني لرئيس الكاف وهو رئيس الاتحاد المغربي لكره القدم عضو اللجنه التنفيذيه. هو هياخد من الثلاثه مرشحين ده يعني المفروض من الاربعه ينجح اثنين بس. في بقى هنا تركه، ايوه، لو احمد ولد يحيى لو بقى رئيس الكاف خلاص هيتبقى مقعد واحد، لانه بالتبعيه اكيد هيبقى في مجلس الفيفا ممثل، وبالتالي هيتبقى مقعد واحد. فده معركه شرسه على المقعدين دول. اشرحها بقى تاني للناس كده، احنا بنتكلم الطبيعي، لو الطبيعي لك مقعدين للدول الناطقه بالعربيه بيتنافس عليهم اربع مرشحين، ثلاثه عرب، والمهندس هاني بوريدا، فوزي لقشع، خير الدين زاتشي من الجزائر، وفي مرشح من غينيا، وعندك احمد ولد يحيى كمرشح عربي على رئاسه الكاف لانه من موريتانيا دوله عربيه شقيقه. فبالتالي لو نجح حجز مقعد منهم خلاص بما انه رئيس الكاف، فهيبقى ممثل في الفيفا ومقعد ناطق باللغه العربيه. لكن اتبقى المقعد الثاني هيبقى عليه صراع كبير. فده من الكواليس اللي بتقول انه لسه شويه بقى على التربيطات، يعني الفتره اللي جايه هيبقى شغل التربيطات جوه الكاف هيبقى كتير. في جمعيه عموميه قربت في ديسمبر اللي جاي ده، بس هتعمل اونلاين يا كابتن هاني. الجمعيه دي كانت المفروض تتعمل في اثيوبيا، لكن اتخذ قرار علشان ظروف الكوفيد 19 وانه حفاظا على صحه اعضاء اللجنه التنفيذيه والاتحادات، وانه هتتعمل على الفيديو كونفرنس، وهيكون موجود طبعا كونستانتين عماري هو القائم برئيس
بأعمال رئيس الاتحاد الأفريقي. بالمناسبة برضو كونستانتين عماري ممكن ما يكملش يعني في مكانه برضو الفترة اللي جاية، لأنه لسه في كلام كتير. يعني هو اصل الكلام كتير ده الناس بتتكلم على على جزء من فساد، يعني بالظبط ما تقدرش بالظبط ما تقدرش انت برضو يعني تقولها بشكل مباشر طالما لسه ما بالظبط ما صدرش حاجه من من الفيفا او من لجنه الاخلاق، لان لها صفه قضائيه بالنسبه لهم لجنه الاخلاق هناك في الفيفا. اعتقد انه في كلام الفتره الجايه ان هيبقى في برضو لسه في تغييرات شويه جوه الكاف، و واعتقد ان ده هينعكس على الفيفا برضو بعد كده. وعشان كده كواليس كتير يا كابتن، في كواليس كتير، في اكيد كواليس كتير. وكل ما الانتخابات تقرب في جمعيه عموميه زي انت بتقول في ديسمبر هتكون اونلاين، كان بالظبط يعني كان متوقع ليها انها هتكون في اثيوبيا، كان المفروض تنعقد في اثيوبيا لكنها تتعمل اونلاين. وبالمناسبه كان جدول اعمال الجمعيه العموميه ايه؟ كانوا يعني جمعيه عموميه دي، لا هي جمعيه عموميه عاديه للكاف. النقطه الاهم من ده انه حتى بيان الكاف بعد قرار ايقاف احمد احمد قال انه هيتم تمديد فتره كونستانتين عماري كقائم باعمال الرئيس وفقا للائحه الداخليه لل يعني مين اللي بيدير الكاف حاليا؟ كونستانتين عماري هو دلوقتي رئيس الكاف، هو هو اللي موجود وهو اللي مكمل الى حتى اشعار اخر حتى 12 مارس 2021 يعني لغايه بدايه الانتخابات. بالظبط نشوف الانتخابات اذا لم يجد جديد في الموضوع. والانتخابات هتبقى في المغرب، واعتقد انه الانتخابات دي ممكن تشهد اكيد مفاجات كتير. كل الاسماء المرشحه معروفه. انت كنت دايما عمر بتقول او الناس في السوشيال ميديا تتكلم الفانتينو مساندو شويه هو ليه الاسهم الاكبر، انت شايف ده صحيح ولا لعبه الانتخابات حتى على مستوى افريقيا دايما فيها مفاجات؟ يعني افريقيا تحديدا بيبقى فيها برضو مفاجآت. اعتقد ان دايما بيظهر مفاجات في الاخر، لكن سبورت رئيس الفيفا طبعا بيبقى هو كان هو لحد دلوقتي اللي انا اعرفه حسب معلوماتي هو اتكلم كويس جدا عن موتسيبا وقال انه صاحب تجربه جيده جدا يعني اتكلم عنه كويس جدا متصيبة. لكن هو اللي عرفه انه بيدعم احمد ولد يحيى جدا. في ناس كتير قوي بتتكلم ان المرشح الاقرب ما نعرفش لغايه دلوقتي هو يعني ما كانش حد يتخيل انه عيسى حياته يخرج من الكاف. يعني بالمناسبه كمان احمد هو اول رئيس للكاف يدان في قضايا فساد. يعني حتى عيسى حياته خرج بانتخابات. بالظبط خرج بانتخابات، ما فيش رئيس للكاف ودين بفساد غير احمد احمد. يعني حلقة اول مره عيسى حياته عمل دورتين في عيسى حياته لا احد كتير جدا يا كابتن، 30 سنه من 80 85 سوري تقريبا 85 موجود في من 30 سنه. يعني هو لا قعد فتره طويله جدا، والكره الافريقيه شهدت خلال فتره رئاسه عيسى حياته مجموعه من النجاحات الكبيره ده صحيح والتطور العظيم في حته التسويق والعوائد وانه بطولات افريقيا بقى لها قيمه كبيره. يمكن انت حضرتك عاصرت الفتره دي كلها، يعني حضرتك عاصرت من 90 لحد ما بقت البطولات كمان في 2000 وفي 2002 لا الشكل يعني اتغير والبث اتغير والبث التلفزيوني العوائد الماليه بتاعت بطولات الكاف اتغيرت. لكن انه عيسى حياته بقى هو في فتره من الفترات خالص في الوقت ده الجمعيه العموميه للكاف قررت انها تنتخب صحيح. احمد احمد في الوقت ده يعني احمد احمد اول رئيس يدان بالفساد بالظبط بقضيه فساد من رئاسه الكاف، ودي حاجه تفرط بيها هو. يعني اعتقد ان الفتره اللي جايه لن تشهد عوده احمد احمد للمشهد حتى مع التظلم، لكن هنشوف. هو قدم تظلم، قدم خلاص اجتمع بالمحامي بتاعه علشان هيقدم التظلم بتاعه للمحكمه الرياضيه الدوليه خلاص. اعتقد انه الفتره اللي جايه بقى هننتظر نشوف الساحه الانتخابيه هيبقى شكلها ايه، الاسهم الاعلى رايحه فين. لكن زي ما قلت لحضرتك انا شايف انه باتريس موتسيبا واحمد ولد يحيى وجاستين سنجور هم اللي هيكونوا المنافسه بينهم، وهتنتهي في الاخر هتبان قبل الانتخابات بفتره قليله. هنعرف هنتابع مين ومين اللي هيبقى الصراع بينهم على رئاسه الكاف في الفتره اللي جايه. انت يعني رؤيتك الافضل للكره الافريقيه من خلال طبعا معرفتك كمان بالشخصيات المرشحه، شايف يعني انت لو واحد يعني ليك صوت هتحط مين؟ انا لو ليا صوت همتنع دلوقتي يا كابتن. هتمتنع لسه بدري يا كابتن، في حاجات كتير مستخبيه. لسه بدري فعلا. وبالمناسبه احنا اللي يهمنا، وده اللي كنت بشوفه من مواقف النادي الاهلي مع الكاف على مر السنين، مش حتى قريب ولا من سنتين ولا من 10 سنين 20 سنه مثلا، انه الاهلي مثلا بيطالب بالعداله التحكيميه، بتطوير المسابقات، بمراعاه الانديه، بتعظيم عوائد المسابقات الافريقيه علشان الانديه تقدر توفي
التزاماتها وتقدر تشرف الكره الافريقيه لما كمان تشارك في بطوله العالم للانديه وغيره. ويمكن الاهلي هو الاهلي مع الرجاء المغربي مع مازيمبي الكونغولي هم افضل الانديه الافريقيه اللي مثلت افريقيا في بطوله كاس العالم للانديه يعني. والنادي الاهلي هو النادي المصري الوحيد اللي وصل كاس العالم للانديه. فانا اتمنى انه اللي يجي يبقى عنده اجنده وعنده اولويات لتطوير الكره في افريقيا فعلا. انا لا اتمنى انه انفانتينو وحده هو اللي يتكلم عن تطوير الكره في افريقيا. انا شفت الفتره الاخيره انه طبعا بعد دخول فاطمه سامورا للمشهد وان هي كانت موجوده في لجنه وصايا على الكاف لمده 6 شهور وحوكمه والكلام الكبير الحلو اللي بيقولوه ده، لكن شفت ان انفانتينو اتكلم كتير في حته تطوير الكره الافريقيه وانه عنده مشروع لبطوله انديه في افريقيا يكون العوائد بتاعتها توصل ل 5 مليار دولار، وده رقم ضخم جدا على قاره افريقيا. ما اعرفش هو يعني بيفكر فيها ازاي، لكن اتمنى ان ده يبقى من القاره، يبقى من رئيس الاتحاد الافريقي. اتمنى ان رئيس الاتحاد الافريقي يكون عنده فعليا خطه لتطوير الكره. في لجنه تطوير الكره الافريقيه في لجنه ولا يعني هي لجنه؟ هقول لحضرتك يا كابتن، ملهاش انا شايف انه افريقيا فيها كوادر كتير جدا. لكن دايما نشوف صراعات غريبه، يعني مثلا لما اتقال انه احمد قال انا عينت ايتو ودروجبا كمستشارين لرئيس الكاف. دروجبا طلع على طول في نفس اليوم قال انا ما شرفنيش ان انا اشتغل مع رئيس الكاف الحالي كمستشار، انا مش عاوز ده، وفعليا رفض المنصب. اللي تواجد صامويل ايتو بيدعم، كان بيدعم احمد بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت حتى من قبل قرار لجنه الاخلاق بثلاث اربع ايام. فاللي اقصده انه ليه افريقيا ما تستفدش من الكوادر بتاعتها؟ انت كوادرك على مستوى العالم كتير جدا طبعا، اصحاب الخبرات اللي حتى اشتركوا في كل البطولات الاوروبيه الكبيره كتير جدا، وبالتالي انت المفروض لما يبقى عندك كل ده مش محتاج ان يجي لك انفانتينو ولا ان يجي لك حد يبقى واصي على الكاف ولا الكلام ده كله. انت محتاج ان انت تجمع الكوادر دي وبدون اقصاء. شفنا احمد كان له خطوات غريبه جدا، اقصاء عدد كبير من المصريين اللي كانوا شغالين في الكاف لفتره طويله، منهم بعد كده خلافه مع عمرو فهمي واللي ثبت ان هو كلام غير صحيح طبعا الله يرحم عمرو فهمي يعني. لكن مش كل ده برضو اللي احنا بنتكلم فيه. زي ما حضرتك قلت سؤال، مين اللي هيطور؟ مين اللي هيقدم حاجه جديده للكاف؟ مين اللي عنده خطه؟ مين اللي هيقدر يجمع الكوادر بتاعت افريقيا ويشتغل بيهم؟ وانت عندك حق في النقطه دي، لان الكوادر ديت اتولدت جوه افريقيا فعارفه المشاكل جوه. يعني لو بنتكلم عاشت وعارفه المشاكل ايه بالظبط، وعارفه مين هم مثلوا منتخباتهم بعد كده وعاشوا ولعبوا على المستوى الدولي ولعبوا وشافوا، فعندهم المزيج اللي مش عند الاوروبي. يعني انفانتينو عايش في جزء تنظيمي لكن ما يعرفش طبيعه افريقيا ايه. فلو احنا زي ما انت بتقول عندنا نجوم كبيره جدا جدا واعتزلوا، ممكن نستفيد منهم في التخطيط لمستقبل الكره الافريقيه. اللي انت بتتكلم يا عمر دلوقتي، ما فيش اي نادي في التوب 5 في الدوريات الاوروبيه ما فيهوش لاعب افريقي. يعني بتتكلم على ونجم وهداف، يعني عندنا محمد صلاح وساديو ماني ونبي مثلاً كده الثلاثه موجودين في ليفربول، وباميانج بيعمل وماتيب كاميروني برضو موجود. انت عندك لعيبه كلها عندها اعلى مستوى من الاحترافيه وصلت ليه في اوروبا من زمان مش من دلوقتي. عندك يعني انت بتتكلم على الاساطير يعني، مش عشان انا قاعد مع كابتن هاني رمزي لما اسطوره زي كابتن محمود الخطيب، ودي هنرجع لها بعد شويه. انا هنتكلم على الاساطير طبعا، لكن انا اتكلم عن الاساطير كمان لان احنا كمان عندنا اساطير. صحيح. لكن النقطه اللي اقصدها يا كابتن هاني، حضرتك اثرت نقطه مهمه انه انفانتينو جاي فعلا من سويسرا من الجانب الاداري البحث لكره القدم، يقدر يفيدني فيه اوكي، لكن الحته الفنيه اللي هنا زي ما حضرتك في مره سالتني هنا في حوار يوم الثلاث برضو، انه انت شايف حته الفاينل على ارض محايده ومن مباراه واحده ماشي، لكن على ارض محايده انا شايفها ما تناسبش ظروف القاره دلوقتي. ممكن ده يبقى توجه في اوروبا لما بنتكلم انك بالظبط في المستقبل الشامبيونز ليج اروح مثلا بالزبط. انا هنا مثلا اهلي والزمالك واروح العب فاينل في الجابون مثلا، الموضوع مش هيبقى سهل. اعتقد انه اللي بره مش هيبقى زي اللي بالزبط. هنا زي اللي عاش هنا، وبالتالي انا لما احب احط سياسه لكره القدم في افريقيا او اطورها، المفروض ان انا استعين باولاد القاره دي. من قريب كنت موجود في بريس كونفرنس مع جيرمي في الكاميرون، وبنتكلم في القصه دي، انه ازاي الاتحاد الافريقي ياخد راي الاساطير بتوع اللعبه اللي هم اصلا كمان ممثلين دلوقتي في اتحادات وممثلين اللاعبين المحترفين وغيره على مستوى القاره، قبل ما ياخد قرار في تعديل في المسابقه. لابد انه يرجع للانديه ويرجع للناس اللي المفروض تدي رايها في المكان ده. فده يرجعنا للنقطه اللي حضرتك سالت فيها، انه اللي يجي يكون عنده خطه من افريقيا، مش يستنى. يعني مثلا انا لما يجي لي انفانتينو عندي خطه لبطوله انديه تتعمل هنا على مدار السنه، ممكن انا ما عنديش الانديه ما عندهاش تصرف اصلا انها على مدار السنه تعمل
بالظبط، احنا بنتكلم على ناس عاشت وتواليس، انت عارف القاره الافريقيه مختلفه بشكل كبير جدا عن اوروبا، مختلفه عن كل دول العالم. فاللي بيطلع من افريقيا ديت وبيوصل لمكانه عاليه واساطير كتيره جدا جدا وصلوا لمكانه اوروبيه وعالميه كبيره جدا، يبقى عندهم الحتتين دول، عارف افريقيا وعارف الشغل فيها ازاي وعنده اللي يتعمل وعارف اللي يتعمل وخطواته ايه. وبالنسبه للاساطير زي ما انت قلت، احنا كمان يعني الجزئيه ديت في اساطير بس مش في افريقيا، لا كمان في مصر. ومجموعه الاساطير، لما بنقول اساطير لفظ ما بيبقاش عفوي كده، لكن ده في ملف كامل في الفيفا مكتوب فيها اساطير افريقيا واساطير البلاد. ف يعني الكلمه ما بتطلعش عادي يقول لك يا عم انت اسطوره، لا حتى كلمه اسطوره موثقه في الاتحاد الدولي. هقول لحضرتك حاجه يا كابتن هاني فيما يخص جزئيه الاساطير، وان انا عندي اسطوره الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء التابع للفيفا هو اللي قال ان ده اسطوره كره القدم في افريقيا وفي مصر ومن مصر، هو الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي الحالي. ما ينفعش اي حد مش دي شغلته، يعني دي قدامنا الصوره اهي، ده الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء التابع للفيفا. لما نيجي نبص هنا مين في الصوره هنا من الاساطير اللي هم ده سيكشن الاساطير موجود فوق اهو مكتوب ليجندز، دول الاساطير، دول اساطير ليجندز، وده السيكتور ده تابع للاتحاد الدولي. ده هم 48 اسطوره هو اختارهم، ففيهم الكابتن محمود الخطيب، واعتقد ان هو ده الكابتن محمود الخطيب، مفيش حد في مصر ما يعرفوش ومفيش حد في افريقيا ما يعرفوش وعلى المستوى العالمي معروف. فما ينفعش ان حد يكون مش متخصص، مش دي مش شغلته. طب دي شغلتنا احنا بتوع كوره ودرسنا اعلام ودرسنا اعلام رياضي كمان بالتخصص وبره وجوه مصر يعني، فنقدر نتكلم في ده ونقول، لكن ما ينفعش اي حد يطلع في الاعلام ويقول اصله مش اسطوره واصل الاعلام هو اللي قال. لا، هو الاعلام مش اللي قال، هو الفيفا هو اللي قال. وما ينفعش ان يبقى الكلام كده في نوع من انواع يعني العنصريه. ما ينفعش، انت ليه علشان النادي الاهلي، النادي الاهلي يفتخر انه عنده اسطوره في كره القدم ومصر الاتحاد الدولي قال عليها، ومصر كلها تفتخر انه يعني ادى كمان لمنتخب مصر بالظبط، يعني هو صورته جنبها صوره زين الدين زيدان يعني حرفين بعد كده يا كابتن هاني. يعني في حاجات بشوفها احيانا في التلفزيون تجنن يا كابتن هاني، واحنا بنقول داخلين على مباراه كبيره ومباراه تاريخيه في نهائي دوري ابطال افريقيا وعاوزين صورتنا تبقى حلوه قدام العالم. انا ما ينفعش ان انا اطلع اي حد يتكلم، حته ان اي حد يتكلم دي بجد محتاجه تقنين شويه. انت خدتني الجزئيه اللي كنت هروح لها يا عمر، حته طبعا ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه والمباراه النهائيه، ومش هناخدها بالشكل الفني، ربنا وفق فرقتنا ان شاء الله تكون في اعلى مستوى ان شاء الله، لكن هاخدها في الجزء اللي اتكلمنا عليه، الجزء اللي هو حتى النهارده الاتحاد الدولي بيعمل تقرير كبير جدا عن هذه المباراه، انها مباراه تاريخيه لاول مره بتحصل في تاريخ الشامبيونز ليج الافريقي ان فرقتين من نفس البلد بتلعب النهائي على البلد نفسها. احنا نعمل ايه؟ واحنا بنتكلم كتير وبنتكلم احنا عايزين الصوره توصل بشكل افضل، انت كمان تقول ايه للمباراه ديت ونستعد لها ازاي على مستوى التنظيم، على مستوى الماركتنج، على مستوى صوره مصر قدام العالم كله. يعني هي بقت صوره مصر، صوره افريقيا، صوره العرب في مباراه زي ما الفيفا بيتكلم النهارده، والصوره واضحه قدام الناس عن الاهلي والزمالك في مباراه تاريخيه في نهائي دوري ابطال افريقيا، وواحد من اكبر الدربيات في العالم يمكن. أيوة. في كذا موقع كبير في اوروبا، ديلي ميل وغيره في انجلترا، صنفوا ديربي الاهلي والزمالك من احسن خمس، يعني في المركز الخامس مره، في المركز الرابع مره على مستوى العالم. مستوى العالم في وسط برشلونه وريال مدريد وبوكا جونيورز وريفر بليت في الارجنتين. بنتكلم في مكانه العالم بيبص لك فيها، فانت ما ينفعش تنزل عنها. تنزل عنها ده احنا كلنا، اهلي، زمالك، جمهور الكره المصريه، وزارة الشباب والرياضة بالمجهود الكبير اللي بتبذله علشان تستعد وتدعم الحدث ده وانه يخرج في احسن صورة. نتمنى ان الحالة اللي احنا شايفينها دلوقتي قبل المباراة دي تستمر كمان في المباراة لروح رياضية. انا شايف انه على مستوى التسويق يعني الاتحاد الافريقي دي بطولته بيحاول انه يظهر بافضل شكل علشان يعظم من العوائد بتاعته بعد كده. مفيش فرصة احسن من دي ان انت في مصر بالظبط وعلى استاد القاهرة اللي هو لما اتنظمت عليه امم افريقيا اللي فاتت ابهرت العالم. صحيح. الناس العالم كله كان بيتكلم على تنظيم امم افريقيا اللي فاتت، احنا ما ينفعش نقل عن ده. لما يكون كمان الاهلي والزمالك بجماهيريتهم الكبيره، فاعتقد ان دي فرصه تظهر قدام العالم وتقول انا عندي اولا انا شعب متحضر، ده قبل اي حاجه، انا عندي اكبر فرقتين باكبر شعبيه موجودين بيلعبوا نهائي بطوله قاريه كبيره لاول مره في التاريخ، يبقوا فرقتين من نفس البلد وفرقتين ديربي كمان مش بس فرقتين من نفس البلد،
وطلع المباراه بكل روح رياضيه بشكل محترم. اعتقد انه الاتحاد الافريقي عنده اهتمام عظيم بده، وعلى فكره هو في البيان وبعد ايقاف احمد قال الكلام ده، قال احنا محافظين بكل البطولات بتاعتنا والمسابقات بتاعتنا وجدولنا زي ما هو ما فيش اي بالظبط. فبالتالي خلاص الشغل ماشي زي ما هو، ما فيش حاجه هتاثر عليك، المهم انت تبتدي تحاول تظهر صورتك وصوره مصر وصوره النادي الاهلي وصوره نادي الزمالك في الصوره اللي يستحقوها. احنا برضو بنتكلم عن ما احنا اللي هي انت بتتكلم على الاعلام ولا بتتكلم على مسؤولي الاهلي والزمالك ولا بتتكلم على اتحاد الكوره، احنا دي عمري ما قلقت من النادي الاهلي خالص. لا ده اكيد يعني عمري ما قلقت من النادي الاهلي ولا من مسؤوليه ولا من مشجعينه ولا من اي حاجه، وبرضو نادي الزمالك دايما يكون على قدر اسم نادي الزمالك وتاريخ نادي الزمالك، برضو نادي كبير لابد ان الكلام يبقى من المنطلق ده. انا شايف انه الاعلام شويه وشويه ازاي، انا شايف انه اعلام النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي تحديدا بتتكلم بكل هدوء، بتتكلم بكل عقلانيه، بتدعم فريقها، مفيش اي نوع من انواع لا التسخين ولا الاجواء اللي هي الغريبه، ولا بطلع عندي حد يطلع يقول كلام مش مفهوم ومش محسوب. فاتمنى ان ده يتعمم على كل الناس، لانه ما ينفعش حد مش بتاع كوره يطلع يتكلم في حدث زي ده يا جماعه. يعني الفتره دي استحملوها شويه، حاولوا ان انتم تبقوا على قدر الحدث، انه اللي يطلع يتكلم يكون على قدر المسؤوليه، يبقى مقدر قيمه اللي هو بيقوله. الكلمه اللي بتقولها تويتر وفيسبوك والشبكات التواصل الاجتماعي بتشتغل عليها يومين ثلاثه، بتطلع ترند. مش لازم تطلع ترند وانت وحش، ما اطلع ترند وانت كويس، تعالى نعمل ترند وانت حلو وانت بتتكلم كويس. انت لو اتكلمت كويس محدش هيقول لك انت اتكلمت كويس ليه، لكن هيجي يقول لك انت اتكلمت وحش، المفروض تتحاسب. ما ينفعش حته انه اي حد يطلع يتكلم. الموضوع ده بجد يا كابتن هاني صعب، عامل نوع من انواع عدم الامان شويه، في حته انه ما ينفعش افتح تلفزيون ولا حد مش متخصص وبيتكلم في حاجه وبيصير بيها تعصب، وده مش وقته. وكلمه مش وقته، طب وقته ان احنا ان شاء الله يعني كان في وعد او الكاف قال احنا ممكن الحضور الجماهيري ما بين 5000 ل 10000، لغايه دلوقتي اعتقد بكره هيكون في قرار نهائي، ولا انت شايف الملف ده ازاي؟ وجود جماهير في مباراة نهائية ولو حتى بعدد قليل، لسه النهاردة يمكن قريت في بعض التقارير كده انه هتكون 2000 لكل فرقة، يعني عدد 2000 ممكن يكون جمعية عمومية الاهلي الزمالك مجالس الادارة مثلا او اتحاد الكورة، يعني هتكون مختصرة على شخصيات معينة. يعني انا قريت حاجات كتير في ده، واخر تصريح للكابتن محمد فضل المسؤول عن تنسيق المباراة مع الكاف. من اتحاد الكورة قال انه الكاف المفروض يدي قراره النهاردة. اخر حاجه عرفتها انه 2000 مسؤوليه وزاره الشباب والرياضه مع الانديه واتحاد الكوره. فاعتقد انه العدد هيبقى قليل جدا، طبيعي في ظل الظروف اللي احنا فيها، يعني ظروف انتشار فيروس كورونا. ربنا يحفظ الجميع ونتمنى السلامه للكل، ونتمنى المباراه كمان تبقى بصفوف مكامله للفرقتين. اعتقد انه الحضور الجماهيري مش هيبقى مشكلتنا دلوقتي خالص طبعا، لانه الاهم الحفاظ على صحه الجمهور. صحيح. برضو يعني بالزبط. مش عارف الجمهور يبقى متضايق، اكيد الجمهور كلنا نفسنا نحضر الاستاد. يعني كلنا نفسنا نبقى موجودين بالزبط. في الاستاد، لكن في النهايه على مستوى العالم الظروف دلوقتي بتجبرنا كلنا ان احنا نلتزم التباعد الاجتماعي، فما فيهاش مشكله. هنشوف القرار النهائي هيبقى ايه، اعتقد انه اخر حاجه هتبقى 1000 و1000 اللي هي ال 2000 دول بالظبط. يعني ما اعتقدش هيبقى في اكتر من كده. اتحاد الكوره كان طمعان شويه انه تنسيق المباراه يوصل ل 10000 5 و5، لكن ده ما حصلش. ففي النهايه الكاف هو صاحب القرار النهائي في موضوع الجماهير وحضورهم للمباراه النهائيه، وهيبقى اكيد طبعا متقسم. طبعا الجزء الاعلامي كمان جزء اعلامي كبير جدا، انت بتغطي حدث كبير، فاكيد هيبقى في جزء اعلامي، في جزء المجالس اداره الناديين، بتتكلم على كمان جزء كبير كمان للكاف وحضور الفي اي بي للكاف، في على مستوى وزاره الشباب. يعني ما اعتقدش العدد ده هيسمح حتى ان حد يخش بره هذه المنظومه الصغيره. لا ما اعتقدش. يعني الكاف اصلا الكاف خاطبنا النهارده كاعلاميين وبلغنا انه مفيش ميكسد زون ومفيش انترفيوز ومفيش اي حاجه. فانت بالنسبه لك وهو كمان ادانا ملاحظه في الميل كده ان الحضور هيكون محدود جدا للاعلام، بخلاف اصحاب الحقوق طبعا اللي هو حقوق طبعا نقل المباراه وهكذا. فاعتقد ان الامور هتبقى تحت السيطره تماما يعني يا كابتن هاني. طيب اخيرا عمر، قبل ما انهي معاك، رؤيتك لقرعه الدوري، ويمكن انا كلمتك يمكن على طول بعد ما شفت وقلت لك ايه رايك في اللوجو بتاع الايجيبشن بريمير ليج، فعايز اعرف رايك
رايك وتقول رايك للجماهير بالنسبه لي طبعا للمؤتمر وللوجو نفسه. انا بس عندي ملاحظه انه طبق الاصل العلقه اللي فاتت طبق الاصل الجدول اللي فات جوله رابعه ونفس الترتيب تقريبا الماتشات، بس مش مشكله عاديها دي دلوقتي مش وقتها يا كابتن هاني. لكن اللوجو الدوري انا شايف انه حتى وان نالت منه الانتقادات الساخره خلال ساعات انت عجبك على المستوى الشخصي؟ انا شايف ان كان في احسن من كده، لكن فكره ان يبقى في لوجو للمسابقه ده هي ده كويس طبعا، وان تكون خطوه للتطوير بعد كده. طالما بدات هتبتدي تطور، اتمنى ان يدوا فرصه كمان للشباب اللي عنده نوع من انواع الكرياتيفيتي في حته تصميم الشعارات ان هو يبادر بيطلعها حاجات ده بيطلعها حاجات هيلاقي. فانا شايف انه مش عيب ان انت تفتح المجال علشان تشوف اكبر قدر من الابداع وتختار منه وتختار حاجه معبره عن تاريخك وعن هويتك وعن عظمه الكره المصريه وعراقتها. انت دوري بتاعك شغال من 48، فانت برضو يعني الناس القديمه يعني الكوره يعني انت من مؤسسين الكوره في افريقيا ومؤسسين الدوريات والمسابقات المحليه والمنتظمه في افريقيا، فاعتقد ان احنا نستحق الافضل والمسابقه تستحق ان هي تبان في شكل افضل علشان تعظم عوائدها بعد كده تقدر تطور مستوى الكوره في مصر. لكن خطوه كويسه هنقف عند الخطوه الكويسه دي لغايه الاسبوع الجاي. عمر بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا، وهتابع بقى معاك كمان المعركه الانتخابيه على المستوى الكاف، ونتابع كمان ان شاء الله يعني المباراه النهائيه مباراه النادي الاهلي والزمالك ان شاء الله باذن الله بالتوفيق للنادي الاهلي باذن الله يا رب ان شاء الله. شكرا عمر البنوبي، شكرا للنجم الكبير عمر البنوبي. بعد الفاصل معانا نجم اخر على المستوى النادي الاهلي، نجم من نجوم الجيل الذهبي الكابتن فتحي مبروك. برحب بحضراتكم والبيت الكبير معانا في الفقره الحواريه دي، واحد من نجوم النادي الاهلي الكبار اللي دايما برضو بنستمتع بحواره اكيد، خاصه وانه صاحب رؤيه فنيه رائعه لما اكتسبه من خبرات سواء وهو لاعب او وهو مدرب او حتى مدير قطاع الناشئين حاليا ورئيس لجنه اكتشاف المواهب في النادي الاهلي، انه الكابتن فتحي مبروك. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك سام. اهلا بيك، وانا سعيد جدا معاكي ومع الكابتن هاني والبرنامج الجميل البيت الكبير. ربنا يخليك، منورنا دايما في البيت الكبير يا كابتن، وبنستفيد من خبراتك الطويله وخاصه في قبل البطولات الكبيره او المباريات الكبيره، وخبراتك الكبيره جدا جدا كلاعب وكمدرب ودلوقتي مسؤول كبير عن تطوير مواهبنا ان شاء الله في النادي الاهلي. هبدا بحضرتك بالتقرير للفيفا اللي قاله النهارده، في تقرير للفيفا بيشيد بالدوري المصري، بيشيد بمصر، بيشيد ب ان مصر بتستضيف حدث تاريخي لاول مره بيحدث في تاريخ الشامبيونز ليج الافريقي، ان فرقتين من نفس البلد والنهائي في مصر. شايف رؤيتك ازاي ونتعامل ونكسب الجزئيه ديت، نكسبها ازاي لمصلحه الكره المصريه؟ طبعا هو قرار جميل جدا من الفيفا طبعا، ان هو النهارده بيشيد بوصول الاهلي والزمالك لنهائي البطوله الافريقيه اللي هتقام ان شاء الله في استاد القاهره يوم الجمعه. اذا كان بيدل على شيء بيدل على اهتمام اعلامي كبير كمان بهذه المباراه، اهتمام كبير من الاتحاد الافريقي، اهتمام كبير من الجماهير المصريه العالمي كمان. يعني كل جماهير مصر النهارده بتتساءل عن مباراه يوم الجمعه اهلي وزمالك. يعني النهارده يقول لك مين هيكسب، كل واحد النهارده يقابلك مين هيكسب يا كابتن، مين هيكسب. فالامور كلها اصبحت النهارده مع حط انظار كل العالم مباراه الاهلي والزمالك، لان فعلا زي ما انت قلت يا كابتن هاني ان دي مباراه تاريخيه لاول مره تحصل في تاريخ الكره المصريه وفي تاريخ الكره الافريقيه، ان اثنين من بلد واحد هم النهائي بتاعهم في مصر ان شاء الله. الا انا سعيده جدا طبعا بكلام حضرتك، وسعيده اكتر بانه فيفا يعني الاتحاد الدولي لكره القدم بيتكلم عن اكبر المواجهات في عالم كره القدم، مش بس على المستوى الافريقي يا كابتن فتحي. فعايزه اتكلم مع حضرتك في الجزء دوت، وشايف الاهتمام ده ازاي ينصب في صالح الكره المصريه. مش عايزه اقول هنا اهلي وزمالك، عايزه اتكلم الصالح العام، صالح المجال الرياضي والكوره، ازاي نستفيد من ده، وخاصة انه ده حدث لم يحدث يعني كثيرا اول مرة يعني في التاريخ. اول مرة مش عارفين هيبقى اخر مرة ولا لا، يعني هو طبعا اول مرة في التاريخ حاجة زي تحصل اهلي وزمالك بيوصلوا لنهائي البطولة دي. فاذا كان هناك طبعا اهتمام كبير من الاتحاد الدولي الفيفا والاتحاد الافريقي ومجالس ادارات الناديين واعضاء الناديين وجماهير الناديين، فبيمثل قدر كبير فعلا من الاهتمام بهذه المباراة، لأن هذه المباراة بتقام وكل الجماهير وكل محط أنظار العالم كلها على هذه المباراة، مباراة تاريخية ولأول مرة تحصل في تاريخ الكرة المصرية،
وزي ما انت الجو العام، الجو العام كله النهارده التساؤلات كلها اهلي وزمالك. يا كابتن مفيش حد نايم، اه مفيش حد بينام. بقول لحضرتك النهارده التساؤلات كلها اهلي وزمالك. ايوه كابتن، بس عايزين نربط دوت الاعلام نفسه والاستعداد على المستوى الاعلامي لهذه المباراه، واربطه بحضرتك وخبراتك الكبيره وتاريخك الكبير في مباريات القمه ما بين الاهلي والزمالك اللي حضرتك شاركت في مباريات كتيره جدا. التصور الاعلامي والاستعداد لمباريات كبيره زي الاهلي والزمالك على المستوى الاعلامي وعلى مستوى الميديا كان ازاي على ايام حضرتك، وشايفه النهارده بانهي صوره؟ يعني لا الصوره بصراحه زمان يعني ما انا بقول لك منتهى الصراحه لا تقارن، لا الصوره لا تقارن بحقيقه لا تقارن. ليه؟ لان دائما الاعلام زمان كان بيتكلم بواقعيه، اللي بيبقى ليه اتجاه زملكاوي بيتكلم زملكاوي، اللي ليه اتجاه اهلاوي، ولكن ما بيحسش الجماهير على التعصب. يعني دايما كنت تحس ان الاعلام كده فيه هدوء. النهارده السوشيال ميديا حاجات كلها اللي بتطلع النهارده دي، اي حاجه النهارده بتؤثر على الجماهير. أيوة. بتؤثر على التعصب، بتؤثر ان النهارده في اتجاهات سواء داخل نادي اهلي او زمالك، فبتبقى الامور كلها فيها شحن زياده، فيها شحن زياده عن اللزوم. ولكن زي ما قلت لك المباراه لازم تليق بمستوى الكره المصريه والافريقيه والعربيه وكل هذه الامور، لان الاهلي والزمالك بيمثلوا ناديين كبار جدا طبعا. كبار جدا على المستوى الافريقي والمستوى العربي والمستوى العالمي، لان برضو وصول الاهلي يمكن برضو لكاس القارات، وصول الزمالك برضو للدور ده كده بيدي شعبيه للناديين كبيره جدا جدا. أكيد. لازم الاعلام لازم يبقى مهدي الريتم شويه ومهدي اللعبه شويه، على اساس ان دي مباراه تاريخيه. مباراه تاريخيه هتحسب للاعلام، صحيح هتحسب مزبوط. للاعلام كمان هيتعرف الاعلام كان بيتعامل معاها ازاي، هيتعامل معاها ازاي بالظبط. يعني مش هتحسب بس للجماهير ولا مين اللي فاز، لا هتحسب للاعلام. والاعلام ليه دور، والتغطيه الاعلاميه في اليوم ده، والتغطيه الاعلاميه لازم تبقى في تغطيه جدا، لازم تبقى في تغطيه عشان برضه خلي بالك الناس مشحونه اصلا. يعني الناس برضه مستنيه هذا اللقاء، وهذا اللقاء يمكن برضه عشان ما فيش جماهير ممكن تحضر او عدد قليل من الجماهير هتحضر، فالناس كلها النهارده مين اللي بيوصل لهم معلومه؟ الاعلام. الاعلام النهارده بيؤثر تاثير كبير، فلازم الاعلام يبقى فيه اتزان في التعامل مع هذه المباراه، لان المباراه دي لازم تطلع بصوره لائقة للنادي الأهلي ونادي الزمالك. اللي بيوصل للجمهور المعلومات الإعلام، وفي أحيان كثيرة وسائل التواصل الاجتماعي طبعا. فعايز أتكلم بقى عن الإشاعات اللي بتطلع قبل ما تتردد في وسائل الإعلام، بيرددها البعض الكتير في وسائل التواصل الاجتماعي كابتن فتحي. وهنا عايز اتكلم عن اللي لحق يعني بالاهلي الفتره اللي فاتت، خاصه احنا يمكن هنا اتكلمنا مثلا عن العرض الاماراتي اللي تلقاه موسيماني، بس يعني ما حدش يعرف يعني غير الاخبار ديت، غير الموقع اللي كتب ده. والفكره الثانيه فكره ان كورونا بتنتشر النهارده بين صفوف لعيبتك وعلى راسهم الشناوي، الاخبار دي وتاثيرها، وبالذات لما تكون شائعات واخبار كاذبه، بيبقى تاثيرها ايه على اللعيبه، بيبقى تاثيرها ايه على الجهاز الفني، وحضرتك جوه اكتر يعني وشايف اكتر. هي تاثيرها بيبقى جماهيري اكتر، يعني تاثيرها جماهيري اكتر. الجماهير برضو خلي بالك النهارده لما بتيجي واحد زي الشناوي، النهارده في ثقه جماهيريه كبيره جدا على مستوى الجماهير في مصر كلها للشناوي. حارس مرمى منتخب مصر النهارده احسن حارس في افريقيا، حارس هايل. فالنهارده اي تاثير او اي شيء النهارده بتؤثر على نفسيه الولد حتى. ايوه يعني بتؤثر على نفسيه اللعيب نفسه، ان النهارده يقول لك عنده فيروس كورونا وهو النهارده سليم الحمد لله، ما فيش اي حاجه. فكل هذه الاشاعات الناس بتريليه، هو عايز يعمل برضو شيء من الخلل وشيء من القلق في وسط صفوف سواء نادي اهلي، يعمل خلل في الحته دي. فالتاثير الحاجات دي انا شايفها تاثير سلبي جدا جدا جدا. تؤثر على اللعيبه كابتن فتحي، تؤثر على الجهاز الفني؟ ما هو مش هتؤثر، لان هم دول عايشين مع اللعيبه. النهارده اللي كتب كده كان الشناوي في التدريب، وقال لك الشناوي في التدريب. فاشاعات كلها بقول لك لا تحتمل مصداقيه، لا تحتمل مصداقيه. هي كل بس عايز يعمل قلق ويعمل للجماهير قلق ان الشناوي. وبعدين انت هتداري ليه؟ يعني هو كهربا مثلا مش لاعب مهم، يعني وليد سليمان النهارده مش لاعب مهم، فانت هتداري ليه لو انت عندك يعني عدد من المصابين؟ ما هو انا بقول لحضرتك اذا كان هناك اشاعه بتبقى اشاعه مغرضه بتؤثر على اللعيبه، تؤثر على الناس، ولكن دي دائما ثقه بقى الجهاز الفني واللعيبه في كل هذه الامور. سد ودنك طبعا ولا بص الاشاعات دي، ولا تبص الاشاعات. اكيد هم مركزين في شغلهم، لكن طبعا يعني لا
يعني هو لا اصل هو تخيل الشناوي ماسك تليفون بيقول لواحد الشناوي عندي طلع كورونا، فهو هيضحك الموضوع طبعا ما بقاش اكتر من كده. لكن في الزمن برضو السبعينات والثمانينات كابتن ايام لقاءات القمه الاشاعات كانت بتبقى موجوده برضو بس بشيء مختلف. دلوقتي منتشر على السوشيال ميديا يعني ممكن يقول لك اصابه الكابتن محمود الخطيب قبل مباراه الاهلي والزمالك، يعني كان بيحصل برضو الكلام ده على الصحف الورقيه بقى، كان ساعتها جرايد بس. ما مين يا كابتن اللي بيعمل كده؟ مين؟ ما هو اذا قلت لك الاعلام منقسم ما بين اهلي وزمالك، النهارده اعلام زملكاوي لازم هيكتب اي حاجه على النادي الاهلي يثير القلق ويثير مش عارف ايه ويخلي الناس يبقى في شك وكلام من ده، يعني فاهم قصدي؟ فاذا كان هناك مصداقيه الناس حتى في ارتياح هتبقى ارتياح اعلامي، ارتياح الاعلامي النهارده بيدي ارتياح للجماهير، ما بديش النهارده قلق ودي اشاعه ومش عارف ايه. طب ما النهارده لو قال لك الشناوي طلع النادي الاهلي كذب هذه الاشاعه، من صاحب هذه الاشاعه؟ احنا بنعرف ما تعرفش احنا بنتوه يعني. طيب فالنهارده اصبحت النهارده ما فيش كنترول على الحاجات دي، النهارده لازم يبقى في ضمير اعلامي، لازم مظبوط، لازم النهارده ما يثيرش النهارده قلق الناس ويثير النهارده حاجه حتى يعني الشناوي مثلا في معسكر دلوقتي لو انت قلت عليه كده النهارده اهله واولاده وبيته والكلام ده كله مش هيبقى قلق؟ اكيد هيبقى قلق، قرايبه مش هيبقى قلقين؟ قلقين. فالامور كلها لازم يبقى فيها مصداقيه، ده اللي انا يمكن لا انا يزعل مني. انا اتفق معاك تماما يا كابتن. ومن هنا برضو في بعض المقترحات، طبعا سياده الوزير اشرف صبحي كان من فتره طويله بصراحه بيقوم بحمله نبذ التعصب، وعلى المستوى الاعلام انا اعتقد المستوى الاعلامي المقروء على الصحف الهادفه بشكل او المحترفه الصحف اليوميه ماشيه بشكل كويس. انا يعني لكن هي طبعا السوشيال ميديا في اقتراحات معينه، مثلا في اقتراح طرحه مثلا الاستاذ طارق القطر، قال لك ليه ما يتعملش استوديو تحليلي مثلا بيضم نجوم الاهلي والزمالك القدام وبيبداوا يتكلموا عن الاجواء اللي كانت قبل مباراه الاهلي والزمالك، ويبقى في نوع من انواع يعني مش هقول لك الفن لكن من نوع من انواع اللي هو ريلاكس شويه، نتعامل مع الامور بهدوء اكتر بهدوء شويه وبمصداقيه يعني وواقع. يعني لما تجيب النهارده استوديو فيه نجوم اهلي ونجوم زمالك ويبداوا يتناقشوا ويتكلموا ويخلوا حتى في ارتياح للجماهير اللي بتتفرج. بس ده على فكره ده بيحصل كتير جدا في الاستوديوهات التحليليه، بس على مستوى القنوات يعني هو اللي بيتقال يعني. لا بس خلي بالك في بعض معلش يعني في بعض القنوات برضو بتجيب نجوم اهلي وزمالك، صحيح، وفي هذا اللقاء هتلاقي أيوة فيه نجوم اهلي وزمالك، ايوه فيه، وكل واحد برضو بيبقى بيتكلم بالاتجاه بتاعه، مش فكره حديثه يعني كل واحد بيتكلم بالاتجاه. انت ازاي توصل يا كابتن هاني ان العلاقه دي بين الاهلي والزمالك ثانيه واحده علاقه تاريخيه، وازاي وتجمع المنتخب الاخير شاهد على ده، ازاي تقدر توصل الفكره دي للجماهير؟ انا ما بشوفش حد بيعمل كده يعني. اصل هو اصل هي الفكره مش الاهلي مش اللعيبه يا كابتن، اللعيبه معروفه، اصل هنقعد نعيد اصل اللعيبه اصحاب، اصل اللعيبه حبايب، الكلام ده الكلام دوت ما الناس عارفاه ومتقال من زمان جدا. احنا بنتكلم على الاعلام المغرض، الاعلام اللي بيحط الناس في طريقه تعصب، بنتكلم على الاعلام على التويتر او على الفيسبوك او على اللي بيحط الناس في شحن ملوش لازمه، كل ده نكسره ازاي؟ ما اصل هنقعد نتكلم اصلا نكسره نجمع ده اللي بتكلم يعني ليه ما نعملش النهارده حاجه زي كده؟ النقاد مثلا اللي هو بيتجه الى الزمالك والنقاد اللي بيتجه للنادي الاهلي والاثنين يقعدوا يتناقشوا في المباراه بهدوء قبل المباراه بهدوء ويحسوا برضه الجماهير عدم التعصب، لان دي مباراه تليق بمكانه مصر الرياضيه، وتليق ايضا بجماهير الكره المصريه، وتليق ايضا بكل شيء يمس الكره المصريه. اكيد ان اي حاجه تطلع في هذه المباراه خروج عن الروح كل العالم يعرف، كل العالم عن طريق وسائل الاعلام هيعرف، صحيح. فالامور دي كلها النهارده الاعلام ليه دور مؤثر يا كابتن هاني كبير في تهدئه الجماهير وعدم التعصب اللي بيحصل ده. اكيد لو رحنا لدور كمان يا كابتن هاني عايز اقول لك على لفته جميله بقى، يمكن من اسبوعين ثلاثه يمكن الكابتن مروان كنفاني كابتن مروان كنفاني كان عمل تجمع برضه لعدم التعصب في مباراه الاهلي والزمالك، وكان في نجوم من الزمالك وفي نجوم من الاهلي ونجوم من اسكندريه ونجوم من كل حته. فالامور كلها يعني ما هو الحاجات الحلوه دي يا كابتن ما بتطلعش للاسف. ايوه يعني في ناس كتيره جدا ما تعرفش فعلا اللي يعني بتكلم ليه دايما الوحش هو اللي على الساحه؟ ليه يعني دوت ما تصورش ونزل في السوشيال ميديا وبقى شكله ليه دايما احنا عشان حاجه ايجابيه
ما ده اللي ليه 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 ما هو احنا بنمسك السلبيه للاسف احنا دايما بنحب نمسك سلبيه يعني الحاجه الايجابيه حاجة حلوة زي كده ما تنزلش ليه عشان الناس بالزبط. الناس تحس فعلا الله ده فعلا الكابتن مروان لما دعا لنجوم الزمالك مين كان موجود كابتن احمد مصطفى كان موجود كابتن سمير محمد علي كان موجود طبعا. يعني في ناس كتير قوي انا كنت موجود الكابتن شو عبد الشافي في ناس كتير قوي من الجيل ده كابتن طه اسماعيل ناس اجيال كتير جدا كابتن شحته وكانت قاعده جميله يا كانت قاعده جميله وقاعدين نضحك وقاعدين حلو قوي وتحس ان احنا بنعيش فتره اللي كنا بنلعب فيه اما كنا بس بنلعب بس ما تصورش بقى الموضوع والله تصور بجد اه والله العظيم هو فين وتصور وفي حد كان من عندكم برضو من قناه الاهلي اللي صور ده لازم ينزل يعني على السوشيال ميديا حاجة لازم طبعا تبقى حاجه يعني طبعا ده دي الحاجات اللي احنا إيجابية. طالبينها يعني دي حاجه ايجابيه يعني حاجه ايجابيه تحسس ان الناس فعلا ان زمن الكره الجميل الناس بتتجمع والناس ما فيش اي شحنات ولا اي كلام من كلنا كابتن فتحي كانت المباريات القمه اللي كانت في عهد حضرتك كانت يعني كواليسها كانت بتبقى ازاي؟ ايه اهم مباراه تاريخيه في حياه كابتن فتحي ما تنساهاش تتكلم عنها او كواليسها يعني؟ لا بصي حابه الكواليس اكتر الكواليس دائما الكواليس دائما في حضور الجماهيري اللي هو لو المباراه اقيمت في استاد القاهره هتلاقي 120 ألف متفرج في استاد القاهرة. انتوا بتعملوا ايه كنتوا في المباريات دي يا كابتن فتحي؟ لا خلاص احنا تعودنا على كده يعني تعودنا على الضغط الجماهيري عشان كده بقول لك دايما اللعيب اللي عنده خبره اللعيب اللي دائما في فرقه النادي وبيلعب وبيمارس كره القدم وبيمارس النهارده انه اساسي وي الضغط الجماهيري بيمثلوش شيء ولكن الضغط الجماهيري بيمثله ان الفرقه اللي ليها جماهير بتحفزه انه لازم يكسب وبتشجعه فدي من الكواليس اللي كانت موجوده في ايامنا دلوقتي النهارده حضور الجماهير برضه بيؤثر تاثير كبير جدا يعني لما تيجي النهارده تبص كده في الاستاد الكاميرا بتجيب النهارده المدرجات فاضيه والكره الاوروبيه كده على فكره الكره الاوروبيه مش بس كده ولكن الكواليس يمكن عشت انا ماتش كاس مصر كاس مصر مره ان احنا اللي كسبنا كاس مصر وكان برضه الجو الزمالك والزمالك كان جو مشحون جدا جدا الناس كلها برضو كانت الجماهير مش عايز اقول لك مال المدرجات واحنا خدنا كاس مصر وكانت الناس عايشه ان احنا كاس مصر ده اوت بالنسبه للنادي الاهلي ما كانش متوقع النادي الاهلي وكسبنا كاس مصر انا يمكن في فتره من الفترات سنه 85 بالتحديد يا كابتن هاني ايام حصل يمكن كابتن جوهر رحمه الله عليه كان في كام لعيب 13 لعيب كده كان طبعا في شويه يعني بالظبط المشكله اللي حصلت والمشكله ومجلس اداره النادي الاهلي قال لعيب الكبار لا وانا توليت المسؤوليه في هذه الفتره وكانت ان الزمالك موجود عدد كبير من النجوم طبعا انا كنت يمكن في معسكر كده في الهرم واللعيبه دي كلها كانت متخوفه الناس كلها كانت متخوفه من هذه المباراه والله العظيم يا كابتن هاني يمكن قعدت مع اللعيبه وعشتهم تجربه قلت لهم ما يهمكوش انتوا ممكن تبقوا حاجه الناس كلها تشيد بيكم الناس كلها تشيد بيكم يمكن قبل المباراه يمكن الكابتن محمود الجوهر رحمه الله عليه جيب الليل جيب الليل المعسكر قال لي يا كابتن ايه فتح الاخبار ايه الاخبار قلت له بص يا كابتن ما تقلقش قال لي ازاي ما اقلقش ده انت شايف فرقه كنت من اقرب الناس ليه قال لي يعني. انت شايف فرقه الزمالك عامله ازاي واحنا عاملين ازاي وكان واحنا ما عندناش حد قلت له بص اللعيبه مركزه قوي وهتشوف بكره والله العظيم قلت له كده يا كابتن قلت له هتشوف بكره خليت نحل هو حتى استغرب من اللفظ قال لي يعني ايه قلت له هتشوف بكره لعيبه فعلا دخلت النحل ما بيهمدوش وكانت هذه المباراه وكسبنا هذه المباراه وكان يمكن نشأت بعض اللعيبه في بدايه نجوم ابتدت بقى نجوم ابتدت طارق خليل كتير جدا بالظبط ده يخليني اتكلم عن بقى اهميه او مدى اهميه المعسكرات المغلقه للفريقين حتى يعني ايه اهميتها بتبقى في التوقيت ده بالنسبه لمباراه يعني نهائيه بالشكل ده هو طبعا التركيز بيبقى مهم جدا التعايش برضو بيبقى مهم جدا يعني التركيز والتعايش واللعيبه بدل ما كل واحد النهارده بيتمرن وياخد شنطته ويجري خلاص ولكن التعايش النهارده يومين ثلاثه قبل المباراه بتدي روح حلوه للفرقه الفرقه ممكن تتفرج على حاجه ممكن يقعدوا مع بعض وممكن يكلموا بعض المدير الفني ممكن يقعد معاهم اللعيبه كابتن الفرقه ممكن يقعد مع الفرقه يحسها على ان الماتش مهم بالنسبه لنا فالمعسكر مفيد جدا مفيد ايضا في عنصر التغذيه يعني حته التغذيه النهارده اللعيبه كلها بتاكل حاجه واحده النهارده اللعيبه كلها متعايشه على وجبه واحده مفيش بقى النهارده كل واحد بياكل بمزاجه مستوى البدني متقارب يبقى في دكتور تغذيه موجود والنهارده بينسق مع الاوتيل اللي موجود فيه
ان انا عندي الفطار كذا والغدا كذا والعشاء كذا. فكل هذه الامور بتساعد اللعيبه والجهاز الفني ان فعلا المعسكر بيبقى مفيد جدا في هذه المباراه. وزي ما قلت لحضرتك بعيدا عن بقى ان اللعيب النهارده ماشي في وسط سوري عربيات بقى والنهارده النجوم والناس شايفاه وشدوا حيلكم مش هيسلم مش هيسلم وخصوصا زي ما قلت لحضرتك اذا كان النجوم معروفين كمان على الساحه فدي بتؤثر عليه اللعيب نفسه حتى متوتر. هو بيبقى الجمهور عايز يوصل له رساله بس يعني اللعيب بيتوتر وبيبقى ضغط شويه وبيبقى يعني تحت ضغط ولكن المعسكر بيبقى المشجع ده نفسه يشوف لاعب معين يقول له والنبي ما ده والنبي يعني كذا بتبقى والله بجد انا دي الجماهير بحضور الجماهير هي بتدي دي ببقى شايفه احساسهم بالكلام يعني طبعا والجماهير الجماهير طبعا عندها حس والجماهير طبعا بتشكر على كل ما تقوله للعيبة من حس ومن تشجيع ومن اهتمام وده وصل للاعبتنا اكيد يا كابتن فتحي طبعا أكيد. طبعا طبعا بس المعسكرات انا شايفها بتبقى حاجة ايجابية كويسة جدا. احنا متعودين فاكرين زمان يا كابتن لما يقولك دايما وكانت مقولة دايما دلوقتي حتى الناس كلها بتتكلم يقولك اللعيب المصري لما بيعمل معسكرات طويلة بتاخد منه افضل. دلوقتي يمكن ما بيحصلش الكلام ده طبعا للاجندة الدولية او يعني كل 3 ايام ماتش. لكن الجزء اللي عايز اخد حضرتك فيه ان المعسكرات دي كمان جزء منها بيبقى جزء ترفيهي عشان الناس برضو تعرف ان ما بيكونش ضغط على طول لكن بيكون وحضرتك عارف يمكن في جزء منه ان اللعيبه بتاخد مثلا فري تقعد مع بعض تنزل تتكلم تخرج بره الضغوط دي كلها وبيتكلموا وبيضحكوا وبيهزروا. فدي نقطه مهمه. النقطه الثانيه اللي هاخدها من كلام حضرتك تجربة 85 دي بتثبت كمان ان وانا دايما بقولها ان اي 11 ان شاء الله يوم الجمعة موجودين اي غياب حتى لو غاب نجم ده بيكون مولد نجم جديد. مباراة القمة بيبقى مولد نجم جديد ممكن جدا الناس متخوفة لا قدر الله مثلا فلان لا ده ممكن جدا يبقى ايجابي في كورونا. انا بقول ان شاء الله ما تقلقش الولد اللي هينزل او الناس اللي هتنزل ممكن بالنسبة لها بيكون الموتيفيشن أعلى وطموحاته أعلى في المباراة. هو طبعا طبعا دي بتبقى فعلا مباراة أهلي وزمالك دي مولد نجوم. يعني النهاردة مفيش محمد هاني لو مفيش محمد هاني يوم الجمعة مثلا لا قدر الله حسب الظروف معرفش مقدرش يعني لو مفيش النهاردة هتلعب بمين ظهير أيمن النهاردة مين اللي لعب الماتشات اللي قبل كده العرب بدري النهاردة نجوميته ممكن في خلال المباراة الاهلي وزمالك نجوميته وخصوصا ان شاء الله اذا النادي الاهلي فاز كمان نجوميته تزيد. طب. فاي نجم النهارده اي 11 لعيب بيلبسوا التيشيرت الاحمر انا في رايي بيلبسوا التيشيرت الاحمر لازم يكونوا مش عايز اقول لك يتحولوا الى وحوش. والله بكلمك جد دي حقيقة. وحوش لان دي بطوله كبيره وبطوله بتمثل قدر كبير للاعيبه النادي الاهلي وجهاز النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. فاي 11 لعيب أنا واثق تمام الثقة من خلال برضو المعسكر لأن دي بتدي إيجابية كويسة. لو في النهارده كام لعيب من الجداد دول النهارده في المعسكر بتحسس اللعيبة دي بقيمة النادي الأهلي. صحيح. بتحسس اللعيبة دي بقيمة النادي الأهلي. ليه النادي الأهلي عامل معسكر؟ عشان اللعيبة دي تتعايش مع لعيبة مش مقيدة كمان في يعني مش أيوة. مقيدة أصلا لكن هو عايز يعيش الولد الصغير. عايز يعيش كله. بالظبط. عشان تحس بقيمة النادي الأهلي وبقيمة التيشيرت الأحمر بتاع النادي الأهلي. ودي مهمة جدا على فكرة. طيب وخصوصا حتى لو مش هيلعب بس يبقى متواجد النهارده. ما فعلا يعني في ناس مش مقيدة في افريقيا وموجودة في المعسكر اولا لجزء فني روح حلو. طبعا روح كويسة والولد بيعيش وفي جزء منها طبعا زي ما انت حضرتك عارف ان هو بيعمل تدريبات بشكل معين ممكن يستفيد منهم في التدريبات في الوحدة التدريبية انه بيجهز مثلا الاساسي بيجهز عليه يعني مظبوط وعشان كده العدد ممكن زي ما انت قلت يا كابتن ان ما فيش ناس مش مقيدة افريقيا ولكن داخل المعسكر مظبوط لان هو داخل معسكر لما بيجي النهارده هيتمرن بيتمرن كل اللعيبة النهارده هيجي يعمل جزء تدريبي جزء تكتيكي جزء يعني حاجات كتير قوي في الوحدة التدريبية بتحتاج لكل اللاعبين. بتقولوا ايه كلاعيبه طبعا كبار وتاريخ كبير ايه الاهم النصائح اللي ممكن تدوها للاعيبه لما يعني بتجتمعوا بيهم في مهمه زي دي؟ هي تقولوا ايه للصغيرين يعني؟ بصي دائما والكابتن هاني يعرف دائما ان انت الولد الصغير انت لازم تعوديه على روح التيشيرت الاحمر. مهم جدا شخصيه النادي مهم جدا روح التيشيرت الاحمر دي النهارده ممكن ولد يبقى 50-50 في الكوره. نص نص في الكوره ولكن روحه القتاليه ممكن تقعده عن حاجات كتير. صحيح. اما يبقى كل النهارده اللعيبه بتتكلم في حاجه واحده وهدف واحد
هتلاقي الفرقه كلها روح ما شاء الله كلها. ما يبقاش النهارده منقسمه ما بين واحد بيتدلع واحد مش عارف ايه، لا لا لا، كله بيبقى روح قتاليه واحده، ودي ميزه اللي يلبس التيشيرت الاحمر. اللي هي ميزه. طبعا. هنرجع كابتن شويه لورا بالنسبه لرؤيتك ورؤيه حضرتك الفنيه، بما انك طبعا دلوقتي في منصب انك مكتشف مواهب وبتطور المواهب، وغير انك طبعا كنت مدير فني للنادي الاهلي. عودة المعارين، احنا عندنا خمس معارين، عندنا ناصر ماهر واكرم واحمد ياسر واكرم وصلاح وصلاح محسن وناصر ماهر وكمان بيكم عودته طبعا، واحمد ياسر ريان ومحمد شريف. يعني ومحمد شريف، رؤيتك ايه للمجموعه ديت، رجوعها وانضمامها للنادي الاهلي، ومدى قوتهم وتاثيرهم على فرقه النادي الاهلي السنه اللي جايه؟ لا انا شايف، يعني شايف حقيقي مجلس اداره النادي الاهلي واداره التخطيط، انا شايف ان حاجه ايجابيه جدا ان هو فعلا الناس المعارين دول يرجعوا النادي الاهلي. خلينا برضو بنتكلم بواقعيه، اللعيبه دي لعيبه لعبت في دوري ممتاز، ولعيبه اثبتت ان هي على مستوى دوري ممتاز ومستوى ايضا مستوى فني رائع، مستوى سلوكي رائع، فالناس دي لازم تستحق ان ترجع للنادي الاهلي. ليه النهارده ما استفادش باللعيبه دي؟ امال انا عملت لهم اعاره ليه؟ عشان استفاد بيهم. فانت النهارده بتستفاد بهذه بهؤلاء اللاعبين عشان يمثلوا النادي الاهلي، لانه خلاص خدوا خبره الدوري الممتاز، كلهم خدوا خبره الدوري الممتاز، واصبحوا من العناصر المهمه كل في فرقته، يعني منتخب. كل واحد في فرقته النهارده اصبح نجم. صحيح. اصبح نجم، فالنهارده نجوميته كمان هتبقى في النادي الاهلي اكتر. الحاجه الثانيه، انت النهارده معلش يعني بتكلم برضو بواقعيه، طب هاصرف ليه ملايين واشتري ليه الناس من بره؟ طب ما انا اولادي هم. صح. مش دول ولادي ودول اللي اتربوا في النادي الاهلي وعندهم انتماء للنادي الاهلي وعندهم النهارده روح التيشيرت الاحمر، دول يرجعوا ويستحقوا الرجوع وخدوا خبرات على مستوى الدوري ويستحقوا الرجوع، لان متربيين كلهم في النادي الاهلي. لما تيجي النهارده تقول ناصر ده متربي في النادي الاهلي، اي حد النهارده كلهم متربيين في النادي الاهلي، بكم 9 سنين ناشئين كلهم متربيين، فعنده انتماء للتيشيرت الاحمر. ودي هتبقى حاجه زي ما قلت لحضرتك، حاجه ايجابيه عوده هؤلاء اللاعبين ان شاء الله، وتبقى بدايه. ممكن قلت امبارح كده تبقى بدايه لهؤلاء، ان هي يعني بحوافز جديده بدوافع جديده ليهم، يعني يقدروا يعني يخدموا النادي او يفيدوا النادي اكتر. وانا هاخد من كلامك دوافع كمان جديده للعناصر اللي ممكن تطلع تعار بعد كده، عشان ما يجيش يقول لك الجدد، يعني اصل خلي بالك الجدد خلي بالك، الولد لما بيوصل لمرحله ال 99 وال 1000، انت حضرت المرحله دي، الحاجات دي الولد نفسيا انا هلعب درجه اولى ولا مش هلعب، ده كده خلاص، ده كده مش همشي، ده كده بيبقى نفسيا بيبقى متاثر جدا. فالنادي الاهلي لما بيعيروا هؤلاء اللاعبين وبيرجعهم تاني، بيدي قدوه للعيبه اللي هي ممكن بعد كده تخرج ويرجعوا النادي الاهلي، عشان ما حدش يروح يقول لك النادي الاهلي مش هيرجع. النادي الاهلي باع، يعني النادي الاهلي بيقول لك دي بدايتك بعد ما ترجع، دي بدايه المشوار بعد ما ترجع. في لعيبه كتير عندهم النهارده ده النادي الاهلي باعني، النادي الاهلي خرجني، النادي الاهلي سابني. لا، احنا بندي دلوقتي مثال ان خمسه من اللعيبه اللي هم كانوا معارين بيرجعوا للنادي الاهلي. عشان كده دي يعني نصيحة. بشرط الاجاده، بشرط التطوير يا كابتن، برضه لازم هو كمان يحس ان انا لازم، ودي طموحات جديده، ان انا ما بروح من النادي الاهلي لاي لازم نادي، يطور أداء لازم الفني. يطور اداؤه، لازم يكون على مستوى، لان سلوكيا بالظبط، يعني انت بتتكلم على مجموعه كلهم ما شاء الله، محمد شريف لعب منتخب مصر واحرز هدف، بتتكلم عن بيكا منتخب اولمبي، اكرم توفيق منتخب اولمبي، احمد ياسر ريان، وكلهم منتخبات وكلهم اتطوروا جدا، وكلهم اتطوروا، وكلهم من اللعيبه اللي ممكن ان شاء الله مستقبل النادي الاهلي يستفاد منهم كله. اكيد ان شاء الله. موسيماني وباتشيكو، شايف المواجهه تبقى ازاي؟ بس بشكل عام يعني مش بالتفصيل عشان الناس. لا، ما مش بالتفصيل، هي مواجهه بصي بشكل عام، مواجهه تكتيكيه. يعني مواجهه تكتيكيه برضو، انا بتكلم على حته فنيه، مواجهه تكتيكيه. النهارده كل واحد النهارده على فكره المدير الفنيين كان عنده الوقت الكافي لدراسه طبعا كل فرق. خلينا بنتكلم بواقعيه، النادي الاهلي لعب اخر ماتش مع بئر الاسمده، نادي الزمالك لعب مع اف سي مصر، ولكن كان في فتره توقف قبل كده. فتره التوقف دي محل دراسة كل مدير فني للفرقة المنافسة، لأن البطولة الأفريقية بتمثل قدر كبير لأي مدير فني فيهم. ما يهمنيش كأس مصر، ما يهمنيش إن أنا، لا، أنا يهمني البطولة دي، بطولة الأندية الأفريقية. فالحتة دي أساسا أسلوب وأداء وتكتيك كل مدير فني، وبعدين اختيار العناصر اللي هتمثله في هذه المباراة، دي حاجات مهمة جدا. الحاجة التانية يمكن العامل النفسي،
العامل النفسي مع اللعيبه من خلال بقى لو عامل معسكرات النهارده، تهيئه الجو العام والعامل النفسي والروح والكمال، ده مهمه مدير فني، مهمه مدير فني ومهمه مدير كوره ومهمه مجلس اداره، مهمه يعني حاجات كتير جدا اللعيب بياخدها من خلال المعسكر ومن خلال ايضا المدير الفني. فالاستراتيجيه بتاع اي مدير فني فعلا النهارده مش عارف يعني، كل واحد برضه النهارده بيشوف النهارده مستوى اللياقه البدنيه اللي لعبته. ده مهم لان المباراه ممكن تطول ل 120 دقيقه، فده ممكن مهم جدا تاثر على التكتيك. انا ممكن العب في نفس الوقت، لا في نفس الوقت يعني النهارده واحد قال لك ان النهارده لياقتي البدنيه كويسه جدا، ما العبش ليه النهارده اعمل بريشر من قدام واضغط من قدام؟ في واحد النهارده يقول لك لا انا احتفظ اخاف اقلق شويه عشان لعبتي لسه مش فت ارجع وسط عند الدايره. في حاجات كتير جدا، فدي مقاييس كل مدير فني النهارده حاسبها كويس جدا لفرقته يعني. طيب بمناسبه احنا بنتكلم عن المدير الفني وموسيماني تحديدا، عندنا التقرير هنشوف عن موسيماني في البيت الكبير ونرجع تاني. يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك في النسخة الحالية بقيادة فنية جنوب إفريقية خارج الخطوط، بطموحات وأمال في النهائي الإفريقي والمقرر له مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي. يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سباق الحصول على اللقب الإفريقي بمعنويات مرتفعة وحالة فنية جيدة بعد إحرازه بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم للمرة 42 في تاريخ النادي، واحتفاظه باللقب المحبب لدى جماهيره، وهو يريد أن يحقق بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 9 في تاريخه مع المدرب الجديد بيتسو موسيماني صاحب الألقاب والبطولات مع فريقه السابق سان داونز الجنوب إفريقي. ويطمح لاعبو الجيل الحالي في القلعة الحمراء في تحقيق البطولة الغائبة عن النادي منذ 7 سنوات للظهور والمشاركة في مونديال كأس العالم للأندية في فبراير من العام المقبل. وعن رصيد بيتسو موسيماني التدريبي من الألقاب قبل مواجهة الجمعة، نرى أنه قد حقق 10 ألقاب متنوعة في مسيرته التدريبية مع سان داونز، منهم 5 ألقاب دوري جنوب إفريقي وبطولتا كأس بجنوب إفريقيا وبطولة كأس نيد بانك ولقب لدوري أبطال إفريقيا عام 2016 على حساب نادي الزمالك والسوبر الإفريقي عام 2017. وقاد موسيماني فريقه السابق سان داونز الجنوب إفريقي في 322 مباراة، حقق خلالهم 187 فوزا وتعادل في 78 لقاء، فيما خسر 67 مباراة، سجل خلالهم فريقه 524 هدفا وسكن شباكه 279 هدفا. فهل يفعلها موسيماني ويحرز لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا مع النادي الأهلي في نسخته الحالية؟ رجعنا مع حضراته الكابتن الكبير كابتن فتحي، بنشوف التقرير وحسأل حضرتك من جزء فني شوية. موسيماني عنده خبرات بطولات وخبرات ومر بهذه التجربة مع سان داونز أكتر من مرة، باتشيكو يعني ما عندوش هذه الخبرة في النهائيات. بيفرق مدرب النهائيات عن المدير الفني اللي ممكن تكون المباريات النهائية بالنسبة له أول مرة؟ هي بص برضو بتختلف يا كابتن، أنا يعني رأيي الشخصي برضو الحتة دي مستوى اللعيبة، مستوى اللعيبة وخلي بالك ومجلس إدارة ومجلس الإدارة طبعا طبعا. يعني النهاردة مجلس إدارة النادي الأهلي محترمين جدا، حد بيتدخل النهاردة في الكرة؟ محدش بيدخل في الكوره النهارده ولا امبارح ولا عمره، محدش بيدخل في الكوره، فاهم قصدي؟ فالنهارده بتجد ارتياحيه، النهارده المدير الفني اللي بيجي يشتغل بيشتغل بارتياحيه. النهارده الاعلام الاهلاوي، النهارده الاعلام الاهلاوي ادى موسيماني قدر كبير جدا من المسؤوليه، مش كده؟ صحيح، اداله من المسؤوليه واداله النهارده من التأييد واداله من التشجيع وكل هذه الامور. فدي بتؤثر النهارده تاثير كبير على موسيماني النهارده، ان هو كمان عنده جواه عايز يحرز بطوله،
بالاضافه للبطولات اللي احرزها قبل كده 10 القاب زي ما جه في التقرير. فكل هذه الامور بتدي ارتياحيه للمدير الفني. ما بيشتغل تحت ضغط بطوله صح، تحت ضغط بطوله، ولكن في ارتياح. ما فيش حد النهارده بيتدخل في شغله، ما فيش حد بيقول له مش عارف ايه، لا لا لا. كل هذه الامور بتخلي اي مدير فني بيجي النادي الاهلي بيبقى في منتهى السعاده ان بيبقى كوتش للنادي الاهلي. اكيد اكيد بيبقى كوتش للنادي الاهلي. اجواء نجاح طبعا، اجواء نجاح، اجواء نجاح، واجواء طبعا منظومه كلها متكامله، منظومه متكامله. ما فيش النهارده حد بيتدخل، مش حد النهارده يقول له لا لاعب ده ولاعب ما تلعبش، لا لا ما فيش، ما عندناش دي. فموسيماني واجد شاف الارتياح ده داخل النادي الاهلي، عشان كده هو كمان حتى عنده طموح لاحراز هذه البطوله. الطموح زي ما قلت لك كابتن هاني هيجد في ايه بقى؟ هيجد في اسلوب لعبه وتكتيكه وتشكيله وروحه النهارده للعيبه، لان مهم جدا كلامه وطريقه كلامه مهم جدا طبعا. مهم جدا ان النهارده المدير الفني بينقل طموحه هو جواه للعيبه. اللعيبه بتاخد منه دي النهارده، عنده طموح وعنده اراده وحتى اللعيبه تبقى مقتنعه جدا جدا اذا كان هناك فكر واسلوب واداء تكتيكي. اللعيبه نفسها بتبقى عارفه وتبقى مقتنعه جدا بالمدير الفني. ففي ارتياح الحمد لله داخل اورقه النادي الاهلي وداخل منظومه كره القدم في النادي الاهلي عموما. طيب، واحنا بنشرف على ختام الفقره دي مع حضرتك، يعني عايزين ناخد راي حضرتك في الموسم الجديد. يمكن قرعه الموسم الجديد اجريت امبارح بالنسبه لدوري الممتاز اللي هتنطلق ان شاء الله في 2 ديسمبر. شايف الموسم ده هيمشي منتظم ولا هيمشي بازمات كالمعتاد؟ ما حدش يقدر يجزم بهذا. هل النهارده يعني مستقبلا هل فيروس كورونا النهارده برضه هيبقى فيه انتشار، هيبقى فيه قلق، هيبقى فيه النهارده عدم بخلاف الفيروس يا كابتن فتحي بخلاف الفيروس، يعني انت دايما عندك مشاكل بتواجهها من قبل ما الفيروس يظهر. زي لا مشاكل كثيره جدا، مؤجلات المواعيد. لا ده دوري جديد، دوري جديد مش هيحتمل النهارده التاجيلات. دوري جديد النهارده يهم اللجنه الخماسيه النهارده اللي ماسكه اتحاد الكوره ان الدوري ينطلق زي الموسم اللي فات. كان يهمه جدا ان الدوري يكمل. فحتى هو اذا كان هناك ضغط كل 3 ايام مباراه، 3 ايام مباراه، صعب ضغوط. الدوري استكمل، والدوري استكمل بنجاح. ده حقيقي، بنجاح. يعني برضو احنا بالكلام ده بنتكلم بواقع، بنتكلم صراحه. وبدايه موسم يتهيألي برضو اللجنه الخماسيه هتقدر بقى كل اسبوع ماتش وتمشي الامور مرتبه. الحاجة الثانية إذا كان هناك برنامج، للمنتخب الأول، المنتخب الأولمبي هتلاقيه اتحط من بدري. أجندة دولية معروفة. أجندة دولية في التصور. يبقى النهاردة اتحاد الكورة بيخطر الأندية، والنهاردة كل واحد عارف النهاردة فترة توقف في الميعاد الفلاني. لأن برضو الفترة اللي فاتت ضغط المباريات ما سمحش النهاردة لا المنتخب الأولمبي يعمل معسكر ولا المنتخب الأول يعمل معسكر. فكل هذه الأمور نتهيألي هيبقى في ترتيب ليها مع اللجنة الخماسية ومع انطلاقة الدوري الجديد إن شاء الله. هاخد من حضرتك نقطة، عملية التحضير كانت مهمة جدا جدا في المباراة. لو نفتكر مباراة النص النهائي الأهلي والوداد كانت عملية تحضيرية جيدة جدا بس قصيرة مع موسيماني. عملية التحضير لمباراة قبل النهائي كان فيها مباراة دور الثمانية في كأس مصر. كأس مصر أبو قير الأسمدة. بالظبط. تابعت المباراة إزاي المكاسب والسلبيات والتشكيل؟ حضرتك شفت انه كان ممكن يدفع بعناصر اكتر شويه من بدري في المباراه ديت، يعني ما فيش غير الشناوي تقريبا على المستوى الدولي هو اللي شارك. يعني رؤيتك ايه للجزئيه دي؟ لا بس هو برضو يعني خلينا برضو بنتكلم بواقعيه، يعني بتكلم بواقعيه. اي مدير فني النهارده ما هيجي بيدرس الفرقه اللي هيلعبها. يعني التاريخ، معلش مع احترامي لابو قير الاسمده، تاريخ بس مباراه كاس يا كابتن، مباراه كاس يعني. بس مباراه بطوله برضه كمان، نادي اهلي يعني نادي اهلي النهارده. حتى لما بتيجي النهارده هتفكر النهارده في تشكيل النهارده ممكن تديله النهارده في دوافع للفوز. ما مش ممكن النهارده تحط تشكيل يخسر. لا طبعا هو ريح اللعيبه كلها تقريبا. يعني دي حاجه ايجابيه، ندي فرصه برضو لبعض اللعيبه. بعض اللعيبه النهارده كان في مين بيلعب؟ عارف بدري لعب، ولعب احمد كوكا، احمد نبيل كوكا لعب. يعني في النهارده عناصر النهارده بتؤهلها للانضمام للفريق الاول مستقبلا. والنهارده الجماهير بتشوفه، الاعلام بيشوفه، عشان مستقبلا اذا كان هناك استفاده ليه في الدرجه الاولى خير وبركه. اذا كان هناك اعاره ممكن برضو النادي الاهلي بيستفاد منها. فريح اللعيبه دي انا شايفها نتيجه ايجابيه كويسه. لان دائما زي ما قلت لك اللي بيلبس التيشيرت الاحمر ده لازم يبقى عارف. وكان مهم بالنسبه لك كمان يا كابتن يكس، كمان مهم يعني لانك انت شغال في بطوله الكاس،
واحنا متعودين يا كابتن بكاس ان شاء الله ده عايز بطولات. عايز بطولات فهو بطولات. بالنسبه له كان النتيجه كمان طبعًا مهمه طبعًا. يعني طبعا يعني ودي زي ما قلت لك حاجه ايجابيه كويسه ان التشكيل برده بيدي ارتياحيه برده لبعض اللعيبه اللي فيه اجهاد اللي مصاب اللي عايز يشوف لعيبه في مراكز ثانيه كل هذه الامور. يعني محمود وحيد النهارده علي معلول مش موجود لازم يدي محمود مظبوط مظبوط يعني النهارده محمد هاني مش موجود العربي بدري موجود صح. فكل هذه الامور انا شايف انها حاجات ايجابيه كويسه جدا لفريق النادي الاهلي اكيد كله ايجابي ويعني طيب. في سؤال لا عن الدوري يعني مصر بقى يعني قصدي الاهلي هيواجه مصر المقصه في خلاص في الموسم الجديد بعد كده الجوله الرابعه تكون بين الاهلي والزمالك شايف المواجهات دي ازاي بقى لا هي مواجهات عاديه جدا سواء انت في بدايه الدوري سواء في نص الدوري بعد الثلاث اسابيع بعد الاسابيع انا شايف ان مواجهات طبيعيه يعني مواجهات طبيعيه ان الاهلي ممكن هيواجه المقصه في اول اسبوع بعد كده في الاسبوع الرابع هيواجه المشوار ده للاهلي شايفه ازاي يواجه الزمالك ازاي لا مشوار ان شاء الله مشوار كله زي ما قلت لحضرتك النهارده برضه هيحسم هذه الامور ان شاء الله يوم الجمعه القادم البطوله الافريقيه يا رب هتحسم الامور دي كلها وهتدي ارتياحيه الاعلام جماهير لعيبه جهاز فني كل هذه الامور وبتدي دوافع للعيبه في انطلاقه جديده ان شاء الله للدوري ان شاء الله ان شاء الله كابتن يعني. ارجع بقى حضرتك والمهمه انا شايف من اهم البوزيشنز الموجوده على مستوى الانديه كلها هو قطاع الناشئين واداره المواهب حضرتك واصل لفين بالنسبه لشغل حضرتك طبعا متابعه المواهب بنتكلم على ما شاء الله النادي الاهلي ويمكن حضرتك شايف ان عدد كبير جدا من اللعيبه الصغيره بدات تتمرن مع الفريق الاول وفي زي ما بقول ثوره كده في قطاع الناشئين وحضرتك يعني كنت قائد على هذه الثوره من سنين والنهارده في مرحله جديده وشغل جديد يعني لا انا حقيقه انا بتكلم برضو بواقعيه انا من سنتين كنت حاطط تصور لقطاع الناشئين وتصور اللعيبه المميزه وتصور عامل خريطه طبعا كنت كاتب كده حتى فريق مستقبل بالنادي الاهلي في بعض المراكز كل مركز فيه اثنين لعيبه فالحمد لله اللعيبه دلوقتي اللي انا كنت حاططهم النادي الاهلي بيستثمرهم النادي الاهلي النهارده بيشوفهم ودي حاجه ايجابيه جدا للجهاز الفني واداره التخطيط بالنادي الاهلي لان دول الولاد دول فعلا يستحقوا احنا خلينا بنتكلم بواقعيه الحاجه الثانيه اداره اكتشاف المواهب انا مر بظروف صعبه جدا يا كابتن يعني برضو انتشار فيروس كورونا والقلق اللي عند الناس والحتت دي كانت برضو ما ساعدتش الواحد انه يشتغل ويبدع انا لحد دلوقتي ما ابدعتش في هذا المكان لحد دلوقتي حاليا انا بكلمك بمنتهى الامانه الموضوع لسه الظروف ما كانش فيه تجمعات حضرتك. ما ساعدنيش الظروف ما كانش فيه تجمعات يعني النهارده لما بيجي لي واحد او اثنين او ثلاثه من الكشافين لما بتشوفي الولاد النهارده بتبعتي حد من عندك من اللجنه بيشوفهم ممكن حتى المستوى مش مستوى نادي اهلي مش مستوى نادي اهلي والولد ده عشان قاعد في البيت فتره كبيره صحيح متاثر فيجي النهارده الراجل اللي رايح يشوفه النهارده يلاقي الولد قليل جدا يجي النهارده يديني تقرير لا ده مش مستوى النادي الاهلي لان برضو عمليه اندماج الفرق في قطاع الناشئين النهارده النادي الاهلي بياخد اللعيبه المميزه يعني النهارده كابتن هاني النهارده وفي دمج 99 و2000 بياخد اللعيبه المميزه جدا المميز من 99 والمميز من 2000 مميز والباقي عشان النهارده يعمل فرقه واحده فما كانش اللعيب اللي هيبقى جاي احسن من اللي موجودين مش هيروح النادي الاهلي فانا النهارده واجهت صعوبه جدا نظرا زي ما قلت لحضرتك فيروس كورونا طب وبتخطط بقى ايه كابتن انت يعني الفتره دي صعبه انا هخطط ان شاء الله الفتره اللي جايه من خلال بقى المسابقات ان شاء الله المسابقات لما تقام هبتدي برضو اوزع المجموعه اللي معايا على المسابقات بحيث ان احنا لو شفنا حد كويس جدا نبقى حاطينه تحت المنظار ونقدر بعد كده مستقبلا نضمه النادي الاهلي يبقى خلاص خدت تقرير عنه هتشوف ماتشات رسميه تشوف ماتش واثنين وثلاثه واربعه ويتعمل لك ريبورت ويتعمل لي ريبورت طبعا يبقى حلو قوي غير النهارده لما بيبعت لي كشاف النهارده الكشاف مصلحته ايه؟ هيبعت لك النهارده لعيبه كتير جدا ولكن هم معذورين يعني الكشافين معذورين ان الولاد بقى فتره كبيره ما اتمرنتش يجي الولد النهارده يجي الولد النهارده عشان تحطه النهارده في مقارنه مع لعيب في النادي الاهلي هتلاقيه هو عامل كده واللعيب في النادي الاهلي عامل كده لان لعيب النادي الاهلي بيتمرن بسبب منتظم طبعا وعلاقتك مباشره كابتن على طول بالقطاع يعني حضرتك مع كابتن خالد بيلو اي عنصر واي طبعا اي حد بنبعته لهم وانا كنت عامل يوم يعني كان يوم بقى انت عارف كانت ظروف برضو مش قادرين النهارده نودي كم كبير كل يوم طبعًا. للفرق طبعًا. عملنا يوم مجمعين عدد كبير من اللعيبه يجي كابتن بيبو وجي مدير الفني للقطاع وكان معاه بعض المدربين وشافوا اللعيبه
شافوا لعيبه واختاروا بعض اللعيبه من الموجودين. حلو قوي. وهو حتى الراجل كان واضح قال لي في اعمار سنيه احنا مش محتاجين لعيبه فيه. زي ما قلت لك دمج الفرق عنده اللعيبه النهارده مش محتاج النهارده. يعني 99 2000 مش محتاج، ال 2002 و2001 مش محتاج. انت دلوقتي بيحط يعني لك كمان يعني عمر او مش محتاج، مش محتاج دمج الفرق. بالزبط. دمج الفرق النهارده سعيد النهارده عنده لعيبه كتير جدا فمش هيحتاج مش محتاج حد. بالظبط. طيب احنا خلاص يعني تقريبا في ختام الفقره دي، عايزه حضرتك توجه كلمه للجمهور قبل نهائي ابطال افريقيا. انا طبعا يمكن سعيد جدا لما فعلا بتعامل مع الجمهور او بتعامل مع الجمهور. ولكن جمهور الاهلي وجمهور الزمالك خلي بالكم دي مباراه تاريخيه. تاريخيه. تليق بالكره المصريه وتليق ايضا بالكره العربيه وتليق ايضا بالكره العالميه، لان اول مره تقام هذه. فاتمنى من كل قلبي كده ان الجماهير تستمتع بلقاء فني عالي جدا، بلقاء سلوكي رائع، بلقاء ايضا سلوكي. اتفرج واكسب وفريقك تكسب واطلع بعد المباراه شجع زي ما انت عايز. مفيش مشكله، ولكن ابعد بقى عن ان انت تشتم النادي المنافس، ابعد عن الحاجات دي كلها. اتمنى ذلك لان دي هتبقى صوره سلبيه في حق الجماهير المصريه. مكانه النادي الاهلي والنادي الزمالك وقبلهم مصر مكانه كبيره جدا ومحتاجه شغل كتير جدا من الجميع علشان تظهر الصوره دي اللي يعني تتكلم باسم مصر. خلينا نقول كده، تتكلم باسم مصر في النهايه. ما دي النهارده تبان للعالم. دي النهارده اهلي وزمالك. مين النهارده في افريقيا ما يعرفش اهلي وزمالك؟ مين النهارده على مستوى الدول العربيه ما يعرفش اهلي وزمالك؟ صح. مين النهارده على مستوى ممكن العالم كله ما يعرفش اهلي وزمالك؟ فالنهارده بيمثل اهلي وزمالك عنصر النهارده، العنصر الجماهيري ده عنصر مهم جدا، لان اي سلبيه هتتمسك على اهلي وزمالك وعلى جماهير الكره المصريه. اتمنى الجماهير يبقى بعيدا عن السوشيال ميديا والتعصب ده، تبقى فعلا تستحق الاشاده والتقدير سواء جماهير اهلي وزمالك بعد نهايه هذه المباراه ان شاء الله. ده يعني كلمتك للجماهير، وحضرتك نجم كبير وخبره كبيره وسنين طويله وبطولات كبيره جدا. كلمه للاعيبه النادي الاهلي دلوقتي هم بيسمعونا في المعسكر، و على مستوى الكابتن فتحي مبروك اللي حصل على بطولات كتيره جدا كبيره جدا، تقول لهم ايه؟ لا انا اقول للعيبه النادي الاهلي يعني طبعا انتوا لعيبه كويسين، لعيبه على المستوى الدولي كويسين، لعيبه على المستوى الافريقي الحمد لله كويسين، على المستوى المحلي كل جماهير مصر سواء اهلاوي زملكاوي كلها عارفه اللعيبه وبتعشق اللعيبه مباراه مهمه جدا جدا. اتمنى ان تخرج في اطار فني النهارده. المدير الفني النهارده بيقول لكم على حاجه لازم تنفذ داخل الملعب، وفي نفس الوقت ما تخليش النهارده حد يشدك لحاجه النهارده يبقى فيها تعصب او فيها سلبيه او فيها النهارده حاجه تدين تخرجك عن التركيز. فاتمنى ذلك، وان شاء الله اتمنى لعيبه النادي الاهلي الفوز بهذه المباراه ويقدموا اداء رائع كالمعتاد ونكسب هذه البطوله ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. كابتن فتحي شرفتنا. لا انا مشكورك كابتني ودايما مشرفك كبير وبرنامج جميل وسعيد بيكم انتوا الاثنين. مشرفنا دايما يا كابتن. احنا دايما بنبقى سعداء بوجود حضرتك معانا في البيت الكبير، ولسه البيت الكبير مستمر، ولكن فقره خط احمر في البيت الكبير مع زمايلي فارس واسامه اللي برحب بيهم في الاول. اهلا بيكم يا فارس. اهلا بيك يا اسامه. يا سهام اهلا بيك يا كابتن. مساء الخير عليكم. المدرب المنقذ اللي يمكن مظلوم بسبب فكره ان هو منقذ على مدار السنين للنادي الاهلي كابتن فتحي مبروك. وحابب اقول حاجه، امبارح كنت بتفرج على البيت الكبير في البدايه، الفقره اللي انتوا عملتوها بتاعه الصحافه والاخبار اللي كانت على موسيماني ابعادها وليه طلع في الوقت ده وطريقه ردكم، كان المحتوى ده احنا معنيين بالدفاع عن النادي الاهلي فكنا عسينه جدا. وعجبتني الكلمه اللي انت قلتيها ان النادي الاهلي قناته درع وسيف، وفعلا كانت فقره موفقه جدا، انا سعيد بيها وانا بتفرج، واتمنى نفضل دايما كمان نلقي الضوء على الصحافه من الجانب ده. الحمد لله الحمد لله. احنا اللي بنشكركم جدا وانتوا كمان جزء من احنا الدرع وانتوا السيف بقى عشان ربنا يخليكم. وجمهور النادي الاول هو رقم واحد. هتوقعيني في الجمهور ليه؟ جمهوره ده حماه. هتوقعيني في الجمهور. الجمهور عارفه ان انا بحبك يعني، بس خلينا نتكلم. هو عشان كابتن هاني، كابتن هاني دايما كان بيلعب ليبرو، فدايما هو واخد ان هو يكون هو الدرع. ايوه هو ده الكلام يا كابتن فتحي. طبعا نعتبر احنا الاسترايكر لو كابتن هاني يسمح.
يعني. لا ده انتوا راس حربه على مستوى عالي جدا حبيبي يا كابتن هاني، واهلا بيك يا سهام، وطبعا اهلا بالكابتن فتحي مبروك. طبعا اهلا بيك، اهلا بيك يا اسامه. بس يا اسامه هو ده ابيض برضو ولا ايه؟ مش هو أنا. ده ايه؟ مش شايفه كويس. بيج بيج ده اوف وايت. طيب يلا فقره مميزه ان شاء الله مع مع خط احمر نستمتع بيها، ونشوفكم ان شاء الله بكره في نفس الميعاد من 10 لواحده في البيت الكبير ان شاء الله. وطبعا يعني انتظرونا بعد الفاصل باذن الله حلقه مختلفه تماما من الاهلي خط احمر. انا لكم وبدايه فقره الاهلي خط احمر معانا النهارده محتوى دسم جدا. اهلا بك يا اسامه واهلا بكل جمهور. اهلا بك يا فارس، واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. ان شاء الله تستمتعوا بحلقه مختلفه جدا. وطبعا زي ما احنا عارفين يا فارس، خلاص كنا دايما بقالنا اسبوعين بنقول لا صوتي على فوق صوت النهائي. انا ما بتشائم لو 72 اديها لي لا صوتي على 72 ساعه. ان شاء الله باذن الله النهائي ده يكون من نصيب النادي الاهلي. ساعات الحسم، الجمهور كله عنده ثقه في فريقه، وعشان كده مفيش بدايه افضل من جمهور. جمهور النادي الاهلي بيدي دروس، جمهور النادي الاهلي بيثبت ان فعلا السوشيال ميديا في النادي الاهلي لها تاثيرها. مدربين كتير جدا اشتغلوا في فرق عربيه وافريقيه او حتى عالميه. انا عايز اسجل ان الاول مره في حياتي اشوف هاشتاج باسم مدرب بيوصل لمليون تغريده، بيتخطى المليون. انا اول مره اشوفها، واتحدى ان يكون في حد حصل معاه كده. بيتسو موسيماني اهلا بيك في النادي الاهلي، قلعه الملايين. الجمهور ده اعتقد الرساله وصلت لك، وهو بيتصدر في الترند داخل مصر، ومن ضمن الترند على مستوى العالم كان بينافس الخامس. الخامس وده الترند ناين ستار موسيماني، النجمه التاسعه. اعتقد لما تشوف رقم زي ده تعرف ان انت قدام معادله صعبه من نوعها ومش موجوده في اي جمهور تاني يا اسامه. بالتاكيد يا فارس، واكيد برضو ده معناه ثقه كبيره جدا في مدير فني. اذا كان فارس بيتكلم ان ما شافش الكلام ده مع اي مدير فني. الحقيقه كمان لو شفنا الفتره الوجيزه اللي تولى فيها القياده الفنيه بيتسو موسيماني، يعني حوالي 6 ماتشات او 7 ماتشات بالكتير، ويحصل على الثقه دي من جماهير النادي الاهلي، اعتقد احنا ما شفناهاش من وقت مانويل جوزيه. فبعد 21 يوم تقريبا من تاريخ تعيينه بيوصل لمليونيه على تويتر. ومش كده وبس، انت ممكن تعمل المليونيه مره، لكن كمان تاني يوم تعمل نفس المليونيه، ده رقم صعب جدا. لكن مفيش حاجه بتبقى صعبه على جماهير النادي الاهلي، اللي برضه تاني يوم بالظبط عملت مليونيه اخرى. رساله للاعبي النادي الاهلي وتكريم لشهداء النادي الاهلي، وطلبت بالتاسعه لتكريم ال 74، برضه بتتخطى المليون، وبرضه بتتصدر الهاشتاج، بيتصدر تويتر لتاني يوم على التوالي. فلما تحب تعمل مليونيه عليك وعلى جماهير النادي الاهلي. جماهير دايما عارفه امتى يا فارس تكون في وقت الصعب، تكون دايما داعمه لفرقتها، وامتى بتشيل فرقتها. وده اللي بيفرق النادي الاهلي عن اي نادي اخر، هو جماهير النادي الاهلي. 21 يوم النادي الاهلي ترند مختلف، كل يوم لاعب وكل يوم عضو، والنادي الاهلي جمهوره بيدي رساله للجميع داخل الفريق، لازم نحقق البطوله بفضل الله، لان احنا فعلا تعبنا ومستنيين لحظه التتويج. ونبدا بقى اولى فقراتنا بعين تاني. ورجعنا لكم وبداية فقراتنا، ولأننا بنشوف كل حاجة بعين تانية، معانا النهاردة أمور شفناها بعين تانية. أولها جدول الدوري اللي تم الإعلان عنه لإدارة جديدة بيتولى رئاسة لجنة المسابقات أستاذ مازن مرزوق. نتمنى يكون في انتظام، ونتمنى يا أسامة نشوف الدوري بشكل مختلف عن المواسم السابقة، من حيث بقى التأجيلات وكل المشاكل اللي كانت بتحصل نتجنبها. بداية النادي الأهلي على الأقل المواجهات الأربعة الأولى اللي أنا شايفها نسبيا جيدة جدا، المقصة، غزل المحلة الصاعد، الاتحاد السكندري، الجولة الرابعة عندنا الزمالك. وحسنا فعلوا أن أخيرا يا أسامة مباراة النادي الأهلي والزمالك ما بتتحطش في ميعاد محدد، يكون في آخر الدور الأول أو في آخر الدور الثاني، لأن هي حرفيا كانت بتقتل متعة البطولة. وبالنسبة لي كنت بحس أن احنا بنعمل حاجة مش موجودة على مستوى العالم يا أسامة. هو الحقيقة فارس يعني ده مش ده اول موسم يحسب للجنه الخماسيه، ده الموسم الثاني على التوالي. وتقريبا احنا كنا بنتكلم عن فكره الاسبوع الاخير، نقلوها المره دي للاسبوع الرابع ثاني مره على التوالي. بس نتمنى في هذه المره ان المباراه يعني لا تؤجل لاي سبب من الاسباب،
طبعا عندنا بعد كده من الجوله 9 تقريبا مواجهات صعبه جدا، لكن ان شاء الله النادي الاهلي حريص كل الحرص ان هو دايما بيدخل بطوله الدوري وهو عينه على لقب البطوله، لانها البطوله المحببه لجماهير النادي الاهلي. لكن مش بس كان جدول الدوري اللي تم اعلانه، ايضا شعار يعني لقى كثير من الجدل على السوشيال ميديا، شعار الدوري المصري. حابين نقول ان الفكره كانت كويسه جدا ان انت الدوري بتاعك يكون ليه لوجو او له شعار زي الدوريات العالميه، ولكن الحقيقه يعني كان لو استعرضنا الشعار كان في بعض التعليقات كثيره جدا على وسائل التواصل الاجتماعي، من فكره اه انت بتربط فيه شبه طبعا من دوريات اخرى، ولكن حتى فكره لو انت بتستخدم ابو الهول يعني كان ليه الحزن، يعني ليه الحزن احنا داخل اه يعني راجل متغاضى عن اي حاجه بتحصل، راجل مغمض عينيه، واحنا عايزين دايما يعني تبقى العين مفتحه تماما من كل المسؤولين عن كره القدم. وبالتالي يعني كان المفروض من وجهه نظرنا طبعا او من وجهه نظري اعتقد فارس بيتفق معايا ان اللوجو يعني كان فيه بعض الكلام كتير عن السوشيال على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن في النهايه هي خطوه موفقه يا فارس. لا مش موفقه. لا لا مش اللوجو اللي خطوه موفقه، الفكره ان انت خلاص بتعمل للدوري شعار وده مهم جدا، ولكن يعني ناس كتير قالت لو كنت طرحت ده على وسائل التواصل الاجتماعي وتلقيت رسائل من عندنا ناس شباب زي الفل، تصميمات مبهرة بالظبط، تصميمات كان يعني المفروض ده اللي يحصل. بص يا احمد، انا امبارح دخلوا عليا لقوني قلب اللوجو كده، عارف عادل امام لما كان بيشوف اللوحه ونفسي افهم هو ايه المطلوب، يعني تحسه صاعد الى السماء. لا خاصه كمان في حاجه، هو اصلا ملوش علاقه بلوجو الاتحاد المصري لكره القدم، ده بقى مهم. الالوان الاساسيه يا احمد، حتى الالوان الاساسيه لشعار الاتحاد المصري مش شرط ان انت تقلد الفكره، ولكن زي ما احنا شايفين يا احمد كان عندك تعقيب على فكره بالظبط. انا بقول لك يعني بعيد خالص كل البعد عن اللوجو بتاع الاتحاد المصري لكره القدم، يعني حتى لو في محاوله للتقليد ومفيش مشكله حتى لو في محاوله للتقليد، ولكن يعني لازم يكون بطريقتنا احنا وبتمصيرنا احنا. فكره الأحداث. الفرعون الموف الحزين دي حاجه غريبه. اه بالظبط. احنا انا حسيت الموضوع مستوحى من فكره بس ما جاتش صح، يعني قلشت شويه. نشوف شعار البريمير ليج الدوري الانجليزي، ولو لاحظنا مش شرط ان الالوان تكون هي، ولكن فكره الاسد الموجود على الشعار، فكره الالوان تقريبا نفس النسق حتى لو مش نفس اللون، على عكس تماما الاتحاد المصري اللي حتى فكره الهويه بتاعه العلم المصري بالوانه الاساسيه لو رحنا لاغلب الدوريات هنلاقي فيها جزء من العلم الخاص بالدوله، على عكس التصميم ده اللي فيه حاجات كتير جدا غريبة. وفي اعتقادي ان الفكرة زي ما أسامة قال فكرة جيدة بس ما كانتش الافضل في التنفيذ اطلاقا. ده طبعا زي ما قلنا شايفين تاني بيتعرض تاني، لكن بقى عندنا موضوع تاني يا فارس غير طبعا موضوع اللوجو. والحقيقة طبعا احنا بنشكر اللجنة الخمسية انها فكرت في اللوجو وده قابل لتغيير في وقت ما، ولكن عندنا قضية كانت قضية الساعة فترات طويلة جدا اتكلمنا عنها وهي فكرة احمد. انا عايز اقول ان احنا في البرنامج ده تحديدا كان لنا مواقف قوية جدا مع فكرة ما يحدث تحديدا في الكاف خاصة في عهد احمد، واتكلمنا عن حاجات كتيرة جدا واخطاء كانت يعني الكل كان اجمع عليها وكان شايفها، وتحديدا في نهائيات مباريات بشكل مختلف جدا، وازمة الوداد والترجي عقبنا بما فيه الكفاية عن موضوع عهد احمد. ولكن لجنة الاخلاقيات في الفيفا بتصدر قرار، من وجهة نظري هو قرار مش بس براءة عمرو مصطفى مراد فهمي، ولكن هو قرار لفكرة ان كل انسان شريف لازم يكون مع القرار ده، لان بالفعل كان في ممارسات غير طبيعية بتتم في الكاف. وبالتالي زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة لجنة الاخلاقيات بالفيفا بتوقف احمد عن ممارسة جميع الانشطة المتعلقة بكرة القدم سواء الادارية او الرياضية وغيرها على المستوى الوطني والدولي لمدة 5 سنوات. يعني نقدر نقول خلاص موضوع احمد انتهى ونستعد لما هو قادم. ولكن المقلق في الموضوع ان احمد كان رئيس الكاف، ولكن في لجان موجوده وطبعا سيستم معروف، فلازم يكون حرصنا كل الحرص لو عايزين نصلح اي فساد فلازم برضه نركز مع اللجان. وانا اخشى ما اخشاه لان طبعا المرحوم عمرو مصطفى مراد فهمي هو تربيه النادي الاهلي، طالع حتى من مدرج النادي الاهلي، فاتمنى يا فارس ما يكونش فيه اي عواقب كنوع من انواع رد على النادي الاهلي في مباراه النهائي، لان ده تخوف انا بالنسبه لي وصلني. استاذ احمد اعتقد احنا اتكلمنا في النقطه دي، اتناقشنا فيها حتى قبل الهوا، فكره اللجان زي ما انت قلت. الاتحاد سياسات مش اشخاص، اكيد الاشخاص اللي بيديروا الاتحادات بيكون لهم تاثير لان هم اللي بيوجهوا السياسات، بس في النهايه
اذا تخلصت من احد مش معنى كده ان احنا عندنا تحفظ على اللجان، اكيد في تحفظ بنقوله في وقته، انما عندنا مخاوف عرضنا المخاوف دي زي ما احمد قال. بس بالنسبه بقى للشخص اللي كان هو اللي رمى الحجر في الماء الراكد، عمرو مصطفى فهمي اللي في القلب ليه حراره لا تبرد بعد رحيله، يمكن القرار ده هو اللي كان خلى الموضوع شويه اهدأ. وعايز اقول حاجه، يا ريت الناس تراجع التوقيتات فيما يخص الاتهامات التي وجهها عمرو فهمي فيما تخص الشركات الراعيه، فيما يخص شركات الملابس، فيما يخص حتى بدايه الملف نفسه. كل دول يا احمد كنا جزء هنا بنتكلم في كل مره عن عمرو فهمي عمل كذا في وقت كان كتير جدا ما بيتكلمش، ولو رجعنا البرنامج ده هنلاقي المقاطع اللي اثار فيها القضيه دي كانت كتير جدا، لان احنا كنا فعلا شايفين ان في حد بيغير حاجه بشكل استثنائي. بس بالتأكيد، بس انا عايز اقول لك حاجه، يعني انت لو جيت تبص في اشياء قدريه كتيره جدا، يعني تقريبا وفاه عمرو مصطفى مراد فهمي كانت 23 فبراير بالظبط، بعد 9 شهور 274 ليله في مقبره او في تربته رجع له حقه، ومش بس حقه، لا حقه كمان لوالده، والده اللي رباه تربيه كويسه جدا هو هيشيد بيها، ونتابع الكلام ده في حوارنا. ولكن والده ايضا اتعرض لإشاعات كتيره جدا واتهامات كتيره جدا لمجرد ارتباط اسمه في النادي الاهلي. فاعتقد يا فارس براءه عمرو مصطفى مراد فهمي براءه النادي الاهلي كمان الموضوع ده. يمكن احمد الاغلبيه شايفه اللي احنا شايفينه، والناس كلها حاسه ان عمرو فهمي اخيرا نقدر نقول ان هو ينام مرتاح، لان هو حقق اللي هو كان عايزه بعد رحيله. بس في حد دايما بيشوف الامور بعين تانية، بس احيانا العين التانية دي بتكون عين فيها جزء، انا مش عايز اقول مش سوداوية، ولكن فيها جزء من عدم العدالة في عرض الموقف، فيها جزء من التجني، فيها جزء في اللحظة اللي لازم كلنا نسقف للشخص هو بيشوفه بعين تانية. تعالوا نشوف العين بتاعت كابتن خالد الغندور شافت الراحل عمرو مصطفى مراد فهمي ازاي. عمرو مصطفى مراد فهمي قال ان احمد فاسد، قال هذا الكلام قبل وفاته بشهور، ولكن عمرو قال هذا الكلام بعد اقالته من منصبه وتعيين رجل مغربي مكان عمرو مصطفى مراد فهمي. فاكرين؟ اذا اللي انا عايز اوصل له ايه يا جماعه، ربنا يرحم عمرو يا رب، عايز اوصل ايه، ان يا جماعه اللي بيحصل ده بيبقى توقيته توقيت انتخابات ومناصب، انتخابات ومناصب. واللي انا عايز اقوله، لو انا شفت بني ادم فاسد وبتعامل مع بني ادم فاسد لازم اقول ان هو فاسد، ما لا انتظر ان هو ياخد قرار ضدي او اي حاجه، لازم اقول ان هو فاسد، حتى لو انا بشتغل معاه وحتى لو انا في المطبخ. دي العين الكابتن خالد الغندور شاف بيها الراحل عمرو مصطفى فهمي في لحظه خاصه جدا. فيما يخص التوقيت او ان الموضوع والاتهامات اللي وجهت لرئيس الكاف كانت بعد اقاله عمرو فهمي، هيكون لنا واقفه مع اسامه معاه، بس انا حابب اتكلم في نقطتين اثرهم. فكره المبدا ان لو انت عندك مشكله مع حد ما تستناش تخرج عشان تقولها، اعتقد مش عمرو مصطفى فهمي ابدا اللي كان بيغير مبادئه واللي كان بيغير علاقته باشخاص على حسب مكان تواجده، انت عارف كويس مين اللي كان بيعمل كده، ده رقم واحد. الرقم الثاني، لو انت بتتكلم في موضوعيه اللي بيتقال ان اتهامات عمرو مصطفى فهمي من رايك ما كانتش موضوعيه لان كان وراها غرض اللي هو خروجه من الكاف، حابب اقول لك ان انت نفس الشخص اللي استشهدت من ايام بعمر مصطفى فهمي ورأيه في الحكم اللي انت كنت متخوف ان هو يتعين لفريقك، واعتقد ان كان برضو الكلام من سلسلة كشف الفساد الكتيرة اللي كان بيتكلم فيها عمر مصطفى فهمي، كان اولى انك تشوف ان الكلام ده كان طالع برضو لغرض ان عمر خرج من الاتحاد فبيهاجم بكلام مش موضوعي، لا انت استشهدت بيه ورفعت كلام، وعارف ليه؟ لان جواك حاجة مخليك واثق ان عمر عاش ومات صاحب قضية مش أي حد يعرف يفهم يكون صاحب قضية إزاي. وعشان كده فارس يعني دايما بنقول يعني كان بيننا أحياء وهم كالأموات، وعمر مصطفى مراد
فهمي اذا كان توفاه الله، ولكن سيرته دايما هتكون حيه بينا. والحقيقه يعني انا مش عايز ناخد الموضوع لسكه البعض يتذكر يعني او يتكلم ان احنا بنتكلم كابتن خالد غندور فواخدنا اهلي وزمالك، لان الحقيقه في اعلاميين زملكاويه كتير جدا اشادوا بعمرو مصطفى مراد فهمي. والحقيقه انا قلت الموقف اصلا ده هو موقف لكل يعني حد نفسه يقضي بالفعل على الفساد، مش بيردد شعارات ان احنا عاوزين عداله وشعارات قضاء على الفساد، وهو لو استفاد من الفساد ده فاهلا بالفساد. هو ده المهم جدا في القضيه. يمكن حتى بعض الاعلاميين يعني مثلا الكابتن احمد حسام ميدو اشادنا بيه هنا قبل كده وانتقدناه برضو قبل كده، لان الموضوع حسب الموقف وحسب الراي، واحنا ما عندناش علاقات شخصيه او عداءات شخصيه او حتى اختلافات مع الشخص، احنا مع رايه دايما. كان له راي عن عمرو مصطفى مراد فهمي في 2017 وشايف ان سبب تعيينه هو والده المهندس مصطفى مراد فهمي، ثم في 2018 كان داعم لفكره احمد وبيقول ان هو معاه ضد الفساد، ولكن بالامس عمل جزء كويس جدا عن عمرو مصطفى مراد فهمي واشاد بعمرو مصطفى مراد فهمي وانه كان عنده حماس شديد جدا للقضاء على الفساد. والجميل كمان ان عمرو مصطفى مراد فهمي خلى القضيه مش اهلي وزمالك، بدليل ان هو استعان بميدو وكمان استعان بزميل اعلامي برضو اتكلم عن الموضوع ده بشكل مهم جدا، ويوضح لكابتن خالد غندور ان الشكوى اللي صدرت من عمرو مصطفى مراد فهمي اللي توفى وهو عمره 37 عام كان وهو بيقبض الاف الدولارات من الاتحاد الافريقي، ولكن رفض ان هو يقبض فلوس في ظل وجود فساد. فتعالوا نشوف اعلامي اخر بيتكلم عن قضيه عمرو مصطفى مراد فهمي وتحديدا في توقيت الشكوى. ليه بقى بنحكي الكلام ده؟ يوم الخميس اللي جاي سيحدث هذا الصدام بين المصري عمرو فهمي الامين العام للاتحاد الافريقي لكره القدم والملجاشي احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم، وسيقوم عمرو فهمي بتقديم هذه المستندات امام المكتب التنفيذي في وجود احمد ليقول انه هذه المستندات بها شبهه تلاعب انا لم اوقع عليها ولم اقبلها. على الجانب الاخر احمد سيقوم في نفس الجلسه يوم الخميس اللي جاي ويقول انه عايز يعمل تغيير، ان مثلا معاد حجي المغربي اللي هو يعتبر دلوقتي نائب عمرو هو اللي يتولى المنصب وهيتم تغيير الادارات، وبموجبها اذا صوت الحضور سيرحل عمرو عن المنصب. يوم الخميس والجمعه بعد هذه الجلسات العنيفه ربما لن يستمر الثنائي، ربما يستمر ربما لم يستمر الثنائي وربما يستمر احدهم. وطبعا رئيس كاف وسكرتير معروف مين اللي هيستمر. انا هنا حابب اشيد بالزميل هاني حتحوت لان هو ده الاعلامي وهو ده المهنية والموضوعية في الأمر، أكون أنا عارف المعلومة كويس قوي فبالتالي هكون رأي محترم ورأي نزيه ورأي سليم، لكن لما أنا يكون مش عندي المعلومة هطلع أقول إن عمرو مصطفى مراد فهمي بعد ما ساب الكاف فراح بشكل انتقامي يعمل شكوى ضد رئيس الكاف. طب هنا وارد جدا وطبعا بنحترم الزميل هاني حتحوت، لكن وارد البعض يقول لك ما هو زميل مصري وهو اشاد بعمرو مصطفى مراد فهمي وكان في الجلسه اللي جمعت ميدو بعمرو مصطفى مراد فهمي الزميل هاني حتحوت. لا كمان هنروح لوكالات اجنبيه، وكاله رويترز اللي اعلنت عن التوقيت بتاع شكوى عمرو مصطفى مراد فهمي اللي تم اقالته في ابريل 2019. نستعرض صوره خبر رويترز على الشاشه وتقروا بالظبط الجزء بتاع التي ارسلها اللي هو الباراجراف الثاني التي ارسلها فهمي في 31 مارس الى لجنه التحقيقات في الفيفا واطلعت عليها رويترز. هنا مهم جدا ان انت كمان مطلع على الوثيقه فبتنشر، بتتهم احمد باصدار اوامر لامينه العام بدفع رشاوى 20,000 دولار، واتكلم عن كل قضايا الفساد اللي اتكلم عنها احمد ده في 31 مارس. يعني الراجل بوضوح جدا وهو سكرتير عام الاتحاد الافريقي منصب يتمناه اي شاب في سنه، ومع ذلك رفض وجود فساد لانه متربي صح يا فارس. متربي صح يا احمد وعارف قضيته. وكمان المهم ان ناس في ناس بتربط بتقول احمد اقيل لاسباب اخرى. قضيتين اساسيين، القضيه الخاصه باسناد قبل بطوله امم افريقيا المحليين، عشان في ناس ما تابعتش القضيه من ايام عمرو فهمي، كانت الفكره ان تم اسناد عقد لشركه جديده لتوريد ادوات رياضيه بما يقرب من مليون دولار، مع ان العقد السابق اللي مع شركه تانية كان ب 250,000 دولار. القضيه دي كانت من القضايا الرئيسيه اللي ثبت اتهام احمد فيها، وكمان اعطاء نوع من انواع الهدايا لرؤساء اتحادات. هي دي الفكره، انك بتتكلم بمستندات وصح، وزي ما شفنا
رسالة للصحفيين والتغطية الصحفية برضو فكرة المصادر، قال لك طلعنا على الوثائق فلازم نتحرى الدقة. بس أعتقد ممكن ناس تسأل، طيب كابتن خالد الغندور بيسأل دلوقتي، ممكن يكونش يعرف، ما طلعش السبب إن هو لما أقيل أخذ موقف، بس بيسأل برضو أخذ الموقف ليه؟ هنعرفك أخذ الموقف ليه لما نطلع ونسمع عمرو مصطفى فعلا. قال لك اسأل عبد ونعيمك، لو انت قاعد على الكمبيوتر وقاعد بتشتكي على الانترنت، ربنا قال لك، ربنا زي ما بقول لك، قال لك اسأل عبد ونعيمك، لازم تعمل ما كل تقدر عليه وتدعي وربنا بيعمل فيه الخير. لازم تقتنع ان انت تعمل انت الصح، ما تبقاش بتعمل حاجه عشان هتوصل لحاجه، انت بتعمل واللي بيحصل يحصل. انا الحمد لله انا متربي على كده، الصح صح والغلط غلط، او يعني ابتديت اجمع الغلط وما يئستش. انا ما فيش سكرتير عام في التاريخ في سواء في الاتحاد الافريقي او في الاتحاد او اي اتحاد، انا اول سكرتير عام في اي اتحاد قاري يعمل اللي انا عملته. انا لن اسمح، المرتب بتاعي كان كبير الحمد لله، لن اسمح ان الفلوس توكلني، لن اسمح ان انا ابقى فاسد زي اللي حواليا. انا كان اهتمامي بالوظيفه ان تنظيف وتحسين وتكبير الكره الافريقيه في جميع المسابقات، وده اللي على اساسه قبلت الشغل. تربية المستغني، تربية عمرو مصطفى فهمي اللي عمره قال ما هسمح ان فساد يحصل وانا موجود عشان انا مش مستني حاجة وما عنديش حسابات. كابتن خالد، يا تعيش احمد احمد، يا تموت عمرو مصطفى فهمي. رحمة الله على عمرو مصطفى مراد فهمي. والحقيقة يعني كان عندنا كمان تعقيب من الوزير السابق المهندس خالد عبد العزيز، وكان بيوجه الرسالة لوالد ووالدة عمرو مصطفى مراد فهمي تأكيدا على فكرة التربية، وتحديدا في اليوم ده، اليوم اللي اترد فيه اعتباره واترد فيه حقه حتى وهو ميت. لذلك دايما بنقول في ناس هتعيش أحياء ما بيننا وهم أموات، وناس هتعيش أموات وسطينا وهم أحياء. هي دي الرسالة اللي نقدر نطلع بيها من عمرو مصطفى مراد فهمي، ابن مصطفى مراد فهمي سكرتير عام الاتحاد الافريقي، ابن مراد فهمي سكرتير عام ايضا الاتحاد الافريقي. اعتقد لا هو ولا والده ولا جده يقبلوا فساد، وبالتالي هم نماذج مشرفه وبنشرف بيها. دي كانت قضيه عمرو مصطفى مراد فهمي، ولكن عندنا قضيه اخرى وموضوع اخر عن فكره نبذ التعصب، والحقيقه فكره كمان الحديث عن الجماهير والمعلومات لما بتكون مش صحيحه. نطلع نشوف الفيديو للزميل الأستاذ سيف زاهر ونرجع نعقب. دي رسالة بس لكل حد ممكن يطلع يقول لي أصل كنتوا جايبين صحفيين فسألتوا الصحفيين يعني جمهور الأهلي أكبر ولا جمهور الزمالك؟ ما هو حضرتك اللي حكى لك، لأنك لا يمكن تكون اتفرجت، اللي حكى لك ما قالكش إن إحنا عمرنا ما بنستضيف حاجة اسمها صحفيين، إحنا بنستضيف اتنين نقاد رياضيين أو صحفيين ولهم كل احترام، واحد زملكاوي واحد اهلاوي. فالسؤال بيترد عليه من الجانب الزملكاوي، والسؤال بيترد عليه من الجانب الاهلاوي، ودي كلها لغه ارقام قابله للحديث، ملهاش دعوه باي. اعتقد دي مش لغه ارقام يا استاذ سيف، واعتقد انت عارف كويس قوي شعبيه اي نادي في مصر هي الاعلى، وتحديدا لما هنجيب لك الشعبيه من خلال نفس القناه بالظبط وهي بتستعرض استفتاءات. لكن مهم جدا يا كابتن سيف، اكيد انت عارف ان توجيه السؤال يلزمه أيضا من الإعلامي إن هو لو في خروج عن النص أو كلام مش مألوف أو كلام ممكن يستفز بعض الجماهير، فأنا هنا أقول ستوب، لأن لو بيتكلم أرقام فقط لغير وبيقول أهلي أو زمالك فقط لغير ده أعلى أو ده أعلى، فهنا خلاص دخلت وجهة نظر. لكن يا فارس لما يروح وينعت أو يصف جماهير النادي الأهلي بصفة صعبة شوية، أعتقد كان لازم وقف. هو الجمهور ممكن يعني ما يبقاش لحد دلوقتي وصل فين المشكلة، إن كابتن سيف زاهر بيقول إن هو جاب ضيف يتكلم، بس لو أنت سمعت كلام الضيف كان إيه هتعرف إن كان في مشكلة كبيرة قوي. نطلع ونسمع أستاذ عمرو الدرديري مع كابتن سيف زاهر كان بيقول إيه. جمهور الأهلي قد جمهور الزمالك، لكن الفكرة في إيه؟ ان 90% من اللي بينتموا يقول لك انا اهلاوي بيبقى ملوش اصلا في الكوره، يقول لك انا ما بشجعش بس انا اهلاوي.
فهم دول دي الزياده يعني الزياده في كده يعني لا 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 اقف اقف يعني بيقول لك انا ما اعرفش يعني 90% بس انا يعني بشجع لا 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 بقول لك 90% من المجموعه دي لا 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 جمهور كده يعني جمهور الاهلي ما بيفهمش كوره يعني يعني اللي بيفهموا كوره لا انت عايز تقولني جمهور الاهلي انت بتقول ما بيفهموش انا بتكلم على جمهور الاهلي قد جمهور الزمالك اللي بيفهم كوره قد اللي بيفهم كوره قدهم اه انت عايز تقول اللي عامل الزياده هو اللي هم يعني الزياده يعني مثلا هنقول 30 وصل 30 والباقي ال 40 دول ما بيفهموش في الكوره مثلا تقصد كده انت عايزهم ما يفهموش في الكوره خلاص لا انت اللي بتقول كده ده معنى كلامك يعني انا ما بقولش كده انا بقول اللي ما لهمش في الكوره اللي ما لهمش يعني ايه ما لهمش يعني انا ما بشجعش كوره اصلا ما بنتميش فتيجي تقول لي اقول لك انا اهلاوي طب ليه مين اللي بيقول كده بتقول لي الكلام ده منين اسال اسال الناس امشي في الشارع يعني الكلام ده بتجيبه منين ده موجود موجود ده ازاي يعني يا جماعه طب ليه اللي ملوش في الكوره طب ليه اللي ملوش في الكوره يختار الاهلي جدا الحقيقه ايه ليه اللي ملوش في الكوره يختار الاهلي مع الرايجه يعني مع الاغلبيه مع الرايجه الرايجه مالهاش دعوه بالاغلبيه ايه علاقه الاغلبيه بالرايجه مع الرايجه يعني كسب بطولات فهيبقى خلاص معاه مع الانجاز يعني مع اللي يكسب اللي يكسب بطولات يعني اللي يكسب بطولات هو يبقى صاحب الجماهيريه الاكثر طب ما الاهلي يعني الاهلي اكثر بطولات انت عايز تقول ان الاهلي اكثر لا انا مش عايز اقول حاجه انا خلاص هوافقكم خلاص انتوا عايزين انا على مسافه اعتقد فهمنا بشكل كويس قوي الكلام اللي ما كانش ينفع يتسكت عليه ليه لما اصف جمهور الاهلي ان 90% منه ما بيفهمش في الكوره ده اتشال من قاموس الاعلام في العالم كله ده تنمر وتعصب وعنصريه تجاه جمهور النادي الاهلي مش من حق كائنا من كان يوصف مشجع انه بيفهم في الكوره او ما بيفهمش في الكوره حضرتك مش من حقك تقيم الناس والمصطلحات بتاعه 90% مع الرايجه ناس ملهاش في الكوره حضرتك المصطلحات دي حتى من قواميس الصحة النفسية للناس اللي بتتفرج في العالم كله التنمر والتعصب والعنصرية تجاه المجاميع من البشر ده شيء مش مسموح به عشان هنا يا كابتن سيف كان في رسالة إعلامية مفترض يتقال ستوب الكلام ده مش رأي خارج نطاق الرأي ده إساءة وإهانة لجمهور النادي الأهلي بس كمان الكلام نفسه محتاج يترد عليه من خلال الاسبوع ده كان اسبوع يا اسامه شعبيه النادي الاهلي انا عايز اقول نقطه تعقيبا على النقطه دي وتحديدا 90% احنا بنشكر الاستاذ عمرو الدرديري ان هو وضح حتى على كلامه ان 10% فقط من جماهير النادي الاهلي اللي هو من وجهه نظره شايفهم بس هم اللي بيفهموا كوره بيعادلوا جماهير نادي الزمالك احنا بنشكرك بس على النقطه دي كمل بقى فارس هكمل لان في حاجه بربطها باللي انت بتقوله اللي ممكن يكون مش مهتم رياضيا ولازم ننتقل الفاظ لما نيجي نتكلم على جموع الجمهور اللي مش مهتم رياضيا مش هيبقى عنده اكاونت يدخل يشارك في تصويتات ويشارك في استفتاءات هي دي بالزبط. العينه طيب العينه اللي بتشارك في استفتاءات وعندها تويتر عندها سوشيال ميديا بشكل عام وبتدخل يبقى دي عينه فاعله تعال نشوف نسبه العينه الفاعله دي الى جمهور الزمالك كانت ايه اولا قبلها عايزين نروح لحاجه على المستوى الدولي مجلس دبي الرياضي كان عامل فكره السنه دي لها علاقه بمنح جوائز تقديريه للانديه وللاعبين عمل فكره ان على مدار اخر 20 سنه مين افضل نادي حط 8 انديه 7 انديه من اوروبا وهم بايرن ميونخ برشلونه يوفي ليفربول مانشستر يونايتد باريس سان جيرمان وريال مدريد ونادي فقط من افريقيا واسيا وحتى امريكا الجنوبيه خد نادي فقط خارج قاره اوروبا وهو النادي الاهلي ليه ده اتعمل لان انت معادله مختلفه عن اي نادي اخر انت نادي صاحب شعبيه تدعو اي حد في اي تصويت زي ما شفنا في الماركة قبل كده يحط النادي الاهلي عشان يعمل صدى لاي استفتاء بالزبط. وكمان ده لا ينكر ان النادي الاهلي عظيم ده لا ينكر ان النادي الاهلي عظيم ولكن ده حجم شعبيه النادي الاهلي لما تيجي ترصد فريق واحد ضمن 7 فرق اوروبيه بس ما كانش ده بس يا اسامه المقياس لشعبيه النادي الاهلي بالظبط يا فارس كمان كان عندنا اون تايم سبورت وبرنامج طبعا المشترك فيه الكابتن سيف زاهر مع الكابتن احمد شوبير كانوا عاملين استفتاء عن افضل لاعبين في مصر وارد جدا برضو زي ما بنتكلم طب انت اخترت لاعبين الشناوي معاها ابو جبل معاه ده هنشوف الاستفتاء اي استفتاء هتلاقيه بص على اللاعب الفائز وهو لاعب النادي الاهلي بغض النظر عن فكره اتفاقك هو الافضل ولا لا لكن في النهايه انت بترصد ظاهره وهي ظاهره شعبيه وتفاعل جماهير النادي الاهلي اكيد ال 65% اللي اختاروا عمرو السوليه جزء كبير جدا منهم عندهم قناعات ان عمرو السوليه بيقدم موسم استثنائي ونموذج مختلف ويستحق وجزء اخر هو اهلاوي ففي النهايه بيميل دايما للاعب النادي الاهلي
65% عمر سليم، هنا علي معلول يا فارس 77% حصاد الموسم افضل لاعب اجنبي، وكل الاستعراضات لو استعرضنا كل اللاعبين هتلاقي نفس القصه دي. احمد هو مزنق، لان انت قلتها في نص الكلام، بتناقش مع صديق زملكاوي النهارده في حته الاستفتاء ده بكلمه عليه يعني، فقال لي مش يمكن النسبه اللي ادت الشناوي 84% وعلي معلول الارقام دي، وقال لي 77 قال لي مش يمكن فيهم زملكاويه كتير، قلت له كويس ان انتوا شايفين عندنا افضل لعيبه في مصر، فانت هتروح لها كده ده بيوريك ايمن اشرف 63%. طبيعه جماهير الزمالك يا فارس مختلفه يعني، ودي برضو يا اسامه عايز اكد عليها نقطه مهمه جدا، هو احيانا بيتلاعب بيك في فكره ان اصل الشريحه مش متابعه كوره بتشجع النادي الاهلي لمجرد انك تقول له كذا، دي شريحه فاعله جدا، وعلى فكره الاستفتاء جزء كبير منه كان على تويتر، وعايز اقول لك ان تويتر منصه نوعيه شويه عن فيسبوك. عن فيسبوك بالظبط يا احمد، منصه نوعيه شويه بمعنى اللي بيدخل عليها بيكون جزء متفاعل قوي ومهتم بشكل مختلف، وبرده اكتساح ده عينه عشوائيه. لو قست كده عايز اقول حاجه برضو، الصفحه الرسميه للنادي الاهلي عليها حوالي 12 مليون متابع، ضعف نادي الزمالك. كل دي مؤشرات يا جماعه، لما حد بيجي يبتدي التسويق ما بيقولش انا حد حقوق رعايه النادي ما عندوش جماهير كتير، بيجي يشوف المنصات الجماهيريه تفاعل النادي ده معاها ايه، عشان كده شعبيه النادي الاهلي لا يضاهيها احد داخل الوطن العربي واعتقد افريقيا، وكمان على المستوى العالمي النادي الاهلي مصنف من ضمن الانديه الاكثر جماهيريه. واعتقد سؤال ما بقاش ليه مجال للاعراب، لان شعبيه النادي الاهلي مش مجال لاي مقارنات مع اي نادي، مع احترامنا لجميع الانديه، ولكن ده الوضع القائم او الراهن للنادي الاهلي. والحقيقه مش بس جماهير عادية خارج في الوطن العربي بتشجع النادي الاهلي، لكن استوقفنا برضو فيديو لأسطورة تونس طارق دياب بيتكلم فيه عن هو بيشجع مين في مباراة الاهلي والزمالك القادمة، نسمع ونرجع نعقب. الاهلي الزمالك يعني بصراحة نهائي الله يعين الحكم والله يعين بصراحة مباراة كبيرة بشتكون ان شاء الله الافضل هو اللي يفوز، الفرق الاثنين مستوى متقارب جدا. صحيح السنة هذه الزمالك عنده أسبقية، فاز الزمالك صح في السوبر وفاز في الدوري، والزمالك عنده من ناحية الفردية لاعبين مميزين، جماعيا الأهلي أفضل، الاثنين وصلوا للدور النهائي. أهم شيء هنا مكسب الكرة المصرية والعربية طبعا، والعربية يوصلوا إلى الدور النهائي. إن شاء الله الأفضل هو اللي يفوز، وإن شاء الله التحكيم يكون في المستوى هذا هو، وإن شاء الله معناتها نحتفلوا بفوز الفريق اللي نحبه هنا. وشكون الفريق اللي تقول؟ ما تقولش عليه. لا ما قلت. وامتى تقول؟ ها؟ امتى تقول؟ الفريق اللي رئيسه صاحبي ولعب ضده. محمود خطيب. محمود صح؟ معناتها هو انه الطارق اهلاوي. معناتها ان شاء الله نشوف مباراة كبيرة. الفريق اللي رئيسه صاحبي ولعبت ضده، اتكلمنا كتير قوي في موضوع الشعبية ان احد اسبابها وارد جدا يكون نجم ملهم، واعتقد في الكرة المصرية يعني من اكبر الملهمين في الكرة المصرية هو الكابتن محمود الخطيب، وبالتالي تصريح اسطورة تونس الكابتن طارق دياب اللي الحقيقة كان له موقف واضح جدا في 2012 وهو بيسلم كاس لحسام غالي، كان في سعادة واضحة على وشه برغم ان هو تونسي، ولكن برضه فارس ميوله للنادي الاهلي كويس، ميول للنادي الاهلي. وزي ما انت قلت يا احمد، فكرة ارتباطك بالنادي الاهلي، لاعبين، جماهير، بطولات، النادي الاهلي بيجمع كل ده. حتى في سفارة نيوزيلندا السفير النيوزيلندي حب ينزل صورة دعم للنادي الاهلي، وقال ان هو مشجع للنادي الاهلي، ممكن استعرض الصورة. واتكلم برضه عن ان في اهلاوي وفي زملكاوي، النائب بتاعه زملكاوي بالظبط، بس ان شاء الله باذن الله سفير نيوزيلندا هو اللي يفرح. ما هو باذن الله تمشي زي ما كده، السفير والنائب، البطل والوصيف ان شاء الله. طبعا دي كانت جزء من برنامجنا او الفقرة الاولى من برنامجنا، ولازم نرجع نطلع فاصل ونرجع نكمل بقية البرنامج. ورجعنا لكم مع فقرتنا بار روم. بار روم يا أسامة، النهاردة معانا حدث كان واضح، جدل تحكيمي كبير وكلنا عندنا آراء فيه. كابتن محمود عاشور اللي كان بيدير مباراة الزمالك ونادي مصر، كانت المباراة فيها قرارات غريبة جدا. أنا شخصيا في قرار بيستوقفني قبل ما نروح للفقرة نفسها، القرار اللي حسب فيه ركلة جزاء
وما اداش اي بطاقه. هو ده اللي استوقفك؟ لا ده في حاجات كتير حصلت. في حاجه تستوقفك ما فيهاش وجهات نظر. انا اول مره اشوف فار بيستدعي حكم الساحه يقول له شوف الخط ده مظبوط ولا لا. ما فيش في الكلام ده في التسلل خالص. ولكن قرار بتدي فيه عقوبه وهي ركله الجزاء، الفار بيراجعك بيقول لك لا الكوره من بره مش ركله الجزاء. فهنا بتتعامل ان الكوره فيها فاول بس بتدي طرد لانها فرصه محققه. طبعا فكره العقوبه الثلاثيه اللي هي تم نزول بند بيها، ولكن انا ما بتكلمش في كده. هو كان ممكن يدي انذار لو هو مقتنع ان الفرصه محققه. بالظبط، انت اصلا والكوره جوه المنطقه ما كنتش مقتنع ان هي فرصه محققه، لما طلعت بره وما بقاش فيها ركله جزاء فاللي هو الزمالك ياخد اي حاجه بقى فيها طرد، وكانت واقعه غريبه. بس كمان في حاجة غريبة قالها كابتن جمال حمزة بمناسبة الحاجات الغريبة كتير جدا اللي كانت في المباراة دي عن كابتن محمود عاشور، ان هو كان عنده علامة استفهام انه اصلا يحكم المباراة. نطلع ونسمع كابتن جمال حمزة. في اخطاء تحكيمية كتيرة جدا، في عدم تفاهم بين المساعد وبين الحكم حصلت اكتر من مرة، في كذا كرة بيرجع للفار واحنا شايفينها قدامنا ان هي ما فيهاش حاجة، وبعدين فجأة بنلاقي قرار عكس. عاشور غير موفق النهارده خالص بصراحة. يعني ان هو يعني يبقى هو حكم المباراة النهاردة هي اساسا عليها علامات استفهام كتير. ليه يا جماعة؟ بالنسبة لي ليه؟ يعني حاجات برة الكورة، يعني هي حاجات برة الكورة، فما ينفعش ان هي يعني ان احنا نقولها، بس يعني من الطبيعي ان هو كان يعني يبقى في حكم اخر. كابتن جمال حمزة زملكاوي، وممكن الناس تقول ان هو بيقول انه معترض على الحكم، قد يكون شايف او عنده وجهة نظر ان الزمالك ظلم في حاجة، هو حر برضه حتى لو دي مش وجهة نظر، ولكن بنتكلم في ان هو من حيث المبدأ كان شايف ان في اسباب وما اعلنش عنها تدعو ان ما كانش ينفع يكون حكم المباراة. نتمنى منه لانه طرح على الاعلام الموضوع، ما ينفعش اطرح الموضوع واقول اصل انا مش هقول، طالما قلت ان في اسباب كانت تمنعه من إدارة المباراة لازم تصرح للرأي العام بيها يا أستاذ. أكيد طبعا يا فارس، لكن الحقيقة احنا المرة دي برضو في فار روم مش واخدين بس فكرة التحكيم والحالات التحكيمية، احنا كمان هنروح للاستوديوهات التحليلية لأن بنسمع آراء بيكون في بعضها تناقضات كتير. وهدفنا من الفقرة احنا فكرة ان احنا بنرصد خطأ تحكيمي لأن كله يتعلم، احنا نتعلم، المشاهد يتعلم، يوصل لأي حكم يبقى عارف ان في الاخطاء اللي وصل ليها. زي ما بنقول مفيش حكم في كره التسلل اوفسايد يطلع للفار، ده مش موجود اصلا في الفار ولا ينفع فيه استدعاء. الغريب ان الكل اتكلم عن فكره ان جول كاسونجو اللي فيه شك هو هدف ولا مش هدف، اتكلموا عن فكره هو تسلل ولا مش تسلل، برغم ان الكره اتقطعت من فريق اف سي مصر في عرقله لمدافع اف سي مصر. المفروض انا بقى هنا وانا مشاهد، المفروض خلاص في الفار بروتوكول محترم معين بيتعمل بيتنفذ، فاعمل ايه؟ اشوف الكره دي فاول ولا مش فاول. هي دي الحاله الوحيده في الجول ده اللي ممكن للفار او حكم الفار يستدعي فيها حكم الساحه، لكن ده ما حصلش. الغريب قبل ما نروح للاخطاء التحكيميه هنروح للكابتن احمد الشناوي ونسمع رايه في لقطه اثارت الجدل، وهي ركله الجزاء اللي لسه فارس متكلم عنها اللي هي اتحسبت فاول من خارج منطقه الجزاء. ونرجع نعقب. يجي للحاله ركله الجزاء دي اللي هو حسبها ومن جوه ركله الجزاء، هي من بره طبعا التسلل ما فيهوش اي حاجه، لكن الخطا من بره واللعيب طبعا كان عنده هنا نقف، بس هنقف في الحته دي هنا في الحته تحديدا، خلاص هنا المخالفه من بره، اللاعب هنا بقى عنده فرصه محققه لاحراز هدف، خلاص طالما خارج منطقه الجزاء الطرد ايه اصبح وجوبي لاي مخالفه بغض النظر لمسه يد مسك اي حاجه التنافس على لعب الكره غير من داخل منطقه الجزاء، فطبعا هنا الطرد صح والقرار قرار صحيح. طبعا مفيش اختلاف ان الكره من خارج منطقه الجزاء، والفار استدعى الحكم عشان يقول له ان قرارك باحتساب ركله الجزاء قرار مش صحيح، تعال شوف الكره من خارج منطقه الجزاء. هنا الكابتن احمد الشناوي راح لفكره اللي هو تبرئه الحكم من فكره ان هو ادى كارت احمر لمدافع اف سي مصر. مبدئيا الكره هو قال ان اي خطا خارج منطقه الجزاء يستوجب طرد، اعتقد هيكون له كلام تاني عن النقطه دي اللي احنا بنتعلمها من الكابتن احمد الشناوي، لكن الاهم هل الكره فعلا كانت في استحواذ مهاجم نادي الزمالك؟ اعتقد لا استحواذ حالي ولا استحواذ مستقبلي، لان الكره خبطت في وش المهاجم وراحت لحارس المرمى، والكره كانت اقرب لحارس المرمى بعد ما اصطدمت بيه من المهاجم، فبالتالي بتنتفي تماما الفرصه المحققه. لكن الكابتن احمد الشناوي اعتقد
شافها بشكل مختلف في واقع تاني. لا بص يا احمد، احنا ما عندناش حد يصحح كلام كابتن احمد الشناوي احسن من الحكم الدولي الخبير كابتن احمد الشناوي. نطلع ونشوف كابتن احمد الشناوي في حاله تانيه مشابهه جدا، كان رايه ايه؟ نيجي للعبه اللي يعني تعتبر هي يعني السكينه اللي دخلت في قلب النادي الاهلي. ايه هي؟ وهي طرد اللاعب ايمن اشرف. صحيح. هل هذه المخالفه لاعب النجم الساحلي كان امامه فرصه محققه لاحراز هدف؟ طيب نقول الفرصه المحققه لاحراز هدف ليها اعتبارات ومعايير. اول حاجه المسافه. ثاني حاجه سيطره اللاعب على الكره واتجاه الكره. كويس. عدد المدافعين والمهاجمين. صحيح. اللاعب لما تمت عرقلته او مسكه من لاعب الاهلي، الكره خبطت في ظهره ولا كانت قدامه؟ لا، خبطت فيه. خبطت فيه من ظهره. صحيح. يعني اذا هو مسابق الكوره. يبقى اذا هو ما عندوش سيطره على الكره. اذا لا كان عنده سيطره حاليه ولا مستقبليه. مستقبليه يعني تبقى قدامه يقدر يروح يلعبها. حاليه يعني تحت رجليه وماشي بيها وترتكب ضده مخالفه. تمام. يبقى اذا النهارده طالما افتقد عنصر من العناصر دي انتفت الفرصه المحققه لاحراز هدف. قد تكون هجمة واحدة قد لكن الكارت الأحمر اختفى تماما، ليس له وجود في هذه المخالفة. كابتن أحمد الشناوي شاف السكينة اللي دخلت في قلب النادي الأهلي، بس ما شافش أي سكاكين دخلت في قلب فريق اف سي مصر، وشاف الموضوع بمعايير مختلفة. أنا هاخد من معيار أحمد قال نقطة مهمة، فكرة حياسة الكرة، إن الكرة تكون تحت رجله. اتكلم في المسافة، احنا لو بصينا الكرة دي بعد القوس، هو بس عشان نكون هو قال حيازة حالية وحيازة مستقبلية. تمام. اللي هي تحت رجله دي اللي هي الحالية بالظبط، التانية التنافسية. المستقبلية اللي هي هتروح للكرة، هو اقرب للكرة ولا لا؟ هو ازاي بالظبط الكرة نفسه؟ هو ده اللي احنا بنقوله. تنافسيا الكرة في الهواء كانت تعتبر بين الاثنين. المسافة اصلا احنا بنتكلم الكرة بعد القوس تقريبا على حدود منطقة الجزاء، مشابهة يمكن اقرب. وعلى فكرة بس حتة فنية، الوضع اللي كان فيه لاعب الزمالك قريب جدا، الكره كانت هتسقط، كان تقريبا البلوكينج اللي ممكن يطلع يعمله عليه حارس المرمى. مش تقريبا، احنا عشان بس ما بنعرفش حقوق، الفيديو واضح جدا، الكره ضربت في كتفه راحت لحارس المرمى مباشره. عشان بس الناس مش شايفه. فبنشرح لهم الوضع، على عكس لاعب كان ممكن عنده المسافه في مباراه الاهلي يستلم ويقدر يتحكم ويعمل كنترول على الكره. فحتى فكره كابتن احمد الشناوي تجاهل عن المعيار حتى الفني او اللمسه الفنيه، ان الكره كانت الهجمه مدى خطورتها. يعني شفنا الحيازه بشكل مختلف، شفنا هنا سكينه النادي الاهلي وما شفناش سكينه نادي مصر، مع ان المعايير واللوائح والقوانين والعين مفترض تبقى واحده والقرار الصح. القرار كان هنا غلط وكان هنا غلط. طرد ايمن اشرف ما كانش مستحق، وكلام الكابتن احمد الشناوي كان كلام فعلا يرتبط باللوائح والقوانين، ولكن ربما خانوا التوفيق او ما شافش الكره بشكل واضح في مباراة الزمالك واف سي مصر، فما كانتش باينة السكينة اللي انضربت في دفاع اف سي مصر. لكن عندنا كمان حكم الساحة، في وقائع كتيرة جدا حدثت في المباراة دي، يعني متعلقة حتى بفكرة تيشيرت الحكم، لكن أخطاء كتير جدا، منها مثلا عرقلة أو التعامل مع الحكم باليد بيستوجب حاجات كتيرة جدا. احنا برضو رحنا لمواقف مشابهة للحكم محمود عاشور، لما حصل معاك موقف باليد، ونكون واضحين، سلام حسام عاشور لاعب الاهلي السابق على الحكم محمود عاشور بعد المباراه، سلم عليه كده وقام شادد ايده وماشي. النقطه دي او اللقطه دي ضايقت زي ما حضراتكم شايفين، دي الصوره الاولانيه رايح بيسلم عليه، اصلا الحكم مش باص لحسام عاشور، قام حسام عاشور ماشي تقريبا شد ايديه، ففي النهايه في خطا وقع من حسام عاشور لاعب الاهلي السابق، فاستحق عليه الكارت الاحمر. متفق جدا مع القرار، هو ده معيارك، هو ده معيار الحكم، متفق جدا معاك. حكم الساحه ممنوع الاقتراب منه، ممنوع لمسه، وهو اللي بيحدد العقوبة سواء انذار أو كارت أحمر. هنا كان في موضوع حسام عاشور كان كارت أحمر، عقوبة واضحة وصريحة، معاك كل الحق. ده مش بس كده، ده كمان ما اكتفاش يا فارس وكتب تقرير أدان حسام عاشور. هو اللعبة دي لو اتحسبت بالشكل اللي انت بتقوله مع مصطفى محمد وكرة الهدف، مفيش هدف أصلا، بس المباراة انتهت. فانت حتى تتكلم في لعبه يا اسامه، احنا دلوقتي بنتكلم في القانون بتاعها، بس شوف ابعادها الفنيه داخل المباراه مختلفه كمان ازاي. بعيدا بقى الابعاد الفنيه اللي اسامه قاله انعكس في قرارات ايه، طلع عندنا ثلاث قرارات كلهم لهم علاقه بالتعامل مع محمود عاشور. كابتن حسام البدري اخذ
وقتها مباراتين نتيجة ان هو الاعتراض بطريقة غير لائقة، النظرة اللي كان فيها شكل مرفوض. كابتن حسام عاشور خد 4 مباريات للسلوك الغير رياضي تجاه الحكم. كابتن سيد معوض خد 8 مباريات لقيامه بدفع الحكم. هنا احنا بنتكلم في واقعة فيها عقوبات متدرجة حسب فعل كل واحد. كابتن مصطفى محمد عمل ايه من دول؟ على الاقل هو عطل الحكم خلال المباراة وخلال احداث المباراة. على فكرة جزء فني كمان يا أسامة، هو منع عن التحرك بالزبط. حاجة برؤيته حاجة مش طبيعية أنها تحصل خلال سير هجمة. نتمنى يكون في عقوبة واضحة وصريحة غير الجزء الفني. بص يا أسامة، ده منع الراجل، ودي في الدقيقة تحديدا فارس 95.3 ثواني، بعدها ب 30 ثانية بالظبط هدف بس الزمان. هي دي تدل أن مصطفى محمد بيعرف يدافع كمان بالزبط. يعني هو عامل بلوكينج 10 على 10. طبعا بص حاجب رؤيته وحاجبه عن اللعبة وطريقة فيها اعتراض غير طبيعي وفيها إصرار طبعا فيها تعمد واضح وبيعطل الحكم على الحركه. عقوبه مصطفى محمد لو هنفضل كل حلقه نستعرض اللقطه ونقول فين العقوبه، كل حلقه هنستعرض اللقطه ونقول فين العقوبه، لان معيار نفذه نفس الحكم في تقريره ما ينفعش يتجاهله في تقرير في مباراه اخرى الا لو عنده هوى. واعتقد ممكن يكون في ده مبيت لان اللعبه فنيا كان استدعي العقوبه في لحظتها، ان الكره دي زي ما قلنا غيرت مصير المباراه. هو الكابتن محمود عاشور كان عنده حرص شديد جدا اكتر من مصطفى محمد على انه ما يضيعش ولا ثانيه من وقت المباراه المحتسب بدل الضائع وهو 6 دقائق، فطبعا ده حرص كان شديد جدا. فبالتالي في انتظار تقرير حكم المباراه، اللي بالمناسبه الصوره دي يعني مش تضايق بس، مش المفروض تضايق بس الكابتن محمود عاشور، لا ده تضايق كل التحكيم المصري، لان التحكيم الاوروبي الوضع مختلف تماما. طبعا دي الدوري الاسباني وصوره واضحه جدا مع مدافع اتلتيكو مع مدريد سافيتش مع الحكم الاسباني خوسيه لويس، الكلام واضح جدا في عتاب، ده بيحصل كتير جدا. لكن هنلاقي صوره واضح جدا، لمس هي دي مجرد لمس، يعني في اصلا كره متوقفه مش كره ماشيه زي او كان اللعب متواصل زي كره مع مصطفى محمد، هنا بس حط ايديه على صدره كده، كان قرار الحكم ايه؟ هنشوفها في الصوره اللي بعد كده، الانذار. امور واضحه جدا وصريحه، مفيش حاجه اسمها ان انا المس حكم الساحه، وعلى حسب اللمسه حكم الساحه هو اللي بياخد القرار. هنا لمسه بسيطه جدا في اعتراض في كره متوقفه اتحسب على طول، الحكم ما ترددش وادى انذار. فعلى الاقل كان المفترض من الكابتن محمود عاشور ان يوقف اللعب، يدي انذار لمصطفى محمد، كان لازم او طرد على حسب ما هو يتراءى ليه، وياخد اي اجراء قانوني تجاه اللاعب، لان احنا مش بنخترع قوانين يا جماعه، احنا بنجيب لكم مشاهد واضحه وصريحه. المباراه دي في نفس الاسبوع، انا مش عايز بتوع برشلونه يزعلوا لان هم اتغلبوا، لكن المباراه دي في نفس الاسبوع. انت الحلقه اللي فاتت لطشت في ميسي، انت كده الحلقه دي بتلطش في برشلونه وجمهور برشلونه لابد الا يرحمه. انا ارجنتيني الهوا، انا ارجنتيني الهوا، ما تحاولش، مش حاسس، ارجنتيني الهوا والله، ارجنتيني الهوا من ايام مارادونا، من ايام مارادونا. وميسي طبعا لاعب عظيم، وبرشلونه فريق كبير، وبرشلونه فريق كبير وبتعرف تجر ناعم. بس كمان عندنا بقى فقرتنا المحببة اللي احنا ما بنسيبش فيها حاجة، كالعادة ريمونتادا. رجعنا لكم مفقرة ريمونتادا اللي كالعادة ما بنسيبش فيها حاجة. هنيجي بقى لزاوية مختلفة في بداية الفقرة، إخراج مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك، مباراة القمة ونهائي إفريقيا. مفيش مشكلة إن جمهور يكون عنده رأي، أي جمهور من حقه يبقى عنده رأي، بس المسؤول مفترض إنه بيقيم بناء على المعيار الكفاءة وبناء على مجموعة من المعايير اللي ما فيهاش أهواء. ولو النهاردة أنا سمعت جمهور ما فيما يخص لقطة ما أو توجهه تجاه مخرج ما، أنا حطيت قاعدة لازم أمشي عليها. ده اللي كان حاصل فيما يخص أزمة جمهور نادي الزمالك، عمل هاشتاج تجاه مخرجنا المميز محمد نصر، وكان بيرفض إن هو يخرج مباراة القمة، كان في ردود أفعال كتير بقى يا أسامة. برغم ده غياب، يعني بيتكلموا عن غياب مهنية، والحقيقة يعني هنستعرض مهنية الأستاذ محمد نصر اللي أشاد بيها الكاف، ولكن الحقيقة أصلاً كابتن محمد نصر، الناس اللي هي اتفرجت على تصفيات كاس العالم سنه 93 كان في واقعه شهيره جدا
اصلا تم انتقاده على موضوعيته ومهنيته في مباراه مصر وزيمبابوي اللي اتصاب فيها المدير الفني لزيمبابوي بسبب اعاده المباراه، والكابتن ماجد طلبه ما حطش الكره الشهيره دي. فبالتالي الراجل اساسا من زمان من عمر العمر وهو راجل موضوعي ومهني، ولكن ربما يكون على التعليقات لانه بينتمي للنادي الاهلي فخلاص نخلي المعيار واحد ونخلي مسطره واحده بالظبط. لان احنا عندنا طالما هنتكلم بقى فكره اتجاه جماهير، لا جماهير النادي الاهلي متخوفه، والمره دي مش متخوفه عشان بوست بيتكتب على الفيسبوك او راي ان انا اهلاوي، لا متخوفه عشان وقائع حصلت فعلا. لكن تعالوا نشوفوا الاول المشرف على البرامج الرياضيه في التلفزيون المصري كان تعقيبه ايه او رايه ايه في استبعاد الاستاذ محمد نصر. والله يا كابتن الموضوع اصلا يعني هو زاد وما حصلش حاجه، اصلا كان حاطين بلان، ومحمد نصر اصلا كان مطروح بس لسه ما خدناش قرار اللي هو يعمل مباراه ولا لا. بس لقينا جمهور الزمالك وفي واحنا في مبادره لا للتعصب، اول ما لقينا المسائل زادت قوي ما تحطش اصلا على البلان يعني، وخاصه المباراه دي قلنا تعالى عشان شعار لا للتعصب هنحط مجموعه من المخرجين، حد مش واحد بس. اما ما لقينا وما كانش لسه محمد نصر خدنا قرار، لان هو كان لسه اسبوع كامل عن المباراه يعني المباراه يوم الجمعه، فلقينا الدنيا كلها هاصت بدون داعي. فما لقينا احنا رافعين شعار لا للتعصب اصلا محمد نصر مش محطوط في البلان ده اصلا خالص يعني. في بدايه الكلام كان استاذ محمد نصر مطروح، في نهاية الكلام وطبعا دخلنا كلمة نبذ التعصب، احنا كلنا هنا بنشيد بمبادرة نبذ التعصب، ولكن الحقيقة هي الفكرة كلها لازم نطبقها صح. ما ينفعش جماهير تعترض على مخرج لأسباب غير موضوعية، فبالتالي ان انا استبعده واقول ان هو بعد ما كان مطروح لا بقى مش موجود في البلان نقطة. ولو حسبنا بالمناسبة فارس بس النقطة دي لو حسبنا انا ما اعترضتش لو حسبنا الأستاذ محمد نصر عن بوست كتبه بيعلم في اهلاويته على الفيسبوك، اعتقد ان الاستاذ الفاضل الاستاذ محمد ابراهيم واضح جدا ميوله برضو على الفيسبوك، فبالتالي نخلي معيار المهنيه والموضوعيه هو المعيار. ولكن خلاص عشان احنا مش فكره يعني متمسكين بمخرج ما، احنا عايزين في النهايه مخرج ينقل الحدث بشكل يعني يرضي جميع الاطراف. وبغض النظر انك فتحت الكادر قوي على نصر واديته حته زيمبابوي دي، بس كمان عايزين نقول ان الامانه الكلام اللي اتقال يعني انا فكرت اللحظه موقف محمد نصر ايه، لان انت عشان حتى تعفيه من الموضوع كان ممكن داخليا يا اسامه ما صرحش بده بالظبط، انما الحته دي معناها ان انا باقر ضمنيا ان كابتن محمد نصر متعصب، وده يا جماعه دور المسؤول. انت اولا زودت التعصب تجاه الجمهور تجاهه لانك اقريت بده وانت راجل مسؤول عن المنظومه، وحطيت الراجل في موقف تاني. حتى الحته دي حبينا نقولها من الزاويه دي لانها ما كانتش لطيفه. بس كمان استاذ محمد ابراهيم قال حاجه مهمه جدا عن دور الحكم فيما يخص الفار، عشان المخرج دور المخرج فيما يخص الفار، ما الحكم بقى ليه دور كمان مش هعديها لك بقى، انت لو عديت لي بتاعت ميسي كنت عديت لي. دور المخرج فيما يخص الفار مهم جدا نقف عنده ونشوف هل المخرج بيتدخل في قرارات الفار بحيث الصوره اللي بيعرضها هل بيعرض زاويه ما وزاويه لا، نشوف قال ايه عشان نفهم فنيا الموضوع ده قبل مباراه النهائي، لازم جدا نكون عندنا المعلومه دي. وعاوز اوضح حاجه تانية يا كابتن برضو الناس للاسف مش فاهماها، المخرج لم يتحكم في شطات الفار اطلاقا. برافو عليك برافو عليك برافو عليك. ده عربيه الفار بتاخد اوت كل الكاميرات، كل الكاميرات هي اللي بتاخد الاوت بتاع كل الكاميرات، يعني المخرج ملوش تاثير خالص، ملوش اي تاثير. وعربيه الفار هي اللي بتركب الكاميرات بتاعتها في الاماكن اللي هي عايزاها. احنا عايزين نفهم الناس يعني عاوزين، هي هم بياخدوا كاميرات التلفزيون يا كابتن. حلو قوي. بكلها سواء 10 كاميرات 9 كاميرات 8 كاميرات 15 كاميرا، وممنوع دخول اي فرد عربيه الفار، حتى المخرج ممنوع دخول. حلو قوي حلو قوي. والحكم الفار مع الاوبريتور المخصوص للفار هو اللي بيختار الشطات. المخرج يا دوبك يحط الجرافيكس، المربع الناس بتشوفه اللي عليه شطات ما بيتحكمش فيه المخرج اطلاقا.
ملخص الكلام المخرج بس بيعمل كده. يعني الموضوع سهل جدا، المخرج ما بيتحكمش في لقطات معانا فيما يخص الفار، عشان كده هننتظر يا أسامة ان الكلام ده يطبق بالشكل المهني اللي اتقال، ومعيارنا مدى مهنية وموضوعية الكلام اللي بيتقال بيتنفذ بنفس الشكل ولا بيكون في كلام تاني. وما نشوفش اي حد يا فارس كمان بيتصور في غرفة الفار، حتى لو الحد ده كان مسؤول وبيدعي ان هو مش مسؤول، لكن الموضوع بالنسبة لنا هو موضوع عدالة تامة. وبالمناسبة محتاجين تركيز جدا على الأوبريتور الموجود، ولازم يكون في حد احتياطي ليه، لان في مباراه الزمالك والرجاء الاوبريتور الاثنين جالهم فيروس كورونا، فكانت في مشكله في غرفه الفار بيعاني منها الحكم في بعض اللقطات، مش عارف يعيدها الاوبريتور بشكل كويس للحكم. فهنا حابين ناكد على النقطه دي تحديدا، لازم يكون اوبريتور مباراه النهائي الافريقي يكون له حد احتياطي ليه بيجيد التعامل، عشان ما نقعش في مشكله زي مباراه الزمالك والرجاء. لكن عندنا برضه في مشكله الزمالك والرجاء كانت مشكله اخراج تلفزيوني، مش احنا بقى اللي اثارت غضبنا، ده الكابتن هيثم فاروق المنتمي لنادي الزمالك هو اللي اثار غضبه الموضوع، وكان له تعقيب على اخراج المباراه التلفزيونيه. نطلع نشوف قال ايه. متضايق من اخراج المباراه، متضايق جدا الكاو. اولا الهدف الرابع ده ما اتحسبش، 3-1 النتيجه، الماتش ده 3-1 والكره تسلل، وفريق رجاء لعب تسلل، تحيه طيب لفريق رجاء. ممكن. طبعا الهدف الثالث ما فيهوش تسلل وشفنا الاعاده، انما هدف بن شرقي طبعا تسلل ولم يحتسب، ومش عارف الناس اللي في الملعب بتعمل ايه، والاخراج بيعمل ايه. طبعا يعني انتماء الكابتن هيثم فاروق معلوم للجميع، ودي لقطه جات له بعد ما المباراه انتهت بالظبط، وانتقلوا على الاستوديو التحليلي، فكان برغم الصعود النهائي ممتعد من فكره اللي حصل في هدف اتحسب واتلغى واتحسب نتيجه 4-1 3-1، واثار غضبه برغم الصعود النهائي. فارس كان الاخراج التلفزيوني مبدي علامه استياء كتيره جدا على وش الكابتن هيثم فاروق. لا ما هو نفس الاخراج كان مباراه ثانيه، هي حسنيه اغادير بالظبط. عايزين بقى نعرف مين الاخراج لما نشوف اربط المشهد ونبدا نشوف كابتن هيثم فاروق في لحظه فاصله في مباراه حسنيه اغادير في الكره اللي جنش كان بيتعامل عليها على خط المرمى، كان راي كابتن هيثم فاروق في دور الاخراج ايه، والصوره اللي اتنقلت للناس كان تعقيبهم عنها ايه. نطلع ونسمع الفيديو. انا عايز اقول لك حاجه بامانه، دي لو نادي الزمالك انا كنت اقول لك هذا، انا متاكد شو لو دي لنادي الزمالك انا كنت اقول لك هدف. خلاص انا وصلتني الاجابه اوكي، ولكن المشكله مش لانك انت احيانا هيثم لا لا لا. امامك أنا في امامك ضمير مهني بالضبط، انا في الحق. امامك ميثاق الضمير المهني بعيدا عن الانتماء، هدفها حقيقه، في مشكله كبيره جدا، مشكله عند مخرج المباراه. صح، مخرج المباراه ما عداش ليه، خصوصا ان الحكم خلاص خد قراره مش جون، لازم يدينا القرار النهائي. يعني انا محق ان انا سميتها حاله بالضبط، من الصعب انك انت تجزم. وبعدين احنا كنا بنعيد زاويه واحده على المخرجين الافارقه والكاميرا مان الافارقه، ان هم ازاي ما بيعدوش الحالات، الحالات فيها شك، خلاص الحكم خد قراره، الحكم ما خدش فيها قرار، ولا المساعد رغم ان انت قلت المساعد واقف في مكان ممتاز، الحكم عمره ما خد فيها قرار، هو المساعد رغم المساعد بعيد ولكن واقف على خطه، ولكن لا دخل قرار ولا دخل قرار. اذا مخرج المباراه هو اللي عنده مشكله، هو اللي خلينا نقول مش جون او جون، جون او مش جون، وخلينا نشك في اللعبه اكتر ما عندكش جون لاين تكنولوجي في افريقيا كلها. طيب زين عزيز اكد ان هي هدف، وانا حسب الصوره هاي والزاويه هاي ان هي اكيد 100% هدف. شوف ممكن اذا مره هيثم لو كانت للزمالك، لا انت كنت عايز استغرب من اعتراف انها هدف. انا شاك، انا خاطب في ضميرك المهني، انا شاك انها مش هيثم فاروق الزملكاوي، شاك انها هدف، انا ما اقدرش اجزم بالكاميرا دي، عمرك ليه؟ لان الكاميرا دي خدعه، دي من الامام، كاميرا جانبيه هتخلي الكل يصمت. ما حتى كانت هناك في اعاده اخرى، مخرج عنده مشكله كانت كبيره من جدا تحت، مش واضحه نهائيا، فيها شك انها تكون هدف. انا معاك انا معاك فيها شك انها تكون هدف، ولكن المخرج عنده مشكله كبيره جدا ان هو بيبعد عن الحقيقه، لان من الكاميرا الجانبيه هتقدر تفصل فيها. اتفهم موقفك تماما كابتن هيثم. انا نفس الاخراج، ولكن المشهد هنا عنوانه غياب المهنيه، بمعنى كابتن هيثم فاروق بيتكلم في شيء واضح جدا، ان لو انا ما كنتش بشجع الزمالك كنت هقول ان هي هدف. مش فاهم الجمله دي اتقالت ازاي، لانها جمله خطيره جدا بتعكس حاجات كتير جدا في تحليلات كابتن هيثم فاروق. كمان في نفس الوقت الكره اللي كانت تخطيطها بالزاويه دي، والناس مش قادره في حدث مهم جدا زي ده تشوفها من اكتر من زاويه عشان توصل لقرار، ده كان ابعاده ايه؟ هنشوف مع اسامه. لما يكون فارس نفس المباراه بنفس الاخراج،
كمان يتعقب عليه من كابتن هيثم فاروق اللي هو بينتمي نادي الزمالك في مباراتين للزمالك بيحصل اثاره جدل تحكيمي في لقطات معينه في اللي ما بيتعادش منها وفي اللي مش من زوايا واضحه، لا لازم هنا نقول بقى هو ده اللي احنا مش عايزينه يكون موجود في مباراه القمه، لان كمان لما نسمع راي المخرجه في مداخله بعد ماتش حسنيه اغادير والزمالك هنعرف ان الموضوع ما كانش مهني بالمره. نسمع راي المخرجه ايناس عثمان. لقطه الجدل الكبيره اللي هي بتاعت لقطه حسنيه اغادير عدت الخط ولا لا، ليه ما اتعدتش؟ بص حضرتك، حياتك لو رجعت شريط الماتش هتلاقي ان اللعب اتلعب بسرعه جدا. اول ما لقيت وقت فاضي عدتها اتعادت وحضرتك اتعادت. اي لقطه راجع شريط الماتش؟ اي لقطه؟ لقطه الجون اللي هو المشكوك فيه، الجون او من على خط المرمى، هي كانت على خط المرمى وكان يشبهها على خط المرمى. اتعادت في نفس في الماتش ولا بعد الصفاره النهائيه؟ في الماتش، في المباراه، في اواخر المباراه، في اخر المباراه. في اواخر المباراه. طيب من خلال رؤيه حضرتك بالكاميرات المختلفه عدت الخط ولا ما عدتش؟ لا ما عدتش الخط. ما عدتش بكامل استدارتها يعني؟ لا 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 لا. كان في اكتر من كاميرا جايبه اللقطه اكيد يا استاذه ايناس، مش كده؟ يعني من كذا زاويه. اكتر من كاميرا. من كذا زاويه. انا بحاول افتكر اعاده امتى، انا تابعت الماتش كله بس شفت اعاده جول ابراهيم حسن اللي اتلغى. ابراهيم حسن اتلغى وهي الكره جت في بطنه برضه، هي برضه كانت ما جاتش في ايديه. ما جاتش في ايديه برضه. في بطنه. لا. وكره حسنيه اغادير بقى من ما عدتش خط المرمى. ما عدتش خط المرمى. طيب جميل، نعمل الربط كده هنا، ما تحاولش بس الفكره اللي مخرجه كمان احنا بقينا نستدعي المخرجه، وبشكر طبعا هنا هتحط على الحوار اللي تم معاها ان هو اصلا ذكر انها فعلا ما اتعادتش، وانا ما اعرفش اتعادت امتى على حد كلام الاستاذه ايناس عثمان. الحقيقه ما اتعادتش، وكمان بتقول رايها في الكره وبتقول انها ما عادتش خط المرمى، وهدف ابراهيم حسن جاب بطنه، وبرده بتتكلم من فكره التشجيع التام اللي هو بالظبط قاله الكابتن هيثم فاروق لسه معقب عليه فارس. انا كزملكاوي لو هي للزمالك هقول جول، مش للزمالك هقول ما عدتش، وده بالظبط اللي عملته المخرجه. طب ما اسهل من كل ده، ما الاخراج يبقى شايف شغله كويس وننزل الكادرات من كذا زاويه ونجيب اللقطات من كذا زاويه ونسيب الحكم المشاهد. ده دور المخرج يا احمد، عشان كده عايزين الفيديو الاخير ده على لسانها برضو ولا كل التقدير طبعا، عشان نشوف بعد كده دور المخرج ايه ونقدر نحاسب عليه ازاي. نطلع ونشوف الفيديو. لو ما كانش في مجال لاعاده اللقطه عشان الماتش سريع، بتختاري اي وقت تحديدا لاذاعه اللقطه؟ في اي بقى، اي اوت بقى، فاهم ازاي؟ اي حد فاول مثلا وقعدوا في فتره كده اختار الوقت ده. بس ما اقدرش اللايف عندي اهم من الاعاده. اللايف عندي اهم من الاعاده اكيد يعني، اكيد صح. هو الفكره ان اول ما الكره اتردت في واحد وقع على الارض، فلاعيبه المغرب اتجمعوا على الحكم. هنا توقعنا ان اللقطه هتتعاد حوالي دقيقه، توقعت ان هي تتعاد، عشان كده يمكن لو حضرتك عدتيها ما خدناش بالنا بعد كده اتعادت امتى يعني. لا بس انا كنت بعيد الفاول برضو اللي هو سبب في الجدل برضو. ما هو كان الفاول برضو كان في جدل، ما هو النهارده بس كان في شويه جدال كتير يعني. مظبوط. فانا عشان الم الماتش كله فما كانش يهمني قوي الاعاده قد اللايف ما يهمني. ايوه تمام. بس اوكي تمام. هل بيطلب حاجات معينه من فكره الاعاده او لا، ولا دي بتبقى راجعه لقرار او مهنيه المخرج يا استاذه ايناس؟ لا مهنيه المخرج. لا 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 ما حدش بيفرض علينا اي حاجه، مهنيه المخرج. تمام. مهنيه المخرج دي رسالتنا لايا كان المخرج اللي جاي. انت عين المشاهد اللي قاعد في البيت مش شايف حاجه، ما تتغاضاش عن اي احداث، لان ده امانه مهنيه بنطالبها منك. خاصة انها يعني كان عندها أهمية كبيرة جدا انها تعيد الفاول، لكن الهدف ما فيهوش أي أهمية للإعادة. كنا حابين نوضح مخاوف الجماهير مبنية على إيه؟ مبنية على أحداث ومواقف شايفينها، وبنأكد على دور غرفة الفار والأوبريتور الموجود عشان يكون في اطمئنان لدى الجميع، جماهير أهلي وجماهير نادي الزمالك. عندنا فقرة تانية، البعض بيتلاعب بفكرة الأرقام، وإحنا في الأرقام مش بنقول رأينا، دايما بنقول رأي الأرقام. نشوف الفيديو ده ونرجع نعقب. سؤال مهمة اللي هي ان نتائج الاكبر النتائج مواجهات المباشره بين الاهلي والزمالك اللي فيها لان برضه دي عليها خلاف كبير جدا. اكبر النتائج يمكن اربع مرات، الزمالك كسب الاهلي مرتين 6-0. يعني الاول نتيجه عندنا 30 مايو لا نشوف الجدول بتاع اكبر النتائج، الجدول اللي بعد كده 30 مايو 37 كانت كاس مصر ربع النهائي، النادي الاهلي كسب 5-0 في المباراه دي سنه 37. 2 يناير 1942 دوري القاهره المرحله الخامسه، الزمالك كسب 6-0 على الاهلي. 2 يونيو 1944
44 كاس مصر النهائي الزمالك ايضا كسب 6-0 على الاهلي، واخيرا 16 مايو 2002 طبعا المباراه الشهيره بتاعت 6-1 اللي النادي الاهلي كسب فيها الزمالك، دي اكبر النتائج. الزمالك كسب الاهلي مرتين 6-0، الاهلي كسب مره 6-1 ومره 5-0، دي اكبر النتائج ما بين الاهلي والزمالك على مدار التاريخ. ارقام غلط الحقيقه، ارقام غلط، وما ينفعش ان انت تيجي في سنه او في 37 و38 تاخد خماسيه للنادي الاهلي وتتجاهل خماسيتين. اتفرج على الارقام الصح، دي الارقام الصح. فوز النادي الاهلي 3 خمسات، 5-0، 5-1، 5-1. في السداسيات فوز النادي الاهلي سداسيتين، واول سداسيه كانت في تاريخ لقاءات القمه كانت سداسيه النادي الاهلي موسم 1925-26، فاز الاهلي 6-0، والسداسيه الثانيه الشهيره طبعا سداسيه خالد بيبو. فما ينفعش لما تيجي تتكلم في ارقام تطلع ارقام غلط، لان الارقام ما بتكذبش. ده موضوع مهم جدا، ومش كل مره في نفس الاحصائي نجيب ارقام تطلع بشكل خاطئ. نتمنى يكون في دقه بعد كده فيما يتعلق بالنادي الاهلي. ما كانتش بس دي الارقام الغلط، ده الارقام كلها كانت غلط في غلط. نسمع قال ايه تاني في نفس الفقره ونرجع نعقب. الاهداف اللي جت بعد الدقيقه 90 يعني انت عارف طبعا برضو الدقيقه 90 يعني دي بتحمل برضو حاجتين. عشان مش عايز وقت ياخدنا، عايزين الاهلي والزمالك في مباراه القمه. حاضر بعد اذنك. بعد الدقيقه 90 يا استاذ مهيب بتحمل حاجتين، النقطه الاولى الحماس والتركيز وروح الفانيله الحمراء اللي بنقول عليها دايما متواجده في النادي الاهلي، والنقطه الثانيه الوقت بدل ضايع للحكام برضو بيحسبوه، يعني الحكام دايما بتدي وقت. وانت عايز النهارده بس بالظبط انت جاي مركز مع النادي الاهلي النهارده؟ لا والله خالص خلاص انا بتكلم. طيب يبقى بعد الدقيقه 90 الاهلي جاب 9 اهداف والزمالك جاب 5، بيراميدز 5، المقاولين 4، الجيش 4، الانتاج الحربة. نشوف مين اكتر حد اتحسب له وقت بدل ضايع مقارنه بين الاهلي والزمالك. النادي الاهلي 278 دقيقه وقت بدل ضايع، نادي الزمالك 327 دقيقه. كونك بتحاسب النادي الاهلي على شخصيته في ان استغل العدد الاقل من الدقائق وسجل عدد اكبر من الاهداف، ده شيء غلط وده معيار مش منطقي. وعلى فكره النادي الاهلي ما سجلش 9 اهداف في الوقت بدل ضايع، سجل 10 اهداف، لان النادي الاهلي شخصيته وروحه هي اللي بتحسم المباريات دي، ودي كانت الحاجه الوحيده في اللي انت قلته صح، شخصيه وروح النادي الاهلي، بقيت معلوماتك كلها غلط. طبعا ده كان حلقه النهارده من الاهلي خط احمر، رساله بسيطه للاعبي النادي الاهلي، التاريخ بيحفظ حقك في مباريات زي دي. كذا نهائي خدنا فيه البطولة 23 لاعب سجله، أتمنى لاقي اللاعب 24 و25 و26 لأن الأهداف دي هي اللي بتظل في الذاكرة وهي اللي بتخليك في مكانة مختلفة جدا عند جماهير النادي الأهلي والنادي الأهلي بشكل عام. أشوفكم يا رب الثلاث الجاي والأهلي بطل أفريقيا. سلام.